لما نيجي نتكلم في الفايرال انفكشن على مستوى العيال الصغيره في الفايرال انفكشن بيبقى معلش وسط ده بيسموه اكزانسيميتس ديزيز بره الانفكشن ومعلش بيسموه اكزانسيميتس ديزيز خلاص نفس الفكره برضه بيبقى في بكتيريا انفكشن ومعاهم ايه؟ ومعاهم رش اي مرض اي مرض اي انفكشن معلش بيسموه اكزانسيميتس اكزانسيميتس ديزيز. طيب بالنسبه ل اكزانسيميتس ديزيز خلاص اكزانسيما يعني لاش بره خارج اكسترنال على السكن كما لو لقيت ريش على ميوكس مبرين من جوه بيسموها انانسيزم لو ريش موجود جوه على ميوكس مبرين بيسموها انانسيزم انما الريش اكسترنال على السكن من بره بيسموها ايه؟ بيسموها انانسيزم خلاص كده؟ طيب بالنسبه لنا الريش لما يجي سكن انفكشن مع العيال الصغيره وبيجي معاها ريش في الغالب لازم تاخد بالك الريش شكله عامل ازاي عشان ديفرنشال دايجنوزيس في ماكيلو دابيرا ريش في عندنا في سيكيلو دابيرا ريش في حال نتكلم في الريش في ماكيلو بابيرا نتكلم في ايه؟ في سيكيلو بابيرا خلاص كده؟ طيب خدت الكلام ده في البدايه بقى في البطن الماكيلو بابيرا ريش وفي سيكيلو بابيرا ريش ايه الفرق بين الماكيلو والبابيرا؟ الماكيلو جاست جاست ديسكالريشن للسكن غير ما يحصل له ايه؟ غير ما يحصل له ليزنج جاست مش عالي مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه عاليه على كده هو الجلد عادي مره واحده الحته دي احمر بس كده من غير ما يحصل لها ايه؟ يحصل لها الفيشن خلاص؟ طيب البابيول العكس احمر بيحصل لها ايه؟ يحصل لها الفيشن بس ايه؟ الفيشن ده هارد ماشي مش حاجه صف تحتيه خلاص كده؟ طيب بالنسبه للفيزيكال نفس الكلام راش والحته بقت الليفيتد بس المره دي ولا ايه؟ بيرومايد تمام الكلام؟ ماشي فانت هتلاقي عندك راش يا اما ماكل بابرا راش يا اما فيزيكال بابرا ايه؟ فيزيكال بابرا راش خلاص؟ طيب الماكرو بابلو داش ده ممكن اللي يعمله فيرال في الغالب واحيانا شويه بكتيريا انفكشن ممكن تعمل الكلام ده خلاص وسواء ده او ده ممكن يتعمل بدرج ربشه يعني حد خد دواء حصل منه حساسيه ممكن الحساسيه بتاعت الدواء ممكن تيجي كده ماكرو بابلو داش او ممكن تيجي في سكر ايه؟ سكر بابلو داش خلاص؟ طيب الفيرال انفكشن اللي هتعمل راش كتيره واشهرها اللي هو الماكرو بابلو داش الميزلز وعندنا الروبيلا عندنا مرض بيسموه لوزيولا انفانتوم وعندنا مرض بيسموه اريثيما انفكشيوزم تمام الكلام كل ده بيعمل لنا ماكيلو ايه؟ ماكيلو بابرا ريش خلاص تسمعوا عن فيروس اسمه ليبرسنبر فيروس بيعمل مرض اسمه انفكشيوس مونو نيوز احيانا بيظهر معاه ريش والريش اللي بيظهر معاه برضه بيكون ايه؟ بيكون ماكيلو بابرا ريش خلاص يبقى الاشهر اللي بيعمل موضوع الماكيلو بابرا ريش هم الميسلز والروبيلا الزول الفانتوم اللي بيسموه الاسم الثاني سكس ديزيز اللي اسمه انفكشوزم الاسم الثاني بتاعه بيسموه الفيفس ديزيز خلاص كده؟ فاحنا عندنا الريش بالنسبه لنا يا اما ماكيلو بابرا ريش يعني ده الريش اللي موجود يا اما ماكيول يا اما بابيول الريش ده عباره عن في الديفرنشال دايجنوز بتاعه في الغالب يا اما تبسيديا يا اما دراج يا اما فايرال او ممكن تزود عليه كمان immunological disease عارفين هنا في سنالاين بابرا الريش بتاعها بيكون ماكيلو بابرا الريش اللوبوس برضه لما بيظهر معاه الريش احيانا على الجلد كله برضه بيكون ماكيلو ايه؟ ماكيلو بابرا الريش الفيروسات اللي بتعمل ماكيلو بابرا الريش الفيروسات المشهوره الميسلز والروبيلا والريزولا انفانتوم بعد كده الانزيم انفكشيوزم والبرشام فيروس هو الانفكشيوس مونو ايه؟ مونو نيوكليوس ها في مشكله في الكلام ده؟ طيب ايه هي البكتيريا؟ البكتيريا انفكشن اللي ممكن يعمل لك ماكيلو بابرا الريش بكتيريا انفكشن اللي بتعمل ماكيلو بابرا ريش اشهرهم السكارلت فيفر عارفين الاستريب ستريبتولوجي احيانا في استريب منها بتطلع توكسن التوكسن ده لما بيطلع بيعمل ريش على مستوى السكن فبيسموه السكارلت ايه؟ السكارلت فيفر خلاص من ضمن برضه البكتيريا اللي ممكن تعمل الكلام ده التايفويد فيفر اللي هو الانتريك فيفر نعم التايفويد مصري اصلا معهوش ريش انما في حالات بتاع 30% من الحالات ولا حاجه بيظهر معاه ريش الريش برضه بيكون ماكيلو ايه؟ ماكيلو بابرا ريش اشهر البكتيريا اللي بتعمل ماكيلو بابرا ريش السكارلت فيفر والانتريك ايه؟ والانتريك فيفر خلاص كده؟ ماشي كمان من ضمن الديفرنشال دايجنوزس دراج ايربشن اي دواء بيعمل الرجي ممكن يعمل لك ماكيلو بابرا ريش كمان من ضمن اشهر الاسباب الامراض الاميونولوجيكال زي نفس اللاين بيربرا وزي السيستميك ايه؟ السيستميك جروبس مشكله في الكلام ده على الديفرنشال دايجنوزس بتاع الماكيلو بابرا ريش وبيجي كتير
خلاص، يا اما يقول لك بقى عدل، يا اما يديك مثلا 3 4 يقول لك ايه، يقول لك قرر بمكان خلاص كده. طيب لو بنتكلم بقى في الليله الثانيه، لو الريش جاي من الصوره الثانيه او المنظر الثاني اللي هو الايه؟ الفيزيكال وربل الريش. خلاص الفيزيكال وربل الريش ايه اللي هيعمله؟ نفس الفكره، في فيروسات بتعمل كده، في بكتيريا بتعمل كده، وفي دراج بتعمل ايه؟ بتعمل كده. وبدل الايمونولوجيكال زود عليهم الانسكت، الانسكت بايت. تمام كده؟ ماشي؟ اي عضو انسكت برضه لما بتعمل ريش، الريش في الغالب بتاعها بيكون ايه؟ فيزيكال ايه؟ فيزيكال وربل. خلاص؟ مين الفيروسات اللي بتعمل فيزيكال وربل الريش؟ ها؟ اثنين هيربس، اثنين بوكس، مع الكوكساكي فيروس. عارفين الكوكساكي؟ عارفين الكوكساكي فيروس؟ كوكساكي منه انواع، كوكساكي ايه وكوكساكي بيه وكلام كده. لما منهم انواع بتعمل مرض بيسموه هاند فود اند ماوس ايه؟ هاند ماوس ديزيز. مرض مشهور قوي في العيال الصغيره كتير. هو كده كده بيبقى سيمتوماتيك، بياخد فتره ويروح لوحده كده كده بايه؟ بصول ريزيرفد يعني. خلاص؟ فاحنا عندنا الاثنين، الفيروسات اللي بتعمل ذكر بابر الريش، الهربس بانواعه، سواء الهربس سيمبلكس كده كده بوزي فيزيكال، او حتى الهربس دوستا، اثنين بوكس، الشيكن بوكس او السمول بوكس، السمول بوكس، وعندنا كوكساكي فيروس مرض الايه؟ هاند فود اند ماوس ايه؟ هاند ماوس ديزيز. ها؟ مشكله في الكلام ده؟ طيب بعد كده عندنا البكتيريا. مين البكتيريات اللي بتعمل فيزيكال بابر الريش؟ هي الستريبت والجي مرض بس. بقى لما تعمل سكارلت فيفر، لما تعمل مرض بيسموه الفيتيجو او الميتايجو. تمام كلام؟ ماشي. الريش بتاعه بيكون في شكله ايه؟ في شكله ايه؟ لانه بيبقى عامل شبه الهربس بشكل احنا اصلا بنتوه من الاثنين على طول. الميتايجو بيتعمل موست الستريبت والجين العاديه، وممكن كمان الاستافورس تعمل بالاثنين دول، يا اما بالاستاف يا اما بالايه؟ يا اما بالستريبت. خلاص؟ ففي شكله بالنسبه لنا هتلاقي البكتيريا موست بتكون الايه؟ بتكون الايه؟ اللي هي السيكولوجين بس اللي ما بتطلعش توكسن، لا اللي هي بتعمل سكين انفكشن عادي. خلاص؟ عندنا دراج ايربشن، اي دواء ممكن يعمل لك حساسيه ممكن يجي من المنظر ده او يجي من المنظر ده، وعندنا الانسكت ايه؟ الانسكت فايت. خلاص كده؟ على الديفرنشال دايجنوزس سواء بتاع الميكرو بابلر ريش او الفيزيكال بابلر ريش. الفيزيكال بابلر ريش. خلاص؟ معدي؟ في ورقه ولا ما فيش؟ السؤال الصعب ده. كله هتلاقيه اصلا بيداول سواء في الكتاب بتاعنا في الاصفر او في الكتاب عرفه او في الكتاب بيقول له سنه ولا في ورقه ايه كله صراحه كله سهل سهل يتذاكر يعني. طب التقسيم احسن في عرفه ولا في الجامعه؟ كله هتلاقيه بس في التقسيم رحت يمين رحت شمال حتى في المدرسه هتلاقيه بس في التقسيم دي. هو في الريش ما فيش في الشارع برضه ما اختلفناش في ورق ولا في كتاب المدرسه في ورق ايه طيب ورق العب بلاش. طيب لو انت عندكم حاجه اسمها فيفر، حاجه اسمها فيفر عادي ماشي. الفيفر دي حاجه بقى في عيال صغيره احسن تراكم على الفيفر في عيال صغيره ريكتال لما تلاقي فيفر اعلى من 38. ايه الفرق بين الفيفر والهايبر بايركسيا؟ الهايبر بايركسيا بالظبط فوق ال 40 الغالب بسبب الهايبر بايركسيا بتبقى هيت ستروك او بتبقى ادويه دراج انتسكيشن او بيكون سي ان اس ديسفانكشن. يعني صعب ان انفكشن، هو في انفكشن بتعلى وتعلى الحراره في الرئتين بس في الغالب مش ده الايه؟ مش ده اشهر الاسباب. طب الهايبوبايركسيا او الهايبوسيمي هايبوثيمي لما تلاقي درجه الحراره اقل من كام؟ 36. تمام الكلام؟ ماشي. اشهر اسبابها الهايبوثيرميزم والسبسس. خلاص كده؟ طيب انواع الفيفر انترميتنت ايوه انترميتنت وريميتنت وسستيند فيفر وريلابس فيفر. خلاص كده؟ انواع الفيفر انترميتنت فيفر. الانترميتنت فيفر دي عباره عن ايه؟ عباره عن التمبريتشر في معظم اليوم تبقى كويسه بس بيحصل لها بس الليفيشن بالليل. يعني انت بتلاقي التمبريتشر حلوه عالي طول اليوم معظم الايام بتبقى كويسه وجاست الليفيشن التمبريتشر في ايه؟ ات نايت. خلاص كده؟ طيب ده كده الايه؟ الانترميتنت. طب الريميتنت؟ الريميتنت فيفر انت بتلاقي فيفر موجوده معاك بريزيستنت بس فاليبل كل شويه بتعلى وبتقل والفاريشن بيبقى اعلى من نص ايه؟ نص درجه في اليوم. يعني النهارده 29 ونص بكره 39 بعد 38 شوف تاني نايم اهو زي بالظبط 39 ونص 39 38 ونص 38 يبقى ايه الفاريشن. خلاص كده؟ يبقى ال ليه؟ يا ابني اعمل قلق يا ابني نفسي مش هقول ايه خلاص كده؟ ده بص عاوز 3 كيلو قهوه عشان يجرب
ده معروف انا بجيب السيما ده سيبنا السيما خلاص احنا عندنا انواع الفيفر انواع الفيفر انترميتنت فيفر وعندنا ريميتنت فيفر الانترميتنت معظم الايام بتبقى فيفر عاديه بتبقى نورمال بس بعد كده الفيفر بتزيد ايه بتزيد بالليل ده اللي معنى كلمه انترميتنت فيفر الريميتنت فيفر الفيفر معاك مكمله بريزيستنت بس فاليبل كل شويه بتتغير والفاريشن بتاعها اعلى من نص درجه تمام كده الفاريشن بتاعها بيكون ايه اعلى من نص درجه يعني 39 بقت 40 40 مش عارف ترجع 39 38 تبقى 39 7 من 10 الفاريشن اللي بيحصل بيبقى اعلى من نص درجه في الايه اعلى من نص درجه في اليوم خلاص طب السستين فيفر زيها بالظبط الفيفر موجوده معاك على طول بس الفاريشن اقل من نص ايه من نص درجه في اليوم يعني بدل 39 بقت 39.2 من 10 رجعت 38 7 من 10 وهكذا خلاص كده ماشي اخر حاجه خالص اللي هي ريلابسنج فيفر ريلابسنج فيفر ايام فيها فيفر وايام ما فيهاش ايام فيها فيفر وايام ايه وايام ما فيهاش خلاص كده يا كده ريلابسنج ايه ريلابسنج ماشي احنا عندنا دلوقتي فيفر خلاص قلنا فيفر بيتحكم عليها في العيال الصغيره ريبتالي احسن حاجه طالما ريبتالي احسن حاجه عشان التمبريتشر لو بتطلع 38 خلاص يبقى في فيفر الهايبر بايركسيا قلنا لو الفيفر عدى 38 الهايبر سيلميا لو الفيفر قلت عن 36 اشهر اسباب الهايبر بايركسيا اللي هي الستروك او الادويه او لو كان في اي سي ميس فانكشن اي تي بيوتو سنت في مشكله بعد كده عندنا اشهر اسباب الهايبوسيرميا الهايبوسيرميا وبعدين السبسس مهم قوي السبسس في العيال الصغيره قلنا انواع الفيفر بالانواع بتاعتها طب عندنا حاجه اسمها فيفر اوف انون اوف انون اوريجن خلاص الفيفر اوف انون اوريجن دي تحكم عليها امتى؟ انت اللي تحكم على دي ان هي فيفر اوف انون اوريجن 4 اسابيع كتير 4 اسابيع انت كمان ثلاثة أسابيع ايه اللي حصل؟ عشان تحكم الفيفر في لازم التمبريتشر تعدي كام؟ تعدي 38 تمام؟ أكثر من ثلاثة أسابيع لو أنت في البيت أو أسبوع في المستشفى خلاص كده يعني عين محجوز والأسبوع درجة حرارة أعلى من 38 ده يعتبر أنون إيه؟ أنون فيفر بالشرط طبعا إن أنت تكون عملت كومبليت هيستوري خدت اكزامينيشن وعملت اكزامينيشن محترم عملت انفستيجيشن ولسه برضه ما انتش لاقي سبب خلاص كده يبقى احنا بالنسبه لنا فيفر في انولوجي بتحكم عليها امتى؟ لو لقيت فيفر عدت 38 لمده ثلاث اسابيع او اكثر لو الواد ده في البيت او الواد ده بره يعني كوميونتي او اكثر من اسبوع لو قاعد معاك في المستشفى بشرط انك تكون عملت هيستوري عشان تحكم ان هي في انولوجي يعني بشرط انك تكون خدت هيستوري محترم عملت اكزامينيشن كويس عملت انفستيجيشن اللي تقدر عليها وكل الكلام ده ما قدرتش تطلع ايه؟ ما قدرتش تطلع السبب خلاص كده؟ ده الديفينيشن بتاع فيفر في انون ايه؟ فيفر في انون اوريجن دي ليها علاج يعني ليها علاج معين اصل لو ليها علاج معين مش هستنى اسبوع لما لا بالظبط انت بتعالج انت بايرس الفرص يعني اي فيفر طب هم ليه يعني سابوه ثلاث اسابيع ولا سابوه اسبوع في المستشفى ما بيعالجوش هو بيعالجوش بس ما بتروحش هو كده بيعالج طب ما كده كده مش هتروح بقى حتى لو شخصتها لا ايوه انت لو وصلت للسبب لو شخصتها فيفر في انون اوريجين مش هتروح برضه يعني ما هو انت كده كده انت التشخيص فيفر في انون اوريجين ما كده كده لسه ما خدتش التشخيص ما قدرتش تشخيص تقدر تشخيص يهبل يهبل شويه تمام كلام فانت بتعمل ايه؟ انت مجرد بس انك في فرق انك تقول ان دي فيفر وانا عارف سببها في فيفر وانا مش عارف سببها فيفر وانا عارف سببها خلاص الموضوع انتهى فيفر مش عارف سببها دي انك تقول اف يو او عشان تقول دي حاجه خطر انت لازم هتدور في مصايب يعني الاسباب بتاعتها الموضوع بتبقى مصايب فطالما في غرفه من اوريجن لا مش اي حد يطبق عليه كده هو قاعد معاك في المستشفى اسبوع وكل شويه يسخن ومش عارف يظبطه كل شويه يسخن ومش عارف يظبطه خلاص اكتر من اسبوع جوه المستشفى او اكتر من ثلاثه بره لا كده يطبق على اف يو او عشان هفحها في حاجات ايه في حاجات ثانيه بقى يعني مثلا من ضمن الاسباب كتير البروسيلين هو اصلا محدش فاكر ده في عيل صغير فاكر مثلا في السلمونيلا مش مشهوره برضه في عيل صغير زي احنا بنتكلم في عيل نيونيت او عيل قال لسه من سنه خلاص تفكر في فيرال انفكشن مثلا زي السيتوميلو فيروس تروح في حراره تروح تفكر في حاجه ميولوجيكال جوفنالي موديل ارثرايتس سيستم جلوبس انفكشن لاين ميربر كل الامراض دي اصلا بتبقى كلينيكال السيستم بتاعتها مش كومبليت قدام عينيك ولا بتكون تشخصتها من الاول فالفكره كلها انك بتروح تدور على امراض اولا مش كومن في العيال الصغيره ثانيا الجاي البرزنتيشن بتاعها جاي اتيبيكال مش جاي كومبليت ايه كومبليت برزنتيشن لانه كان جاي كومبليت من الاول كنت انت ايه كنت انت خلاص كده فانت تحكم على كده عشان ايه ان المرض مش ظاهر قدام عينيك فانت لسه بقى تحاول تكمل تتوقع امراض معينه كده تروح تفحر وراها خلاص كده طيب فيفر في انولوجي ده اسبابه ممكن يكون بكتيريا ممكن يكون برضه فيروس بكتيريا ممكن يبقى تي بي وانت لسه مش واخد بالك لسه مانفستيشن مش كبيره ممكن يبقى بروسيلا ممكن يبقى سالمونيلا فيروسات مثلا زي سايتوميجالو فيروس ممكن يكون بيعمل الكلام ده سايكل فيروس عامل لك مايكروبايتس ممكن برضه يعمل الكلام ده ممكن تتكلم برضه بارازايت مالاريا واميبا بس الاميبا في الغالب بتبقى اكسترا انتستاينال مش انتستاينال
بتتكلم مثلا في دراج عامل لك مشاكل هايبر سنسيتيف من اي حاجه حاجه امنيولوجيكال يبقى سبب فيه في امنيولوجيكال كتير لسه كده كبيره تعرف تدور تقعد تدور وراها كانسر ممكن يعمل كانسر ممكن يعمل كده خلاص كده فانت بتفحر بقى ايه بتفحر بقى وراها خلاص كده ماشي مشكله في الكلام ده طيب نبدا بقى كلامنا عن الايه عن الفيرال انفكشن اللي بتعمل ايش عندنا الميسلز ليسيما الفيتشيوزم بالمرة نبدأ معهم الانتيكوموس بالسلة يوم معصم الفيروسات الفيرال انفكشن اللي من يوم ما بتيجي او من اول ما بتيجي بتيجي بالسنسيزم او بتيجي بريش معانا الميسلز معانا روبيلا وعدا الاليسيما الفيروسيوزم بدون من سماء الاسم تاني الفيفس الفيفس الديزيز وعانا الرزولة الفانتوم اللي سماء تاني السكس الديزيز ومعانا الشيكن ايه الشيكن بوس خلاص مين الاورجانيزمات بقى اللي هتعمل الكلام ده؟ هنا الميسيس فيروس، هنا الروبيلا فيروس، مين اللي بيعمل المرض ده؟ فيروس اسمه البارفو فيروس بي بلاين دي، تمام الكلام؟ هو اللي بيعمل الايه؟ الفيفس ديزيز، خلاص؟ اللي بيعمل السكس ديزيز سهل عشان اسمه هيربس سمبلكس رقم 6، تمام الكلام؟ مش هيربس سمبلكس، السمبلكس ده واحد واثنين، الهيربس رقم كام؟ الهيربس رقم 6، خلاص؟ الهيربس اصلا عيله كبيره كده فيها 8 ايه؟ 8 فيروسات، او الهيربس واحد لحد الهيربس 8، اللي بيعمل الرزولا انفانتوم او اللي بيسموه سكس ديزيز او الهربس فيروس على كام؟ رقم 6 خلاص طبعا الشيكن بوكس بيتعمل فيروس اسمه ايه؟ الفاريسيلا الفاريسيلا زوستر فيروس اول انفكشن بيبقى اسمه الشيكن بوكس لو حصل له ريكورنس بعد كده بيسموه ايه؟ زوستر او بيسموه ايه؟ او بيسموه الشنكت خلاص كده؟ طيب يبقى كده ده نوع ايه؟ الاورجانيزم اللي عمل الكلام ده طب عموما هم معظمهم بيتكلموا بالسبيرات الثلاثه انفكشن انت اتكلمنا خلاص عن الكوست اوف اورجانيزم المود اوف ترانسميشن كلهم بيجيلوا من خلال الدروبلت ايه؟ دروبلت انهاليشن. اول انفكشن بيتسمى ايه؟ بيسموه الفاريسيلا او بيسموه الشيكن بوكس. بعد كده؟ بعد كده الريكرنس بتاعه بيسموه الشنجل او الزوستر او الهربس زوستر. خلاص كده؟ لان هو بيجي وبعد كده الهربسات كلها معظمهم بيجي يعمل لك برايمري انفكشن وبعد كده يبقى ليت انت في يفضل قاعد مستخبي لحد ما يحصل لك ستريس او مناعتك تقع ينزل ايه يجي لك مره ثانيه خلاص كده بس الهربس البرزنتيشن البرايمري زي البرزنتيشن بتاع الريكاردز انما الفاريسيلا زوستر البرزنتيشن بتاع البرايمري مختلف عن البرزنتيشن بتاع الايه؟ بتاع الريكاردز خلاص كده؟ ايه؟ ده الحزام النادي اللي هو الحزام النادي اللي بيجي في الناس الكبيره خلاص كده؟ طيب كلهم بيتنقلوا ايه؟ اير بورن انفكشن او ريسبيراتوري انفكشن بالدروبلت سواء الدروبلت بتتنقل دايركت او دروبلت جت على اي اله او اي فوطه او اي هدوم وبعد كده لحد تاني ايه؟ حد تاني استخدمه خلاص كده؟ يبقى كلهم بيتنقلوا بين بالدروبلت خلاص كده؟ طيب البي سيلز بالدروبلت وبس الروبيلا بالدروبلت ممكن يتنقل كمان ترانس بلاسنتا يبقى كلهم بيتنقلوا بالدروبلت ده كلام سهل وهتزود على الروبيلا انه يتنقل كمان ممكن يتنقل ايه؟ ترانس بلاسنتا لو نزل لعيل بيعملوا حاجه اسمها كونجينيتال روبيلا سندروم بيبهدل شويه مال فورميشن كده زي الزفت خلاص كده؟ طيب الاليسيما انفكشيوزم برضه دروبلت الزولا انفانتوم برضه دروبلت الشيكن بوكس بيتنقل الدروبلت زائد كونتاكت مع الليجن تمام الكلام؟ دايركت كونتاكت ايه؟ دايركت كونتاكت مع الليجن خلاص كده؟ بقى عندنا كلنا كلهم ثابتين ان هم بيتنقلوا بالدروبلت وتزود على الروبيلا انها ممكن تتنقل ترانس بلاسنتال وتزود على الشيكن بوكس اللي بيتنقل بالايه؟ اللي بالكونتاكت خلاص؟ فيزيكال بتاعت الشيكن بوكس بتبقى هايلي ايه؟ هايلي انفكشوس تمام الكلام؟ ماشي ليه؟ كل ده كان ماكلو بابلر ده اللي احنا قلنا عليه ان هو واحد من الفيزيكال ايه؟ فيزيكال بابلر الفيزيكال بتبقى مليانه سكريشن والسكريشن مليانه بالايه؟ السكريشن بتكون مليانه بين مليانه بالفيروس سهل قوي مع اي كونتاكت انها ترابشر ويطلع الفيروس واتنين لحد ايه؟ واتنين لحد تاني خلاص؟ ما في مشكله في الكلام ده؟ طيب البريدسبوزنج فاكتور هو الانتلوجنت على الكلمه كوست اوف اورجانيزم والمود اوف ترانسميشن والبريدسبوزنج فاكتور كلهم اسباب التاكت انفكشن فبتتكلم بقى في عيل اول حاجه عنده لو اميونيتي بتتكلم في حد عايش في مناطق اوفر كراودنج بتتكلم مع حد عنده باد هيجي اللي هو الريسك فاكتور بتاع اي اسباب التاكت اي اسباب التاكت انفكشن خلاص ان هو مناعته ضعيفه وعايش في مناطق اوفر كراودنج وعنده باد هيجي وهكذا خلاص كده ماشي طيب ده كده ايه؟ الايتولوجي
بالنسبه للامراض اللي معاها رش الانكيوبيشن بيريود، بص هريحك، موستلي معظم البكتيريات الانكيوبيشن بيريود بتاعتها بتبقى صغيره، تمام كده؟ فالبكتيريات الانكيوبيشن بيريود بتبقى في ظرف اسبوع، يعني من يومين مثلا لست ايام او من يومين لسبع ايام، ده معظم انواع البكتيريا بتبقى كده، ما عدا التي بي، ما عدا التيفويد، كمان التيتنس، الثلاثه دي دول خلاص دول بيطولوا. معاهم البروسيلا برضه الانجويشن بيرو بتاعتها ايه؟ بتاعتها بتطور مع التي بي اللبت. يبقى انت لما تيجي تفكر في الانجويشن بيرو ما ترجعش معاك خالص. كل البكتيريات الانجويشن بيرو بتاعتها صغيره، اقل من اسبوع، 2 ل 5، 2 ل 7، 1 ل 7 اللي يعجبك اكتر، تمام الكلام؟ ماشي. بس البكتيريات اللي بتطول في الانجويشن بيرو بتاع 5 6 كده دول اشهر، التي بي والتيفويد والتيتنس والليبروس والايه؟ والبروسيلا. خلاص كده؟ على مستوى الفيروسات كده كده الانكيوبيشن بيريود بتاع الفيروسات بتبقى مطوله، يعني معظم الفيروسات الانكيوبيشن بيريود بتاعتها من اسبوع لثلاث اسابيع. خلاص كده؟ ماشي. يبقى الانكيوبيشن بيريود بتاع البكتيريا بظرف الاسبوع، انما الفيروسات بتطول من اسبوع ايه؟ من اسبوع لثلاثه. خلاص كده؟ ما عدا مفيش الا الكومن كولد والانفلونزا، دول اللي بيجوا بدري بدري بظرف ايه؟ بظرف اسبوع. خلاص؟ يبقى انت بالنسبه لك معظم الانكيوبيشن بيريود بتاع البكتيريا كلها بظرف اسبوع، حط الرينج اللي يعجبك بقى، حط من 2 ل 5، 2 ل 7، من 1 ل 6، المهم انك تكون بظرف ايه؟ بظرف اسبوع. ما عدا كم بكتيريا خلاص. معظم الفيروسات الانكيوبيشن بيريود بتاعتها بتكون طويله من اسبوع لثلاث اسابيع، ما عدا الفيروسات اللي بتيجي خفيفه بتيجي بدري بدري، الكومن كولد اللي هو الرينو فيروس، والانفلونزا اللي هو الانفلونزا ايه؟ الانفلونزا فيروس. خلاص كده؟ فانت تريح دماغك مع كل ده، الانكيوبيشن بيريود بتاع كل ده تفضل معاك، ما تفضلش بقى تقعد معاك من 7 ل 14 او من 10 مش عارف 21، كله من اسبوع لثلاث ايه؟ لثلاث اسابيع، هتلاقيك بتكون في نفس الايه؟ في نفس الرينج. خلاص كده؟ ماشي. ده كده الانكيوبيشن ايه؟ الانكيوبيشن بيريود. طيب المهم كمان عندنا، طالما في ناس طالما الامراض دي بتبقى معديه، الانفكتيفيتي، الانفكتيفيتي بيريود، تمام الكلام؟ ماشي. المهم كمان الانفكتيفيتي ايه؟ الانفكتيفيتي بيريود. طيب الانفكتيفيتي بيريود عشان الامراض دي معاها رش، فالانفكتيفيتي بيريود موستلي بتبقى ريليتد للتايمنج بتاع الايه؟ التايمنج بتاع الرش. خلاص؟ طيب الميسلز بيبقى معدي 5 ايام قبل الرش، 5 ايام بعد الرش. الميسلز بيكون معدي 5 ايام قبل ظهور الرش، و5 ايام بعد ظهور الايه؟ بعد ظهور الرش. خلاص كده؟ يعني مثلا طول فتره الانكيوبيشن بيريود بتاع الميسلز قبل ما يظهر الرش، قبل ما يظهر الرش في الغالب بيكون معدي، يعني تقريبا الميسلز الرش اصلا بيظهر على اليوم الخامس، اليوم الرابع، فانت موستلي الميسلز بيكون انفكشوس من اول يوم. خلاص كده؟ ماشي. لحد يظهر الرش، وتلاقي الرش بعد كده بيكون ايه؟ بيكون معدي بعد كام؟ 5 ايام بعد الايه؟ بعد الرش. خلاص كده؟ يبقى قبل ظهور الرش بيكون معدي قبلها بخمس ايام، 5 ايام من ايه؟ 5 ايام بعد ظهور الرش. خلاص؟ الروبيلا الفتره بتبقى اطول شويه، الانفكتيفيتي فيديو بتبقى 7 قبل الرش و7 بعد الايه؟ و7 بعد الرش. بس 7 قبل الرش دي مش حلوه، لان كده كده اصلا البرودروم بتاع الروبيلا بتبقى قصيره. هو بيتكلم عليها لو طولت، لو ممكن يبقى انفكشوس لمده ايه؟ لمده طويله، فهو رقم بيتحط وخلاص. 7 ايام قبل الرش و7 ايام بعد الايه؟ 7 ايام بعد الرش. بمفهوم الرش صح؟ ايه؟ بمفهوم الرش برضه. اه كده كده الرش معدي، بقول لك 7 قبل ظهور الرش معدي و7 بعد ظهور الرش معدي، يعني طول التايمنج ده هو معدي. هو بيتكلم في الكلام ده ايه؟ قبل ظهور الرش سيبك منه، محدش يعرف يفتفي، لان مش انت عمرك ما هتتخيل الا مثلا مع الميسلز في كومبلكس سبوت فممكن نعرفه. طبعا لسه ما شفتش الراس فلسه ما تعرفش المرض. انما المهم قوي الفتره اللي بعد الايه؟ اللي بعد الراش. ليه يعني دي مهمه؟ عشان هعزل العيل في الفتره دي، هو الولد بتاع الميسلز ده او الشغل ده دايما خلاص بتحجز في البيت وما بيطلعش ولا ايه؟ ما بيطلعش الحضانه ولا بيروح المدرسه ولا الكلام ده، وافضل حاجز لمده قد ايه؟ الراش ظهر النهارده، افضل حاجز لمده 5 ايام. الولد بتاع الروبيلا الراش ظهر النهارده، افضل حاجز لمده كام؟ لمده 7 ايام. الفيروس بيحصل له شيلنج او بيحصل له اكسبريشن بصوره كبيره في الفتره ايه؟ في الفتره دي. فمهم قوي اللي يفيدنا احنا في الانفكتيفيتي فيديو المعلومه دي، امتى هو معدي بعد ظهور الراش؟ لان اول ظهور الراش انا ما اعرفش ان هو ميسلز، ما اعرفش ان هو انفكشوس، فانا كده كده ما عنديش عندي خلفيه. انا بعد ما ظهر الراش اللي يهمني الكام يوم اللي بعد الراش اللي بيبقى فيهم ايه؟ بيبقى فيهم معدي. فلو بتاع الحصبه تكون في البيت كده 5 ايام، لو بتاع الحصبه الالماني تكون في البيت ايه؟ تكون في البيت اسبوع. خلاص كده؟ ها مشكله في الكلام ده؟ يبقى الانفكتيفيتي فيديو ده 5 قبل و5 بعد، الانفكتيفيتي فيديو هنا 7 قبل و7 ايه و7 بعد. الانفكتيفيتي فيديو هنا وهنا مش معروفين، ففاليبل، فما تعرفش تحجز العجل، تمام الكلام؟ الانفكتيفيتي فيديو بعد التشيكن بوكس للاسف التشيكن بوكس انفكتشوس طول فتره الراش لحد ما الراش كله يقع ويربشر ويحصل له كروستيشن.
يعني الواد بتاع التشيكن بوكس ده كان عندك لحد ما بلاش يختفي من الجسم ايه؟ من الجسم كله. اشمعنى؟ اصل دول بيتنقلوا بالدروبلت، انما البشر ده ممكن يتنقل بالايه؟ بالكونتاكت. طول ما في ناش، طول ما في فيزيكال، طول ما سهل يحصل له ايه؟ يحصل له انفكشن. خلاص كده؟ ما في مشكله في الكلام ده. يقول لك كمان هو انفكشوس يومين قبل الراش، مفر دماغك. المهم انه انفكشن طول فتره الراش لحد ما الراش كله يقع ويحصل له ايه؟ يحصل له كراستيشن. خلاص؟ استفدنا احنا ايه من الفيفتي بيريود؟ انت بتستفيد الفتره اللي هتحجز فيها العيل اللي هتعمل له ايزوليشن بعد ظهور الايه؟ بعد ظهور الراش. خلاص كده؟ هنا بتحجزه خمسه، هنا بتحجزه سبعه، وهنا لحد ما الراش يقع كله بيحصل له ايه؟ بيحصل له كراستيشن. ها؟ مشكله في الكلام ده؟ طيب انا كده الفيفتي ايه؟ الفيفتي بيريود. ماشي يا بابا. الحصبه دي هي الروبيلا والحصبه الالمانيه الميسيس؟ لا الميسيس الحصبه والروبيلا اللي هي الجنه الميسيس اللي هي الحصبه الالمانيه. يعني الروبيلا هي دي. في أي سنة في النوم؟ موجود في السيستم هنا؟ نعم لا ده نوم؟ نعم مش موجود؟ أي في كل الجامعات موجود في البيوت الوحيدة منهم في كل جامعات موجود في البيوت بس ما بيجيش بقى بلاش ريو كومبليكيشن كده مال فورميشن بروجيكت يعني عادي لو خدنا انتر اترايت خدت ترانسفير سنتر يجي لك مال فورميشن بقى عنده مايكرو هي الفترة اللي كلهم المنفسيشن بتاعتهم ثابتة فيفر وهاجك وانوريكسيا وماليكس تمام الكلام زائد ممكن تزود 3 سي مين 3 سي دول؟ بيكح كف بخير بتنشح كرايزة وعينة محمرة كونجكتيفايتس تمام الكلام يبقى البرودروما البرودروم بتاع معظم الفيرال انفكشن اللي بتعمل سكن داش عادي زي اي فيرال انفكشن بتعمل بروم عاديه فيفر وهيدك وانيركسيا وماليز والفيفر بتبقى كده كده مايلد معاهم كلهم ما عدا الجيلا الفانتوم لان الانيركسيا كل الكلام ده بيكون ايه؟ بيكون مايلد زائد ممكن تزود 3 سي عليهم عشان كلهم بيتنقلوا بالدروبلت نيروس بايلوت تاكتي انفكشن فاول ما بيعملوا اكنهم جايين بدور ايه؟ اكنهم جايين بدور برد فتلاقي في كف وتلاقي في كورايزا اللي هي الرن نوز وتلاقي عندنا الايه؟ الكونتاكت فايكس خلاص كده؟ هذا البرودروما سته فيهم ايه؟ سته فيهم كلهم خلاص زائد البرودروما بتاعت الميسلز بتاخد حوالي 4 5 ايام ماشي البرودروما بتاعت الروبيلا لا متاثر في الليله شويه هم يومين بكتير ولا حاجه وبعد كده يبدا يظهر ايه بعد كده يبدا يظهر الراش خلاص البرودروما هنا فاريبل البرودروما هنا فاريبل هنا برده البرودروما بتكون ايه بتكون صغيره من يوم ايه من يوم ليوم خلاص مش مهم الديوريشن بتاعتها قوي قد ما انت تبقى عارف الايه تبقى عارف البرزنتيشن زائد ده كده المشترك كل واحد بيبقى ايه بيبقى حاجه تميزه يعني مثلا الميسلز في البرودروما مهم قوي معاها حاجه اسمها الايه الكومبلكس سبوت خلاص ايه الكومبلكس سبوت الكومبلكس سبوت عباره عن جريش وايت دوتس تبقى موجوده على الانر سيرفيس بتاع البكه الميكوزا وحواليها شويه ايه وحواليها شويه حمار تيجي تبص على البكه الميكوزا من جوه تلاقي نقطه كده جريش او وايتش والمنطقه اللي حواليها محمره فيها ريسيما تبقى موجوده على الاورال ميكوزا اوبزر سكند مولر ايه سكند مولر بوس خلاص دي بيسموها ايه الكومبلكس سبوت بيسموها الكومبلكس سبوت دي بتحصل في البرودروما بتاع الميسلز دي حاجه بواسطه هرمونك للميسل شفت الكومبلكس سبوت اكيد الواد ده هيجي له ايه؟ هيجي له ميسلز اكيد الواد ده بعد يومين ثلاثه هيبدا يجي له ايه؟ هيبدا يجي له راش خلاص كده؟ فاحنا بالنسبه لنا في البرودروما في الميسلز حاجه مميزه بيسموها الايه؟ الكومبلكس سبوت ويتش از جريش وايت دوتس تبقى حواليها موجوده على بكر ميكوزا حواليها شويه ريسيما موجوده اوبسط السكند مولر ايه؟ مولر كوز الكومبلكس سبوت تاني بص الجمانك وانس انك شفتها اكيد الطفل ده هيكمل ايه؟ هيكمل بالميكسس خلاص كده؟ مفيش مشكله في الكلام ده؟ طيب ايه المميز في البلودروما بتاع الروبيلا؟ مفيش حاجه مميزه قوي يعني بس بيكون معاها شويه لم فادينوباسي
ليمفلود اللارجمنت والسات البوستير والريبولا والسيرفيكال ايه؟ والسيرفيكال ليمفلود خلاص كده؟ يبقى ما فيهاش حاجه مميزه ما عدا موضوع الموضوع البوستير والسيرفيكال ليمفادينوماسي وكمان البوستير والريبولا ايه؟ والريبولا ليمفادينوماسي خلاص؟ في حاجه احيانا تبقى موجوده واحيانا تبقى لا بيسموها الروز الروز سبوت بيسموها الروز سبوت ايه الروز سبوت؟ نفس المنظر كده بتاع الكومبليت سبوت بس تبقى موجوده على السوفت بلد او على اليوفيلا تمام كده نفس المنظر بتاع الكومبليت سبوت بس تبقى موجوده على السوفت بلد او تبقى موجوده على الايه؟ على اليوفيلا مش موجوده في معظم الحالات بس لو لقيتها موجوده برضه تعتبر ايه؟ تعتبر باسل كمان خلاص كده؟ يبقى البلودروما هنا مميزه بالكومبليت سبوت البلودروما هنا مميزه بالليمفيدولوباسي موضوع الروز سبوت لو كانت ايه؟ لو كانت موجوده خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ طيب برضه عندنا في الريزولا انفانتر البلودروما فيها حاجه مميزه الوحيد اللي بتكون فيفر معاها هاي فيفر كل الفيفر مع الفيرال انفكشن بتبقى لو جريد فيفر الريزولا انفانتوم الوحيده اللي بيكون معاها فيفر بتكون ايه؟ بتكون هاي درجه من كتر ما الفيفر عاليه بتدخل في كونفرشن فبيحصل حاجه اسمها ايه؟ فيبرايل كونفرشن ده مميز قوي قوي مع الريزولا ايه؟ مع الريزولا انفانتوم خلاص كده؟ يبقى الريزولا انفانتوم اهم حاجه فيها الفيفر الفيفر بتبقى عاليه هاي فيفر هاي فيفر دي ممكن تدخل الطفل ده في كونفرجن فبيدخل في مرض بيسموه ايه؟ الفبرايل كونفرجن الوحيد منهم اللي ممكن يعمل الكلام ده ليه؟ عشان هو الفيروس الوحيد اللي التمبريتشر بتاعته ممكن تعلى توصل 39.5 ممكن توصل كام؟ توصل 40 خلاص كده؟ تلاقي كل الفيفر بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى لجروث خلاص؟ يبقى البلودروما كلهم سبت فيهم كلهم فيفر وهيدج وانوريكسيا وماليز ومع الثلاثه سي الكف والكرايزر والكونتكتويتس زائد اللي بيزيد بقى مع الميسنز عندنا كومبلكس سبوت عندنا مع روبيلا ليمفادينوماسيس بالسيروس ريكولار والسيروس سيرفايكال وعندنا كمان الروز سبوت بتبقى موجوده على اليوفيلا او سوفت بلد وعندنا بعد كده كمان مع الريزولا انفانتوم الفيفر بتبقى عاليه قوي لدرجه ممكن تدخلنا فين؟ فيبرال كونفكشن مفيش هنا حاجه مميزه للبلودروم ولا فينا حاجه مميزه لايه؟ مميزه للبلودروم خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ طيب بعد كده كام يوم بقى اللي هو هنا اربع خمس ايام هناك يومين ولا حاجه بعد الكلام ده هتلاقي بيظهر الايه؟ بيظهر القش خلاص؟ الفيفر مثلا بتاع العيل بتاع الميسلز بتظهر على اول يوم ظهر في فيفر ثاني يوم الفيفر موجوده ثالث يوم ممكن تشوف الكومبلكس سبوت رابع يوم خامس يوم يبدا يظهر الايه؟ يبدا يظهر الرش هتلاقي الكومبلكس سبوت متوسط ما بين ظهور الفيفر وبين ظهور الايه؟ وبين ظهور الرش شفت الكومبلكس سبوت النهارده اكيد الواد ده هتفوت بكره بعده في الغالب هيجي ايه؟ هيجي بالرش خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب قول نعم بحسن البلودروما دي الواد ده يبدا يجي له شويه فيفر حتى لو لو جريد فيفر عاديه مع شويه رش او شويه بحر زي اول ريسبيرتوري انفكشن لان كلهم بيجي لك بالدروبلت انفكشن مجرد ما يبوظ الدروبلت انفكشن بيجي لك الايه؟ بيجي لك الكلام ده خلاص طبعا البلودروما مش محسوبه من الانكوبيشن بيريود لان البلودروما من البريزنتيشن يعني الانكوبيشن بيريود الانكوبيشن بيريود بتخلص وبعد كده نخش في الايه؟ نخش في البلودروما ده قبل الانفكتيف بيريود؟ قبل لا ما انت عندك عشان كده واحنا ليه قلنا ان روبيلا انفكتد 7 ايام قبل الراش و7 بعد الراش يعني معنى كده ان في شويه من الانكوبيشن بيريود مع روبيلا بيبقى فيهم انفكشن روبيلا بيحصل له سكريشن وسهل ان يحصل له ايه؟ يحصل له انفكشن خلاص؟ فاحنا قلنا كل دول الانكوبيشن بيريود بتاعتهم من اسبوع لثلاث ايام اسبوع لثلاث اسابيع بس على ما تخلص الانكوبيشن بيريود ويبدا يظهر بريزنتيشن البريزنتيشن اللي بتظهر في الاول خالص هو الفيفر اللي بيبقى عندك زي الماليز اللي هي البلودروما تقعد بقى هنا خمس ايام قبل الراش ما يظهر تقعد هنا يومين قبل الراش ما يظهر عشان كده الموضوع قبل وبعد ناجحه بنتكلم بس القصه بعد كده كده كلهم الانكوبيشن بيريود من اسبوع لثلاثه سهل يبقى فيه انفكشن انما انت عمرك ما هتعرفه لانه في الغالب بيبقى جاي لك اول ما بيظهر ريسبيرتوري انفكشن فيفر وشويه كحه فانت بتشك في ريسبيرتوري انفكشن ما تعرفش غير لما تشوف حاجه مميزه كوليكس فور او ريش بقى يظهر لك خالص مشكله في الكلام ده؟ ماشي تمام؟ طيب الريش بقى اللي هيظهر هيظهر مع الميسلز قلنا زي ما قلنا بقى خد الميسلز الايكويشن فيديو بتاعته بدات تظهر البلودروم الواتس سخن النهارده كان من يومين ثلاثه ولا حاجه شفت الكوزكس سبوت بعدها يبدا يظهر ايه؟ يبدا يظهر الرش خلاص كده؟ طيب الرش اللي بيظهر كده كده اتفقنا ان اول اربعه كلهم ماكيول وبابل ايه؟ ماكيول وبابل الرش خلاص؟ طيب الرش اللي هو ماكيول وبابل ده اول ما هيظهر على الميس بص الميس والروبيلا الرش لما بيظهر على الفيس الميس والروبيلا اول ما بيظهر على ايه؟ بيظهر على الفيس خلاص كده؟ بعد كده ينتشر على الفيس كله وينزل على النك وبعد كده ياخد الاكستريمتيز ياخد التراك ويفضل نازل خلاص يفضل نازل لحد ما يوصل وبعد كده يحصل له ايه؟ يحصل له فيدي امال ايه الفرق؟ الفرق ان هنا الراش بتاع الميسلز ظهر بعد خمس ايام الراش بتاع الروبيلا بيظهر هنا بعد ايه؟ بيظهر هنا بعد يومين خلاص كده؟ ده اول فرق
الباسل جلوميريك ساين هنا كان الكوبلكس سبوت الباسل جلوميريك ساين هنا لو كانت موجوده بيستيرو ده ينفع ايه بيستيرو سيرفايكال وورورا ده ينفع ايه ده فادرنس خلاص الراس بتاع الميسيس كده كده اول ما بيظهر بيظهر على الوش بس مميز الراس بتاع الميسيس اول ما بيظهر ما بيظهر بيظهر هنا بيظهر ورا الودان او بيظهر عند البوستيرو هير لاين لو كانت الراس بتاع الميسيس اول ما بيظهر بيظهر فين ما بيظهر ورا الودان ريترو اوريكولار او بيصير اوريكولار او بيظهر مع البوستيرو هير ايه على البوستيرو هير لاين خلاص كده بعد كده بياخد الوش كله الروبيلا ملهاش حاجه مميزه ان الراس بيظهر فيها ملهاش وقت معين الراس بيظهر ايه الراس بيظهر فيه نور الساعه 8 عشان انت بالظبط 8 ونص خلاص كده عندنا موضوع ايه فكرتوني كنت اول يوم اروح لمدرس رياضه فانا في ثانيه ثانوي طول عمري باخد مع واحد باخد معاه من ثانيه ثانوي في الهوايه لما اول يوم رحت له عنده كان عنده زحمه يعني ربنا يبارك له فرحت قاعد انا متعود دايما مع اللي فات ما كانش بيبقى عنده زحمه فقاعد وحاطط انا قاعد على كرسي وحاطط الكتاب جنبي على كرسي اول يوم رحت دايما مش اي حاجه احط عليها في الكتاب بتاعي وانا مش متعود ان انا اشتري كتاب عليه كنت حاطط كتاب على الارض اول حصه حد ماسكني ومرفضني ساعه من الحصه ازاي تحط كتاب على الارض والكتاب ده هو اللي هيعليك انت كده بتحطه فوق راسك والله العظيم انت بتحطه فوق راسك المهم اداني حته المحاضره بصراحه يوم شطفني في وسط العيال وانا اصلا كنت الفيلو ده بتاع العيال مش متعود على كده انا اصلا كل الناس يعني كله بيكبر بيا اول مره حد يعمل معايا كده فبصراحه انا فاهم كنت بس اليوم ده فرق معايا ان انا طول السنه وانا هناك في الفيتش خلاص بقى يعني وانا معاك يعني وانا معاك شغلني في الرياضه كانت حاجه فظيعه الله يكرمك مفيش حد اسمه بيوم بيوم الراش بيظهر بعد الكوبلكس سبوت من يوم ليومين، فبيظهر بعد الفيفا بكام؟ أربع خمس أيام، خلاص كده؟ أول ما بيظهر الراش بتاع الميسلز يظهر بوستيريو أوريكولار أو له علاقة مع البوستيريو هير لاين، خط الشعر من ورا، وبعد كده عادي يكمل إيه؟ يكمل الوش، ياخد الفيس وينزل ياخد الهيد، وبعد ياخد ياخد النك، وبعد كده ينزل ياخد الاكستريمتيز والترنك لحد ما يوصل إيه؟ لحد ما يوصل للرجل من تحت، خلاص كده؟ خد بالك. كده كده برضه الراش بتاع الروبيلا بيظهر في الوش بس مش مميز ليه زي الميسلز ملوش مكان يبقى فيه وبرضه هيعمل ايه؟ هيعمل سبريد ركز بقى الراش بتاع الميسلز بياخد وقت 3 ايام على ما يجي من فوق لتحت تمام كده الراش بتاع الميسلز بياخد وقت 3 ايام على ما يوصل من فوق لايه؟ من فوق لتحت الراش بتاع الروبيلا دول المانيا وزيرنا الميسلز الحظ الالمان ما عندهمش وقت مش فاضي في يوم واحد بيكون وصل من فوق لتحت لو الكلام يبقى الراش هنا البروميشن بتاعه بيكون بطيء شويه ياخد 3 ايام على ما يوصل من الفيس لحد اللور ليب تحت لو الكلام ماشي انما الالمان ما بيستنوش هو يوم واحد بيكون جايبه من فوق لايه؟ جايبه من فوق لتحت خلاص تعال الراش بتاع الميسلز واخد راحته يعني يفضل ينتشر من فوق لتحت من فوق لتحت على اخر الثلاث ايام وبعد ما يوصل لتحت يبدا يختفي من فوق يعني ما بيختفيش الا بعد ما يوصل لتحت الالمان مش فاضيين مجرد ما الراش يوصل للترنك قبل ما ينزل حتى للرجل تلاقيه عمال بيختفي من الوش تمام الكلام؟ ها معايا كده؟ يبقى الالمان كله سريع البودرومه سريعه يوم ليومين مش فاضي الراش سريع مجرد ما الراش يظهر هو في يوم واحد بيكون وصل ايه؟ بيكون وصل للور لمب وما بيستناش كمان عن يوصل للور لمب عشان يختفي لا مجرد ما تلاقيه وصل للترنك تلاقيه بدا يختفي من ايه؟ يختفي من الفيش بالظبط الراش مش يختفي وتلاقي الراش في رجليه ده اللي بيحصل مع الجيم لا انا ما قلتش ان الراش بيقعد انا قلت الراش انفكشوس انا قلت الفيروس بيحصل له اكسكريشن ويبقى انفكشوس لمده 7 ايام بعد ظهور الراش ما قلتش ان الراش بتاع 7 ايام خلاص كده ماشي الفيروس بيطلع من دروبلت بيحصل له انفكشن يعني الراش في الروبيلا ده يوم اثنين بيتشقلب خلاص الموضوع انتهى تمام كده فانت لما تلاقي موضوع الراش سريع على طول انت في بالك من الصراع الالماني بالموضوع ده حصبه ايه؟ حصبه الماني خلاص كده ها خد كمان الفيفر وعلاقتها بالراش هنا الكلام ده بيتسال الفيفر وعلاقتها بالراش الفيفر مع الميسلز زي ما الميسلز قلنا واخد راحته في كل حاجه برضه الفيفر بتبقى واخده راحتها الفيفر كده كده كان بقاله 4 5 ايام صح؟ والراش يظهر والفيفر مكمله معاه يومين وبعد كده تبدا تختفي مع الروبيلا الراش ظهر من هنا الفيفر تختفي من هنا مع الروبيلا الراش ظهر من هنا يبقى صادم اضرب
ديفيشنسي او ديكريز الايه للفيفر على طول مره واحده، مجرد ما ظهر الريش الفيفر بتوع. انما هنا الفيفر والريش بيكملوا مع بعض ايه، بيكملوا مع بعض يومين. ها اتفقنا خلاص كده؟ طيب نقول الريش تاني، ريش ريش كده كده هيظهر بعد البلودروما. الريش بيظهر مع الميسلز بعد البلودروما 4-5 ايام، بيظهر مع الروبيلا بعد البلودروما يومين بس. خلاص الريش لما بيظهر هنا كده كده بيظهر في الوش، هنا برضو بيظهر في الوش، بعد ما يظهر في الوش يسبريد لبقيه الجسم كله. خلاص مع الميسلز مميز انه بيظهر بالسيرو اوليكولر او على السيرو هير لاين، مع الروبيلا مفيش ميزه وكده كده بيظهر في الوش في اي حاجه. بعد كده بينتشر من فوق لتحت، الميسلز بتاخد وقتها 3 ايام على ما ينزل من فوق لتحت، ولسه على ما يختفي من الوش لازم يوصل لتحت، يعني مش هيبدا يختفي اللي بعد ايه؟ اللي بعد 3 ايام، يبدا يفيد بالتدريج، ياخد له 3 ايام بيظهر و3 ايام بيختفي. بتاع الروبيلا مش فاضل الكلام ده، يومين بعد الفيفر يبدا يظهر، يظهر في الوش وينتشر لبقيه الجسم، وهو يوم واحد يا دوب، اول الصبح تلاقي داش في الفيس، اخر النهار تلاقي داش في الايه؟ تلاقي داش في الرجل، وتلاقي بتاع الفيس بدا يختفي، تمام الكلام؟ تمام؟ فالريش بياخد يوم يظهر ويوم ايه؟ ويوم بيختفي، انما هنا داش 3 بيظهر و3 ايه؟ و3 بيختفي، خلاص كده؟ طيب اللي خد راحته ده اهو، لما داش يجي يختفي تلاقيه بيختفي بيفيد وبيسيب مكانه براني ديسكوميش، بيسيب مكانه علامات. ليه؟ ما هو خد راحته على ما ظهر، تمام الكلام؟ فبيسيب مكانه علامات، انما بتاع اقول لك ده الوحيد اللي بيسيب ديسكوميشن، الباقي كله ما بيسيبش ديسكوميشن، خلاص كده؟ ماشي؟ الوحيد اللي ده الوحيد اللي بيسيب ايه؟ اللي بيسيب ديسكوميشن، بيسيب علامات مكان الشكاكه بتختفي مع الوقت، تمام كده؟ بس تفضل معلمه شهر 2-3 على حسب كل واحد والتاني، خلاص؟ انما الباقي كله ما بيسيبش ايه؟ ما بيسيبش مكانه اي ايه؟ اي علامه، خلاص كده؟ يبقى ده بيسيب مكانه براند ديسكوميشن الوحيد، الباقي كله ما بيسيبش اي ايه؟ اي براند ديسكوميشن، خلاص كده؟ علاقه الفيفر بالريش، الفيفر مع الميسلز بتظهر وتقعد شويه مع الريش وبعد كده تبدا تقلل تختفي، انما مع الروبيلا ما فيش هزار، كل واحد له وقت، الفيفر جت يومين الريش طلع تقوم الفيفر ايه؟ الفيفر طلع، خلاص كده؟ على قصه الريش وقصه الكونفرسنت بتاعتها ازاي بيبدا ايه؟ بيبدا يخف، ماشي يا قوم؟ فكده الاثنين دول الريش بيظهر في الوش بعد كده ايه؟ بعد كده ينتشر. طيب تعال نشوف الامراض الغريبه اللي ما سمعتوش عنها قبل كده، السيما انفكشيوزم والرزولا ايه؟ والرزولا انفكت، خلاص كده؟ البودروم بتاعتهم تبقى نص نص، يعني مثلا من يومين لاربع ايام، بعد كده يبدا يظهر ايه؟ بعد كده يبدا يظهر الريش، خلاص؟ طيب السيما انفكشيوزم اللي هو الفيفث ديزيز بتعمل فيروس اسمه ايه؟ البارو فيروس بي 19، خلاص؟ ايه اللي يميز البارو فيروس بي 19؟ اللي يميزه ان الريش لما بيظهر اول ما بيظهر بيظهر على الوش حاجه بيسموها سلاب شيك ابيرنس، حاجه بيسموها ايوه حد قبضوا عليه، تمام الكلام؟ ماشي الريش بيظهر على الشيكس، بتلاقي ريش موجود يمين وشمال اكن حد ضرب العيل ايه؟ ضرب العيل الصغير، كنت انا دايما بفتكرها كده السلاب شيك مع الخمسه، حد معانا قال لي بالخمس ايه؟ بالخمس صغير، خلاص؟ يبقى الفيرست ديزيز اول ما بيظهر الريش، الريش المميز اللي بيظهر معاه بيسموه ايه؟ سلاب شيك ابيض، تمام كده؟ بعد كده بتلاقي الريش بينتشر على جسم ايه؟ بينتشر على جسم كله، خلاص؟ يعني ممكن نعتبر ان اسمها انفكشوزم، الريش اول ما بيظهر على الوش، تمام؟ بس ما بيكونش بقى الوش توتال، لا هو بياخد الخدود بس، بعد كده يكمل انتشار على بقيه الايه؟ على بقيه الجسم، خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ طيب، بعد كده بيبقى مجي بابل الريش على بقيه الجسم في الغالب بيكون في الترنك اكتر من الاكسترنس، تمام الكلام؟ ماشي؟ خلاص؟ طيب في ميزه برضه للريش هنا، الريش هنا لما بيجي يختفي بيختفي بمنظر بيسموه الريتيكولار باترن، بيختفي على منظر بيسموه الايه؟ الريتيكولار باترن، ايه الريتيكولار باترن ده؟ الريش اهو لو موجود ده كل دم احمر، اعتبر ان ده احمر، ماشي؟ ده الريش اهو المحمر، لما بيجي يختفي المفروض ان الريش كله بيختفي، تمام الكلام؟ لا السيما انفكشوزم لما بيجي يختفي الحمار بيختفي من النص وبتلاقي الايدجز بتاعتها لسه محمره، الريش ما اختفاش من عندها، خلاص؟ الريش بتاع السيما انفكشوزم لما يجي يختفي ما بيحصلوش فيدنج كومبليتلي، لا بيحصل فيدنج للسنتر، بيحصل فيدنج للسنتر والايدجز بتاعتها لسه ايه؟ لسه محمره، ده بيسموه ريتيكولار باتر، بيسموه ريتيكولار عشان ليه؟ بتلاقيه عامل منظر خرايط بقى على الجسم، تمام الكلام؟ كل الكلام ده الريش من النص خلاص الحمار اختفى وبتلاقي الايدجز هي اللي لسه موجوده. خلاص كده؟ ده بيسموه الريتيكولار ايه؟ الريتيكولار باتر. احنا عندنا في السيما انفكشوزم الريش بتاعه مميز كذا حاجه، اول ما بيظهر سلاب شيك ابيرنس على الوش، بعد كده بينتشر لبقيه الجسم كله، لما بينتشر الديستريبيوشن بتاعه موسكي اللي بيكون على الترنك اكثر بكثير من الاكسترامتيز، ولما يجي يختفي بحاجه بيسموها الايه؟ الريتيكولار ايه؟ الريتيكولار باتر، تمام الكلام؟ فيدنج للسنتر، الريش الحمر اللي في السنتر بيختفي في حين ان الايدج بتاعتها بتكون لسه ايه؟ بتكون لسه موجوده، خلاص كده؟ الليله بتاعت السيما انفكشوزم الريش على ما يظهر ويختفي بياخد له من يومين لثلاث ايام او من يومين لاربع ايام، من يومين لاربع ايام، خلاص؟ دي قصه السيما ايه؟ السيما انفكشوزم، ماشي يا قوم؟ في مشكله؟ طيب، الريش بتاع الزيولا انفانتوم اللي بيسموه السكس ديزيز
ايه المميز بتاعه؟ ولا في اي حاجه مميزه غير اللي احنا قلنا عليه ان الفيفر عالي قوي، فممكن ندخلك في فبراير الايه؟ فبراير كونفرجن. ده الريش بيظهر اول ما بيبدا يظهر، بيظهر على الترنك وبعد كده ينتشر لبقيه الجسم. يبقى ده كان بيظهر على الفيس، ده كان بيظهر على الفيس، ده بيظهر على منظر الاستاتيك تشيك ابيرنس. انما ده اول ما بيظهر بيظهر على مين؟ بيظهر على الترنك. الفيرسيلا شبه حالات اول ما بيظهر بيظهر على مين؟ على الترنك، وبعد كده يسبرد خلاص. فالريزولا انفانتوم ماكن جبر الريش مع الفيفر عاليه فبراير كونفرجن، يبدا الريش يظهر على الترنك بعد كده يسبرد للجسم كله، وده ياخد يومين ثلاثه ويختفي. ده بيحصل كله بيختفي الريش من غير ما يسيب مكانه اي ايه؟ اي علامات، ما عدا مع مين؟ ما عدا مع مين سيتوس. خلاص كده؟ خلاص اتفهم الريش؟ ريش ريش ريش. دي الامراض الوحيده اللي عملت فاتك كليه قبل ما نخش. ايه؟ انت اسمعت في ليله يا باشا؟ خلاص كده في ليله كبيره جدا. خد هنجمعهم تاني خلاص كده؟ دي الفيروسات اللي بتعمل ريش. الحاجه الثانيه لسه الفيروسات برضه لسه ايه؟ لسه بتعمل ريش. خلاص خليكم معايا. شوف الفيزيولا انفانتوم اللي هو الهيلب سنتر اللي هو السكس ديزيز، ما فيهوش بقى يشتغل خلاص. كل شويه فلوس ينكد عليه ماشي؟ خلاص ايه بقى الهيلب سنتر اللي هو الريزولا انفانتوم الريش بتاعه بيظهر فين؟ الريش بتاعه بيظهر على الترنك. الريش بتاعه بيظهر على الترنك بعد كده ينتشر لبقيه الجسم، بعد كده يفيد بعد يومين ثلاثه ويفيد من غير ما يسيب اي ايه؟ اي ديسكوريشن. خلاص كده؟ اهم ما يميز الريزولا انفانتوم تاني ان ده فايرال انفكشن مع هاي فيفر ممكن تعمل فبرايل ايه؟ فبرايل كومبرشن. خلاص كده؟ طيب الشيكن بوكس البدروم بتاعته برضه خفيفه كده شبه الروبيلا، يوم يومين بعد كده يبدا يظهر ايه؟ يبدا يظهر الريش. الريش بتاع الشيكن بوكس ما يميزه؟ تعال ننجز 3 بي. الريش بتاع الشيكن بوكس ما يميزه انه ايه؟ انه 3 بي. اول بي انه بروريتك. انه يخلي الطفل يهرش فيه على طول، ايتشي. ده قوي فطر، لان طالما هتخرج في ريش سهل قوي يحصل تفتح ويحصل عليه سكن بكتيريا ايه؟ بكتيريا انفكشن. خلاص كده؟ تاني بي انه بيكون بليو مورفيك. انه بيكون بليو مورفيك، يعني بليو مورفيك؟ يعني اشكال مختلفة. تمام؟ وده بيخش في الديفرنشال ديجنوز بتاع الفيزيك اللي هو بابلا ريش، لان مش بس معاه بابيول ده كمان معاه ايه؟ معاه بزل. يبقى اول بي انه بروريتك، العيل بيهرش فيه على طول ودي مشكله. تاني بي انه بليومورفيك. تالت بي ان الديستريبيوشن بتاعه بيكون سنتري بيتال. الديستريبيوشن بيكون ايه؟ سنتري بيتال. سنتري بيتال يعني الريش سنتري بيتال. سنتري بيتال انا لسه هقول اهو مستعجل. سنتري بيتال اه سنتري بيتال يا ام ورا. سنتري بيتال ان الريش بيكون على الترنك، على الترنك اكتر من الاكسترمس. يعني تيجي تبص على الريش تلاقي الديستريبيوشن بتاع الريش موجود على الترنك سواء من الفرونت او من الباك اكتر من الريش اللي موجود على ايه؟ على الاكسترمس. خلاص كده؟ يعني تيجي تبص الترنك عليه 100 حبايه انما الاكسترمس عليهم 30 حبايه. تيجي تبص تلاقي على الترنك 300 400 منظر تمام كده انها تجري على الاكسترمتيز هم 20 30. الريش بيبقى على الجسم كله بس الديستريبيوشن بتاع الريش بيبقى اكتر على الترنك سواء من الفرونت او من الباك اكتر بكتير من الموجود على الايه؟ على الايدين. خلاص كده؟ ده بيسموه سنتري ايه؟ سنتري بيتا. العكس بتاعه حاجه بيسموها سنتري فيوجن وده بيبقى موجود مع الافتفاء خلاص اللي هو السمول ايه؟ اللي هو السمول بوكس. هم اصلا كانوا عاملين المصطلحين دول عشان يفرقوا بين الاثنين دول. الشيكن بوكس الشيكن بوكس بيكون اكتر على الترنك من الاكسترمتي اللي كانوا بيسموه سنتري بيتال، انما السمول بوكس بتاع زمان كان بيجي اكتر على الاكسترمتي اكتر من ايه؟ اكتر من الترنك، كانوا بيسموه سنتري ايه؟ سنتري فيو. خلاص كده؟ يبقى اهم ثلاث مميزات للريش بتاع الفيروسيلا انه بليمورفيك، انه سنتري بيتال، انه بروريتك. خلاص كده؟ ده شيء؟ طيب. اظن في حاجه ثانيه نسيتها. ماشي، حلوين الثلاثه دول زي الفل. يبقى بروريتك بروريتك وبليمورفيك وسنتري ايه؟ وسنتري بيتال. عندنا عاوز اقول ان الريش بتاع الانسيما انفكتيوزم هو كمان بروريتك. ماشي؟ الريش بتاع الانسيما انفكتيوزم هو كمان ايه؟ كمان بروريتك. وانا ليه يعني مركز كده؟ عشان لما تيجي في العلاج تحط مع التريتمنت بتاعه انت ايه؟ انت هيستامينك او انت الريش عشان تقلل الايتشنج عشان ما يحصلش روح في الريش. هو ده ما بيحصلش عزام ناري؟ ايه؟ ما بيحصلش عزام ناري؟ ما بيحصلش عزام ناري؟ لا مش دلوقتي احنا بنتكلم في البرايمري انفكشن على فكره عزام ناري ممكن يجي برضه في الاطفال. بص انت اول حاجه يجي لك الفانسيلا زوستان فيروس اول ما تلقطه يعمل لك برايمري انفكشن. برايمري انفكشن بتاعه اسمه الشيكن بوكس تمام كده اسمه فيروسيلا. بعد كده الفيروس ده المرض ياخد له اسبوع 10 ايام ويختفي بس الاورجانيزم ما بيسيبش الجسم. الاورجانيزم يهاجم مع النيرف عشان يروح يرجع في الجنجل. يرجع في الجنجل يفضل قاعد بقى هناك لحد ما سيبتك يجي لك الستريس مرض عاكم عليك بعد كده
حد يجي ايميلو سبريس تاخد كورتيزون اتعرضت لاي سيفير او سيريس انفكشن كل الكلام ده المناعه تبدا تقع لما المناعه تبدا تقع يبدا الفيروس يتراكم من تاني لازم يكون عنده هيجي منين الا في الكبار الكبار ممكن يجيلهم زوستر ممكن يجيلهم زوستر من الاول من البدايه خلاص كده ماشي هيلبس زوستر لو لبس زوستر ده بقى لما انت خلاص الفيروس قاعد عندك في الجنجال خلاص رجع في الجنجليا لحد ما يجيلك اي ستريس او نقص مناعه اللي بيحصل بعد كده من الفيروس سايب الجنجليا ويطلع على الاسكان يمشي مع الليف لحد ما يجي على الاسكان الريكرنس ده او الري اكتيفيشن ده بيطلع لك مرض جديد بمانيفستيشن مختلفه اللي بيسموه بقى الحزام النادي هو ده الزوستر او بيسموه اسم تاني الشنجلز. ما انا بتكلم دي اسم الفيروس بقى ما هو اسم الفيروس ما هو الفيروس واحد اسم المرض اللي بتتغير شكل عشان البرزنتيشن هنا مختلف عن البرزنتيشن اسم المرض اسم الاورجانيزم قصدي اتغير؟ لا هو الفرسيلا زوستر كده هو الفرسيلا زوستر هناك اسمه نعم الاثنين واحد لا ما هو الفرسيلا زوستر هو ده الهربس رقم 3 الهربس 8 انواع ماشي هربس 1 2 3 هربس 3 هو الفرسيلا زوستر خلاص ماشي طب وحاسس ان ما خدتوش مايكرو في بعض القهوه خلاص كده في مشكله في الكلام ده في مشكله ها عايز حاجه في الكلام ده طيب ايه الكومبليكيشن بقى اللي ممكن تحصل الكومبليكيشن مشهورة أو مع الميسلز ومع التشيكن بوكس وقليلة مع الحاجات التانية والله ما عاد كل الامراض دي كل الامراض دي البرزنتيشن بتاعها يا اما يجي بالكلاسيكال فورم اللي احنا قلنا عليه يا اما يجي مايلد فورم اقل من احنا قلنا عليه شويه لما يجي سيفير هيموراجيك فورم لما يجي سيفير هيموراجيك فورم الراش ده فيه بلوك تمام كده يبقى كل البرزنتيشن دي ممكن تيجي يا اما الكلاسيكال فورم اللي قلنا عليه يا اما مايلد فورم ابصر من كده بشويه يا اما يكون سيفير فورم في الغالب السيفير فورم بيكون معاه ايه؟ بيكون معاه هيموراج بيسموه الهيموراجيك ايه؟ الهيموراجيك فورم مشهور قوي الهيموراجيك فورم مع الميسلز مشهور قوي الهيموراجيك فورم مع الفارسيلا او التشيكن ايه؟ او التشيكن بوكس خلاص هم اشهر اثنين اصلا بيحصل معاهم كومبليكيشن هم الاثنين دول الميسلز ولا تشيكن ايه ولا تشيكن بوكس خلاص طيب الكومبليكيشن اللي بتشوفها من الميسلز ايه كومبليكيشنز كتير الميسلز مثلا هو كده كده بيتنقل دروب التنهيليشن صح فسهل تلاقيه يعمل لك اوتايتس مين سهل تلاقيه يعمل لك لارنجايتس سهل تلاقيه يعمل لك تراكيايتس يعمل لك برونكايتس كمان الميسلز ممكن يتهبل ويعمل لك يعمل لك نمون هو ده اللي بيتخبط تمام كده ماشي كل الكلام ده كلام فوق اوتايتس مين الالنجايتس تريكايتس ونوكايتس كل ده يعتبر ضمن الابر ريسبيرتوري انفكشن انما اللي بيخوفك اللور ريسبيرتوري انفكشن يعمل لك ايه؟ يعمل لك نمونيا تمام الكلام؟ ماشي الميسلز نمونيا يا اما بتحصل من الميسلز شخصيا يا اما بتحصل بعده بسكندري بكتيريا ايه؟ بكتيريا انفكشن هو نفسه يعمل نمونيا بالذات في الناس اللي بيبقوا اميونو كومبرمايز تمام الكلام؟ يا اما يجي بعده سكندري بكتيريا انفكشن هو اللي يعمل ايه؟ هو اللي يعمل النمونيا خلاص؟ في نوع من النمونيا بيحصل مع الميسلز عشان لو جت في الام سي كيو او سالفه بشكل اسمها هيكتس نمونيا اسمها هيكتس نمونيا تمام الكلام ولا اي حاجه هي نمونيا حصلت مع الميسلز وبالهيستوباثولوجي لقينا في مالتي نيوكليتد جاينت سيل اصلا بتعمل كده يجي يخش على خلايا الخلايا جنب بعض يحصل لص للانترسيلولر ميمبرين اللي موجود ما بين الخلايا وبعضها ومن الخلايا تفتح كلها مع بعضها تبقى واحده جاينت سيل فيها مالتيبل ايه؟ مالتيبل نيوكليتايد فبيسموها مالتي نيوكليتد جاينت ايه؟ جاينت سيل بيسموا الكلام ده ايه؟ مالتي نيوكليتد جاينت ايه؟ جاينت سيل خلاص؟ يبقى احنا ده الكومبليكيشن بتاعتنا الكومبليكيشن بتاع الميسلز الميسلز ان يحصل سبريد للانفكشن سبريد للانفكشن بتاعه كده كده اصلا الفيروس ده تارجت الاورجن بتاعه السكن انما وارد انه يعمل اي انفكشن في اي حته ثانيه فتلاقي اول ريزلت انفكشن بانواعه اوتايتس ميديا لانجايتس تراكايتس برونكايتس والخطر بتاعنا هو الايه؟ هو النمونيا النمونيا لما تحصل منه شخصيا لما تحصل من سكندري بكتيريا ايه؟ سكندري بكتيريا انفكشن خلاص كده؟ طيب بعد سكندري بكتيريا انفكشن لو في نمونيا موجوده
ومعانا في الهيستوباثولوجي مالتي نيجليتد جوينت سيل بيسموها الهيكتس ايه الهيكتس نيو خلاص كده هذا سبريد انفكشن لوكال على السولز بايش ممكن الميزلز يسبريد للبرين ويعمل لك كمان انكيفالايتس تمام كده يحصل له سبريد للسي ان اس ويعمل ايه يعمل انكيفالايتس خلاص في كمان كومبليكيشن من الميزلز مشهوره هي مش مشهوره مشهوره في الاسئله بيسموها سب اكيوت سكليروزنج بان انكيفالايتس بيسموها سب اكيوت سكليروزنج بان انكيفالايتس اكوسيت سب اكيوت سكليروزنج بان انكيفالايتس لحد بيجي له ميزلز والميزلز بعد الانفكشن ب 10 سنين ولا 15 سنه تلاقي واحد جالك بسيفير انكيفالايتس بان وبان انكيفالايتس تمام كلام ماشي تاخد بايوبسي او يفضل ياخد هيستوباثولوجي ويحللها لان البرين تيشو حصل له ايه؟ حصل له سكليروز عشان كده بيسموه سب اكيوت سكليروزنج بان انكيفالايتس تمام كلام ايه سب اكيوت؟ سب اكيوت عشان الانس بتاعته فيري فيري لونج اخد من اول ما جه 10 سنين على ما حصل ايه؟ على ما حصل الباثولوجي ده خد نتفرج على الهاوس في حاله مخصوصه في هاوس معمول على التاب معمول على الصبع يكون سكليروزنج بان بالينج فولايتس عيل شاب كده عنده 20 سنه بدا يجي له الفولايتس النيورولوجيكال دي ايه يجي له اللي هو ممكن يجي له بليجيا حاجات على حسب بقى مطال الضرر يعني فولايتس على حسب الفوكال نيجي ايه المكان الضرر خلاص عيل كان عنده 20 سنه وجاله مانيفستيشن سي ان اس وعاملين يفحروا ويدوروا في الاخر خالص الباشا قال لك ان ده ايه كان ميس من زمان وده عباره عن صبع اكيوت سكليروزنج شخصه ازاي بقى بالينج فولايتس شخصه ازاي ولا اي حاجه بالاكسبلوجن عمال يفحص كل حاجه ما لقاش اخر ما زاد راح مدور على الميسلز لقى خد التيشو بتاع البرين دور على ميسلز فايروس لقى في ميسلز فايروس فراح مشخصه طلع يكون سكليروزنج بان ايه بالينج فولايتس وفحص الدنيا كلها ما لقاش اي حاجه ثانيه رجع بقى بالهيستوري وتاريخ المرض بتاعه حد قال لك كان عنده ميسلز من كام سنه مثلا 10 12 سنه وخلاص الموضوع هو ايه صبع اكيوت سكليروزنج بان بالينج فولايتس فاحنا عندنا الانفكشن بالنسبه لنا يا اما سبريد انفكشن على مستوى الاسبيريشن بكل الانواع اللي قلنا عليها يا اما الانفكشن يوصل للسي ان اس انكفالايتس او مرض صبع اكيوت بيسموه صبع اكيوت سكليروزنج يبان ايه؟ بان انكفالايتس خلاص كده؟ هذا سبريد انفكشن كمان الميسل مش عارف تعرف الكلام ده ولا لا بس الميسل بيبوظ الابيثيليوم بتاع الجسم الميسل والفيروسات اللي بتضرب الابيثيليوم بتاع الجسم بالذات الابيثيليوم بتاع الجي اي تي تجاه سهل قوي يحصل مع الميسلز بعدها يحصل جاسترو انترايتس تمام الكلام ماشي ويحصل تاني حاجه تانيه مشهوره كمان اسمها سكندري لاكتوز انتولرانس حاجه بيسموها سكندري لاكتوز انتولرانس طب احنا عارفين يعني لاكتوز انتولرانس خدناها في البريست فيد ليه بقى سكندري؟ سكندري عشان ده مش حاجه جينيتك مش حاجه ما اتولدتش بيها وكان كويس وزي الفل مره واحده جاله سكندري لاكتوز انتولرانس اللي بيحصل الميسلز بيضرب الابيثيليوم بتاع الجي اي تي الابيثيليوم بتاع الجي اي تي بيبقى عليه حاجه اسمها الكراش بوردر فاكرين الكلام ده؟ الكراش بوردر ده بيبقى مليان بالانزيمات اللي من ضمنها اللاكتيز فلما يحصل قطر في الابيثيليوم اللي موجود والخلايا دي تتضرب بيحصل نص من الكراش بوردر ده للانزيمات اللي موجوده عليه فتلاقي العيل دخل منك في مال ابزوربشن ثلاث اربع اسابيع لحد ما يحصل ريجنريشن للابيثيليوم ايه؟ الابيثيليوم من تاني بس هو مع الميسلز بيسموها سكندري لاكتوز ايه؟ لاكتوز انتولرانس يعني عيل جاي ميسلز وبعدها باسبوعين دخل منك في مال ابزوربشن اسبوع واثنين وثلاثه في الغالب بيكون السبب هو الايه؟ سكندري لاكتوز انتولرانس كف بس انت اللاكتوز في الاكل الفتره دي على ما يحصل ريجنريشن للابيثيليوم وبعد كده الدنيا كلها ايه؟ الدنيا كلها تمام مشكله في الكلام ده؟ يبقى الانفكشن على مستوى الاسبيريشن وعلى مستوى السي ان اس بسيكوالي على مستوى ايه؟ على مستوى جي اي بي يحصل جاسترو برايس او الابزوربشن من السكندري لاكتوز ايه؟ لاكتوز انتولرانس ماشي كومبليكيشن بالمره الميسز ممكن يعمل اوسبايتس خلاص كده اوسبايتس انفلاميشن على مستوى ايه؟ على مستوى الجي ماشي الكومبليكيشن مشهور قوي مع مين؟ مع الميز كل الحاجات دي كومن وبنشوفها خلاص كده؟ بعد كده الكومبليكيشن هنا ريل قليله ريل ريل وبرده الكومبليكيشن مشهوره مع التشيكن ايه؟ مع التشيكن بوكس ماشي ده القصه اللي احنا قلنا عليها طيب تعالى بقى الروبيلا الروبيلا بزياده احنا قلنا بتتنقل ترانس ايه؟ ترانسلسل فممكن تتنقل العيال وتعمل له حاجه اسمها ايه؟ الكونجنتال روبيلا سندروم تمام الكلام؟ الكونجنتال روبيلا سندروم زي التورشن انفكشن كده كلهم بيجوا ميجر مانيفستيشن كلهم شبه بعض اي حد بيجي لك كونجنتال مالفورميشن او تورشن انفكشن او كونجنتال روبيلا سندروم بينزل المانيفستيشن بتاعته يصغر حاجتين ويكبر حاجتين ويعمل عهدتين ويدي لونين خلاص كلهم تورشن انفكشن بالروبيلا يصغر حاجتين بيعمل راس صغيره مايكرو كيفالي وزن صغير اي يو جي ار انتراكاين بروس بروس فاونديشن يكبر حاجتين يكبر ليفر وسبرين ثلاثه وسبرين وميجالي يكبر لينف نود لينفا لينفا دروبس
يعمل عهدين سهل قوي بيعمله كيراتايتس بيعمله بلايندنس الواد ما يشوفش، ممكن يعمله كمان ايه ديفنس ويدوا لينين، ممكن يعملوا بلر عشان انيميا، او ممكن يعملوا ايه او ممكن يعملوا جونس خلاص. لو تورش انفكشن هي ناخده انا برضه في نفس الكلام ده، اي حاجه بتعمل تورش انفكشن واي حاجه ممكن تؤدي كونجنتال روبيلا زي كونجنتال روبيلا سندروم او ما يشبهها البرزنتيشن بتاعتهم كلهم بتبقى ايه بتبقى واحده خلاص. بس اللي يميز ان الروبيلا لما تيجي في حاجه مميزه معاها كمان انها بتعمل بي دي اي بيتا بروتوكول سي بيتا بروتوكول خلاص، مشروعها مع الكونجنتال روبيلا موضوع الايه البي دي اي بيتا بروتوكول سي خلاص. فده الكومبليكيشن المشهوره مع الايه مع الروبيلا. طيب اللي سمع انفكشوزم ده بومارو ده ايوه حلو سمعنا احنا على البارك فيروس بي ان سي يعمل عهدين عهدين ما بيشوفش ما بيسمعش ويدي لنين البالو ايه البالو روجنز ها البارفو بي 19 معلش ممكن اعملكم نعم يعني توش كورس ده انفكشن بيتقال بيتقال تمنيع في التوكسوبلازما الار الروبيلا السي السيتومجال والاتش اللي هو الهربس واللو اثرز اللي هو بيحط فيها السيفلس الار اللي هي الروبيلا واللو اثر بنحطه وراها السيفلس مع السيفلس خلاص ماشي. ومعانا السي السيتومجال والاتش اللي هو الهربس هم دول الفيروسات اللي بيجوا انترا خلاص ماشي. السيما انفكشوزم اللي هو البارفو فيروس بي 19 ايه مشكلته؟ طردوك ليه؟ ايه مشكلته؟ انا قلت هنمي منه والله. البارفو بي 19 ايه اللي ممكن يعمله كوميونيكيشن ممكن يعملها ده مشروب يعمل كام حاجه كده؟ بومر انا قفلت المباراه. البارفو فيروس بي 19 قلنا ان هو ممكن يقدر يكون ايه؟ بومر ويعمل ابلاستيك ايه؟ ابلاستيك انيميا تمام كده؟ ماشي. لو اي حد عنده هيموليتيك انيميا يعملوا فوقها ابلاستيك كرايسيس خلاص لو بدنا بنقوم مره نعمل ابلاستيك انيميا او ابلاستيك ايه؟ ابلاستيك رايس. البارفو فيروس بي 19 لو اتنقل ترانس بلاسنتال يعمل لنا مرض اسمه الايه؟ هيدروبس بارز اه فاكرين يعني؟ يبقى البارفو فيروس بي 19 بيعمل لو بنقوم مره فلو اي حد عنده هيموليتيك انيميا بيلبسه حاجه اسمها ابلاستيك رايس خلاص؟ كمان لو اتنقل ترانس بلاسنتال برضه بدنا بنقوم مره بيلبس العيال في هيدروبس ايه؟ هيدروبس ثالث. البارفو فيروس بي 19 في كومباينيشن مشهوره ممكن يأفكت البيبي ممكن يأفكت الأدلت، فتلاقي الأم وابنها الاثنين داخلين عليك عيانين، الأم بتيجي بأرثرايتس والبيبي بيجي لك بإيه؟ بيجي لك بالراش خلاص؟ فأنت لو جالك عيل عليه الراش بتاع البارفو فيروس بي 19 وأمه جاب أرثرايتس من غير ما تفكر ده إيه؟ ده البيبي بي 19 بيضرب الأم وبيضرب برضه الإيه؟ بيضرب الأدلت، بس البرزنتيشن هنا مختلف عن البرزنتيشن هنا، في العيال الصغيرة بيجيب راش، إنما في الكبار بيجيب إيه؟ بيجيب أرثرايتس خلاص كده؟ ده كده البارفو فيروس بي 19 والكوميونيكيشن بتاعته ما تنساهاش لو انت ريتران هيدروكس فيتاليز لو حد عنده هيموليتيك انيميا يدخله في ابلاستيك ايه؟ في ابلاستيك رايس خلاص كده؟ ماشي؟ طيب بريزولا انفانتوم الكوميونيكيشن بتاعته رير مفيش غير بس الفيبرال كونفرجن اللي تشيكن بوكس نفس الكوميونيكيشن اللي قلنا عليها بتاعت الايه؟ بتاعت الناس هي هي لما النط مش موجوده في الجيش في الكوبار او لا مش خلاص لا اصل النط موستلي تيجي في البيدياتريك الا التشيكن بوكس اللي هو البنسيدا لما يجي بعد كده بالايه؟ بالهربوزيست خلاص؟ البارو فيروس اهو قلنا مين بيجي في الكبار؟ بيجي في الكبار ويعمل ارثرايتس يعني تقريبا الوحيد فيهم ممكن يجي في الكبار ده والريكرنس بتاع ده بيجي في الكبار ويعمل ارثرايتس والريكرنس بيعمل ارثرايتس اه خلاص ولا بيجي في الكبار ما خدناهوش في الموضوع ما خدتوش في ليه؟ لا لا خدناه مش سهل قوي يعني اي عيل هو الواد لو خده بينقله على طول للمظهر الموجود جنبه او الفظر اللي معاه زي جايب ارثرايتس لا بلاش نفسه مش اتش بلاش قصده مش بينفل لا ده فيري بينفل اه ليه بقى؟ لانه جاي مع النيرف ما بيبقاش مع النيرف ان هو ماشي يعني البين بتاع الهيب زوستر بيجي قبل الراش ما يظهر ومع الراش وبعد الراش ما يظهر طول ما النيرف بيهاجم في الفيروس بيهاجم مع النيرف بيبقى بيعمل اريتيشن بيبقى بين شديد للعيان الفيروس قاعد على الديسك الديسك اللي سد بيت وهو راجع برضه عمال يرجع نيرف بس ده السبب اللي بيهاجر عليه فعمل له ريتيشن في السبيل بينه
ماشي احنا ممكن نبين بعدها ويضربوا له شهرين ثلاثه كده بوست هيرمتك نيورولوجي نكمل مع العيال فتره كامله. هنعمل انفستيجيشن ولا ايه رايكم؟ اه بالظبط عشان تشخص مش مهم يعني لانه كلينيكالي خلاص التشخيص بيدي بيبقى كلينيكال. طب بتعمل انفستيجيشن بس للكومبليكيشن خلاص كده؟ اي كومبليكيشن يعني بس شست اكس راي او تعمل حاجه على السي ان اس سي تي ام ار اي اعمل انت عارف. انما موستلي انفستيجيشن للدايجنوزز لا فاكسان لان كده الدايجنوز موستلي معتمد ايه؟ معتمد على الكلينيكال خلاص؟ طيب التريتمنت بقى هنتصرف ازاي؟ طب الاول البروفلاكسس عندنا فاكسين اسمه ام ام ار بيجيب الاثنين دول الميسز والمومس والايه؟ والروبيلا. اول دوز بتاخد عند الشهر كام؟ 2 4 لا 2 4 6 ايه؟ انا بنروح في داهيه. فالام ام ار بتاخد بعد السنه 12 او 13 شهر. تمام الكلام؟ ماشي. ام ام ار اول جرعه بتاخد بعد ايه؟ بتاخد بعد السنه بعد 12 او 13 ايه؟ او 13 شهر. ده له فاكسين ده له فاكسين ده ملوش فاكسين ده ملوش فاكسين والشيكن بوكس له فاكسين بس ما طنش. تمام كده ماشي خلاص كده. ها المشكله مش روتين عندنا انما الروتين عندنا اللي هو الايه؟ الام ام ار خلاص. طيب عايزين نقول ايه تاني؟ الكونتاكت. لو اي حد بقى كونتاكت مع العيال دي هنتصرف معاه ازاي؟ طب لو هات الحاله الاول بعد كده ما تقول الكيس اللي عنده ميسلز هنعالجه ازاي؟ كل العيال بتاع الكلام ده جنرال سبورتيف كلمه راحه وزود بس انتي مونوريتك مع ده وانت بوريتك مع ده خلاص. وانا دول الاثنين بيبقوا معاهم ايه؟ معاهم ايتش حاجه اللي انت هيستعملها ماشي. كل العيال دي ريست انرجيسك وانت بايريتك والهوت فلويدز مع الجود ايه؟ مع الجود نيوتريشن وتزود مع الامراض اللي معاها ايتش تزود عليهم انت ايه؟ انت هيستعملك. تمام الكلام ماشي. وده الكلام الثابت في الكل. بعد كده تقريبا مفيش حد له انت فيرال هينفع معاه غير الشيكن بوكس عشان ده واحد من الهربس والهربس بيجيب معاهم الاسايكل ايه؟ لا سايكلوفين. فتقريبا ده الوحيد اللي ممكن نستخدم معاه انت ايه؟ انت فايرال. تمام ماشي. اه غير كده كلهم سيلف ايه؟ مش سيلف ايه؟ نعم. لا لا في غالب مستخدمش هنا مفيش حاجه بتبقى افكت. نعم الفيرزول انفانتوم اه بس مش سيلكتف لا سايكلوفين مش افكتف عليك ماشي. لا سايكلوفين افكتف على هربس واحد اثنين وثلاثه وعلى هربس خمسه بيبقى سيلكتف عندنا الجان سايكلوفين ماشي. وبعد كده بقيت انت هربس ما بتستجيبش ليه؟ لا سايكلوفين خلاص. فالوحيد اللي ممكن نستخدم معاه هو مين؟ انتي فيرال اللي هو الاسايكل اوفر يبقى كله الريست والانرجيشن والانتي بايريتك والهوت فلويد والجود نيوتريشن حط انتي هيستاميك لو في اتش مع الفارسيلا زوستر بتزود الايه؟ بتزود الاسايكل اوفر خلاص كده؟ ما في مشكله في الكلام ده؟ طيب زائد انك بتعمل ايزوليشن للواد ده انك بتعمل ايه؟ بتعمل ايزوليشن ده هيتعزل لمده قد ايه؟ لا خمسه بعد الميسلز خمسه. تمام كده؟ والجيرنال ميسلز ميسلز والجيرنال ميسلز واحد وصرح التوصيل الجيرنال ميسلز بتعزل ايه؟ بتعزل سبعه. ده ما اعرفش اعزله لان مش عارف انت كيف تبين الاصفر مع الاصفر. ايوه ده بتعزل لحد ده شايف لحد ده شايف خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ يبقى احنا كده بالنسبه للكيس هنعمل الكلام ده هتزود انت هيستامينك مع الاثنين معاهم برايتس تحط الاسايكلوفيد هناك ومع الكل هتعمل ايه؟ هتعمل ايزوليشن لده خمس ايام سبع ايام وهناك لحد ده شيء لحد ده شمعت خلاص كده؟ بالظبط. لسه بقى نقول الميسلز لو انه بيضرب الميسيليم يعتبر من ضمن اهم الحاجات اللي بتتاخد في العلاج بتاع الميسلز انك تدي فيتامين ايه. تمام كده؟ مش الفيتامين ايه يساعد على الريجنريشن بتاع الميسيليم او يزود الهيلث ستيت بتاعك يا اما ان ما يحصلش اصلا باثولوجي اللي هيحصل او لو حصل يكفي ايه؟ يكفي منك بسرعه. خلاص كده؟ من كتر من فيتامين ايه مهم مع الميسلز بقى يتحط كانه سبيسيفيك تريتمنت، كانه سبيسيفيك تريتمنت بتاع ايه؟ بتاع الميسلز، ان احنا ناخد معاه فيتامين ايه؟ فيتامين ايه. خلاص كده؟ بقى في مشكله في الكلام ده؟ هذا كده الكيس، تمام؟ كده كده هيبقى سيلف ريزولفنت وهيخف لوحده وبيدي لونج لايف اميونيتي فسيبه اصلا ياخد الميسلز نفرت بقى. خلاص كده؟ بس الخوف كله بيبقى بين ايه؟ بيبقى كوميونيكيشن. طيب الكونتاكت بقى هنعمل معاه ايه؟ حد كان مع حاله ميسلز عيال صغيره بتاع الحرامه وكان معاهم حاله او حالتين ايه؟ او حالتين ميسلز هنتصرف معاهم ازاي؟ ما خدش معاه بيلبس ماسك. ها؟ بيلبس ماسك عشان نحميه من الانفكشن والدروبلت. مينوجلوبلين غاليه وفاكسانه ده اللي موجود في الكتب. هنعمل ايه بقى؟ ميسلز ولا فاكسين ولا بيلبس ميسلز دي المشكله يعني. هو مره واحده لون جلايك الميونيتي وانت برضه خلاص هو واحد تمام كلام ماشي. سيبه ياخد هيخف هياخد له خمس ست ايام ده بتاع بيبقى لون جلايك الميونيتي ايه؟ ما هي المشكله كلها بس في الكوميونيكيشن.
خلاص فانت لازم تاخد بالك من الكومبليكيشن. سيبه بقى خلاص وعلى كده. ايه اللي احنا ممكن نعمله لو في معانا امينو ايه؟ في معانا امينو جلوبلينز. في ميسلز امينو جلوبلين ممكن ايه؟ ممكن نستخدمها. خلاص كده؟ الميسلز امينو جلوبلين دي هنستخدمها. ايه اللي بتفرق معانا؟ مش قد كده. يعني هي ممكن يا اما تقلل السيفيريتي بتاعت المرض يا اما في بعض الاحوال لو اتاخدت قبل 6 ايام ممكن يقلل ايه؟ يقلل حدوث المرض. لو اتاخدت قبل 6 ايام ممكن تمنع حدوث الايه؟ قبل حدوث المرض. ايه 6 ايام دول بتوع ايه؟ قبل 6 ايام من اول يوم عرفنا ان الحاله دي ميسلز. يعني كان عندي معاها ميسلز، حاله ميسلز زي ده اكتشفنا ان الحاله ميسلز دي يوم الاحد. يبقى انت اول كونتاكت بالنسبه لك مع الحاله بتاع الميسلز انا اعرف كان يوم الايه؟ كان يوم الاحد. خلاص؟ طيب قبل كده انا ما اعرفش، مش جاي بقول لك اه 6 ايام من يوم الكونتاكت لو الاميونوجلوبين اتاخدت قبلها ممكن تمنع حدوث المرض. انما اكتر من 6 ايام بعد الكونتاكت او بعد اول يوم الحاله بتاعتش القصد ما بتمنعش حدوث الريش، الريش كده كده هيظهر بس بتقلل البروجريشن بتاعه، بتقلل الكورس بتاع ايه؟ بتقلل الكورس بتاع الديزيز. عارفين مثلا زي ما بنتكلم على الامانتادين مع الانفلونزا. لو الامانتادين مع الانفلونزا ما بيمنعهاش هو بس بيقلل الكورس بتاع ايه؟ بيقلل الكورس بتاع المرض. عشان كده الاميونوجلوبينز هي غاليه ومش افكتيف قد كده. عاوز تبقى افكتيف لان بالظبط انت ما بتعرفش مده الكونتاكت، ما بتعرفش هو خد الفيروس ده كله بقاله قد ايه. انا عرفت ان حاله ميسلز النهارده فخلاص انا مفترض ان ده اول يوم كونتاكت. ده حاله ايه؟ ده حاله ميسلز مع انه بيبقى انفكشوس من قبلها بخمس ايام. خلاص ممكن يكون ظهر لك ايه؟ ظهر لك من قبلها او جالك من قبلها. فانت بتدي امينو جلوبلينز يا اما نعت لك المرض منعته ما نعتوش يبقى على الاقل هتقلل السيفيريتي وتقلل الكومبليكيشن وتقلل الكورس بتاع الايه؟ تقلل الكورس بتاع الديزيز. خلاص كده؟ ماشي؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ طيب الروبيلا المشكله الاساسيه بتاعتها يجي في عيال صغير ما يجي مش مشكله، المشكله انه يجي في بريجننت فيميل. مش كان يجي في مين؟ في بريجننت فيميل. عشان كده الفيميل مع الروبيلا بيبقى لها تعامل خاص. ماشي؟ الفيميل مع الروبيلا لو الفيميل دي نون بريجننت سيبها تاخد الروبيلا. لو الفيميل دي نون بريجننت نون مارد سيبها تاخد الايه؟ سيبها تاخد الروبيلا. تاني لو الفيميل لسه ما اتجوزتش سيبها تاخد الروبيلا. طب الفيميل لا لو خلينا الاول ما اتجوزتش عشان بعد جواز في كلام تاني. يبقى الفيميل لو لسه عمرت سيبها تاخد الايه؟ سيبها تاخد الروبيلا. لو تطول تجيبها تقعدها مع العيال بتاعها الروبيلا وتقفل عليهم قعدها. تمام كده؟ ليه؟ عشان انا خايف بعد كده من كونجنتا روبيلا سندروم. لما تاخد الروبيلا دلوقتي تكون انتي بودز احسن ما تاخده في البريجنسي ويجي لك عيال في المصايب. خلاص كده؟ فلو فيميل عمرت خليها تاخد الايه؟ خليها تاخد الروبيلا. لو الفيميل بقت مارد سيبها تاخد الروبيلا او اديها الفاكسين بس بشرط انها ما تحملش ظرف 3 شهور. خلاص لو الفيميل مارد بس لسه مش بريجننت تسيبها تاخد الروبيلا يا اما نديها الفاكسين بس عشان انها ما تحملش في ظرف ايه؟ ظرف على فكره موضوع 3 شهور ده اتغير دلوقتي بقى شهر واحد بس. ماشي بس لسه موجود في كتب كام؟ 3 شهور. خلاص كده؟ ها؟ انما لو 3 شهور من الفاكسينيشن او من فتره انها تاخد الانفكشن. خلاص؟ يبقى لو كانت مارد زي ما اتفقنا تسيبها تاخد الانفكشن. لو مارد ما حملتش يبقى تاخد الانفكشن او ده الفاكسين بس بشرط ان ما يحصلش اي كونسبشن في ظرف 3 شهور الجايين. خلاص كده؟ طيب اخر حاجه لو هي بقى بريجننت ولقطت الانفكشن. لو هي بريجننت ولقطت الانفكشن لا روح انت تقيس الاول الانتي بودي تيتر اللي عندها. ما انا ما اعرفش هي خدته قبل كده ولا ما خدتوش. تمام الكلام؟ تقيس الانتي بودي تيتر اللي عندها. لو عندها كميه انتي بودي عاليه بس يبقى لقطت الانفكشن يبقى الانفكشن هيعدي للعيان. تمام الكلام؟ لو ما عندهاش انتي بودي الليفل بتاعها مش عالي يبقى في الغالب التيت بتاع الانتي بودي طالما ما بيعلاش وهي خدته قبل كده وبقت اميون. انما لو لقيت التيت بتاع الانتي بودي بيعلى معاها يبقى في الغالب هي لقطت الانفكشن دلوقتي والاورجانيزم موجود عندها. فبنعمل ايه؟ في ميد البريجننت لقطت الروبيلا ما كانتش اميون المفروض انك بتعمل ابورتات تخيرها بس الصح انك تعمل ايه؟ انك تعمل ابورشن قانونا مسموح وشرعا في مصر مسموح. موضوع ايه؟ موضوع الروبيلا. خلاص كده؟ رفضت انها تعمل ابورشن والحل الاصلح للابورشن. رافض انها تعمل ابورشن سيرتك تعمل ايه؟ تبدأ الميونوجلوبلينز بس مش افكتيف على الاطلاق هي وحظها لك. الولد زي ما ينزل. الولد اللي بيجيب كونجنتا روبيلا وبينزل ميت ممكن يسقط ابورشن لوحده ممكن ينزل ميت ستيل بيرس او ينزل عايش بس الكومبليكيشن اللي احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا عليها. خلاص كده؟ قصه الروبيلا لو قام مارد سيبها تاخده لو مارد سيبها تاخده او اداها الفاكسين بس بشرط ما فيش كونسبشن لو ظرف 3 شهور بعد 3 شهور لو كانت بريجننت شوف الليفل بتاع الميونوجلوبلين لقيت فيها سسبشن المفروض انك بتسقط وما رضيتش تبدأ الميونوجلوبلين وهي من مصيرها بقى. خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ ماشي يا طيب انا حاسس انك عايز تسال حاجه. هو انا ليه هسيبها تاخد الروبيلا؟ ما انا بديها فاكسين والفاكسين برضه مش بدي لايف لونج. بس محتاج منه بوست كل فتره عشان الليفل بتاع الانتي بودي بيقل في الجسم.
انما الانفكشن مش بتاع المرض سيبك من الانفكشن بجد يعني لو ما خدتش الانفكشن بجد خلاص ما عنديش مشكله يعني هم خدتوش سيبها تبدا وده ده شيء طب لو خدته لا هي لو خدته قبل كده عندها فاكسين احمد نعم فاكسين احمد وأمن مش مشكله يعني ليه سيبها تاخد الانفكشن بتاع الفاكسين وقت عشان هي لسه متجوزه مش فاهمه معايا سيبها تاخد المرض يكون لايف لونج اميونتي على مستوى الانتي بودز الانتي بودز اللي بتطلع الانتي بودز الجسم يكونها مع الانفكشن تبقى احسن افضل انتي بودز الجسم يكونها مع الفاكسين يبقى ايوه عايز منها دي بس الفاكسين بيبقى جزء من الاورجانيزم او الاورجانيزم مقتول فبتبقى الحرب اللي بتحصل ما بتبقاش قويه فبتلاقي ليفل كده كده الجيم سيستم داخل معركه كسبان فكده كده بيكون كيميك انتي بودز نفس الموضوع انما لما يكون في انفكشن نفس المعركه الحرب بجد اشتغل حلو عشان نطلع انتي بودز كويس ماشي البرو فيروس بين 19 هنعالجه ازاي ولا اي حاجه نفس الكلام اللي هو الجنرال وخلاص وعلى كده ملوم على السايس بتاعها مسكنات الريزولا انفلتر اهم حاجه بس انتي بايريتك اهم حاجه انتي بايريتك بجرعات عاليه عشان ما يخش منك في الفبرايل ايه الفبرايل كونفرجن بعد كده العلاج بتاعه عادي والتشيكن بوكس قلنا هنحطه معاه مين لا سايكل ايه لا سايكل خلاص كده هذا الفايرال انفكشن اللي بتعمل ايه اللي بتعمل ريش ماشي يا قوم اول اربعه اللي بيعملوا مكن الفبرا ريش والتشيكن بوكس الوحيد فيهم اللي بيعمل ايه ذكروا بابرا في دورة ينفكش التاني بيعمل ناش بيعمل ناش اللي بيشتغل مال فيروس اللي بيعمل مرض اسمه ايه انفكشوس مونونيكلوزس تمام كده ماشي انفكشوس مونونيكلوزس اللي بيشتغل بره هو هيبس رقم كام؟ رقم 4 ماشي لو بيشتغل بره فيروس هو هو الهيبس كام؟ الهيبس 4 الانفكشوس مونونيكليوزس الاورجانيزم خلاص هو اللي بيشتغل بره فيروس المود اوف ترانسميشن بتلاقي بالدروبلت بس الدروبلت مش قوي قوي عشان بيحتاج هاي دوز من الاورجانيزم تمام كلام؟ المين مود اوف ترانسميشن بتلاقي بالايه؟ بتلاقي بالسايفر تمام كلام يبقى المين مود اوف ترانسميشن بتنقل بالايه بالصلايفة عشان كده بيسبب المرض ده اصلا الكيسنج ديزيز ليه لانه محتاج اماونت عالية من الصلايفة عشان المرض يتنقل من حد الايه من حد الحرش خلاص كده طيب البريسبوزنج فاكتور عادي زي اي فار انفكشن بتنقل بالدروبلت اوفر كراودنج والباد هايجين القصه بتاعته دي طيب الانكيوبيشن بيريود فيروس يبقى من الاسبوع لثلاث ايه ثلاث اسابيع خلاص الانفكتيف بيريود بتاعته مش ايه مش معروف طيب الكريكال فيكشر بتاعنا اللي بيحصل مع الفيكشرز وين النكيوزس ايه الكريكال فيكشر اللي بيجي بيها ها اللي هو فيفر ماشي الجنرال بتاعه البرودروم فيفر وغيرك والريكزوماليس واللوكال بيجي فارنجايتس الى حد كبير بيشبه التونسلايتس ودي مشكله مع الهوشيمر فيروس احنا في الغالب معظم لازم نشوفه هتفتكر ان هو تنسايتس عاديه اللي هي البكتيريا بتاع السيرت بتاع السيرت بيولوجي فهو بيجي فرنجايتس عاديه او تنسايتس فيفر وسور ثروت ودسفيشيا واللارجست سبارجل لينفنود زي تنسايتس عاديه تمام كلام امال نفرقهم عن بعض ازاي مميز قوي ان مع الشامبر فيروس الليمفا دينوماسي بتبقى جنراليزد وبنلاقي معاه بالينوما خلاص كده ان الشامبر فيروس نفرقه عن تنسايتس عاديه او تنسايتس عاديه ازاي كده كده جايب نفس البرزنتيشن الفيفر والسور ثروت ودسفيشيا والقصه بتاعت تنسايتس زائد سيرفايكال لينفادينوباسي زيه زي اي تنسلايتس عاديه او زي اي فارنجايتس ايه اللي هيخليك تعرف ان ده مش شامبر فيروس؟ ايه اللي هيخليك تعرف ان ده مش شامبر فيروس؟ موضوع اللينفادينوباسي حط ايدك على اي حته ثانيه لينف نود هتلاقيها برضه كبيره لانه بيعمل جنرالايز لينفادينوباسي حس الاسبرين بيعمل اسبرين ايه؟ اسبرينوميك خلاص كده؟ المشكله في الكلام ده ولو ما عرفتش كده وافتكرت انه بكتيريا عادي وديته امبسلين او ديته منسلينات هتلاقي يظهر معاه ماشي من ضمن الحاجات البصمونه اللي بيشتغل بها فيروس ان بيظهر معاه مكن وبابل قلاش لو افتكرته بكتيريا وديته امبسلين خلاص كده مشهور قوي الكلام ده معاه لو اشتغل لك حاجه بصمونه كلوب يعني انت تونسلايتس شفتها او فرنجايتس وشكيت ان هي بكتيريا وديت امبسلين ظهر ريش وش دي بيشتغل بها فيروس خلاص كده يبقى من الحاجات الدياجنوستيك اللي بيشتغل بها فيروس لما بيجي فرنجايتس عاديه زود عليه جنرالايز لينفادينوباسي فبلاش السرفايكل كده كانت تبقى كبيره ان الانفكشن هنا اعمل بقى اكزيلري اعمل انفايلنت هتلاقي في جنرالايز لينفادينوباسي وكمان هتلاقي معاه ايه اسبرين ده حاجات مميزه خدت بالك ما خدتش بالك ويبتدي ان بيسلم هيظهر معاه ريش ماكرو بابلر ايه ماكرو بابلر ريش
فكره هو بيتحط من ضمن الديفرنشال دايجنوست بتاع الماكرو بابل ايه؟ بتاع الماكرو بابل ايه؟ ماشي يا قوم الريبرزنتيشن بتاعه اكتر حاجه بتخوفنا فيه الاسبليونوميجال عشان الاسبليونوميجال يبقى كبير يبقى صوف سهل قوي انه يربشر من اي خطر عشان كده العيال الصغيره او حتى الكبير اللي بيجي له غشام بارفيروس لازم يتمنع من اي كونتاكت تروما او كونتاكت سبورت بصرف الايه؟ الشهرين ثلاثه الجايين خلاص كده؟ اهم معلومه في الغشام بارفيروس الاطلاق هي دي انه هيموت من ربشر الاسبرين اي خطه بسيطه اي خطه بسيطه عشان الاسبرين كبير وصوف سهل قوي انه يحصل له ايه؟ انه يحصل له ربشر فلو عيل بقى صغير او حد كبير بيلعب اي كونتاكت سبورت اي حاجه سهل انه يحصل له فيها تروما لازم يوقفها في ظرف ثلاث ايه؟ ثلاث شهور الجايين دول خلاص كده؟ ها مشكله في الكلام ده؟ طيب ايه الكومبليكيشن؟ كلام فاضي واشاره ممكن الاسبرين ايه؟ الاسبرين ممكن يعمل لك عادي اسبرات تراك انفكشن بانواعه بلايتس ميديا وبلايتس وبعد كده ممكن يعمل لك برضه جاسترونترايتس احيانا والاشهر كومبليكيشن بتاعته هو الاسبرين ايه؟ الاسبرين الانفستيجيشن بتاعته CBC ايوه ده بس ده الهرمون سبوت تيست تمام كلام او اللي بيسموه الاسم تاني او تيست تاني نفس ايوه اسمه هو البانل ايه؟ هو البانل تيست خلاص كده؟ يبقى لو سمر فيروس انفستيجيشن هتعمل سي بي سي هتلاقي فيه ليمفوسايتوز ليمفوسايت كتير بس للاسف بيسموها اتيبيكال الليمفوسايتوز الليمفوسايت بتكتر بس بتكون اتيبيكال ليه اتيبيكال؟ لان الستاينبار فيروس اصلا بحرف بي التارجت بتاعه البي ليمفوسايت تمام كلام؟ بيروح يخش في البي ليمفوسايت ويكسبريس الانجين بتاعه عليها يطلع الانجين على السيرفس فتبقى الليمفوسايت دي غير الليمفوسايت العاديه بتاعتها هنعمل ليمفوسايت كتيره في الجسم عشان رياكشن من الانفلاميشن اللي حصل بس شكلها مش المنظر العادي مش المنظر الطبيعي ده بيسموه ايه؟ اتيبيكال ليمفو ايه؟ ليمفوسايتوز فانت لما تعمل السي بي سي مع العيان ده هتلاقي معاه اتيبيكال ليمفو ايه؟ ليمفوسايتوز هو اللي ماسك عليها لا الفيروس جوه وعمل اكسبريشن للانجين بتاعته على السيرفس الانجين بتاعته هي اللي حصل لها اكسبريشن على ايه؟ على السطح من بره خلاص؟ طيب فبيسموه اتيبيكال ليمفوسايتوز شفت المنظر ده؟ بيقول لك انت بتشك في انفكشوس مونو بيوزس تروح تتاكد الدياجنوز بالتستين تون المونو سبوت تيست وعندنا البول بانل البول بانل تيست تمام كلام ماشي ايه فكره التست ده ولا اي حاجه ايوه ان اللي وصل بار فيروس الانجين بتاعه شبه الشيب ار بي سيز في انتجين موجود على الشيب ار بي سيز او بتاعه المعيز ماشي بتاع توكسين خلاص 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 بقى زهقت الانجين اللي موجود على الشيب ار بي سيز شبه اللي وصل بار ايه شبه اللي وصل بار فيروس فلما نيجي نعمل دايجنوزس ما بنوجعش دماغنا بقى نقعد نحضر الانجن بتاع الانسان فيروس ما سهله سهله قوي بيحطوا سينا ويستنى الانجن بتاعه خلاص كده فانت بتجيب الكلام ده بيسموه طالما انجنات شبه بعضها بيسموها الانتينوفيل الانتينوفيل انجن خلاص فاحنا بنجيب الشيء ابوسيس بنجيب دم العيان عشان تشكك ان هو عنده الانسان فيروس شكل عنده الشامبر فيروس فبجيب من الدم بتاعه اكيد هو لو هو عنده شكك في محله هيبقى عنده انتي بوديز ضد الشامبر فيروس خلاص فانت بتجيب الشيب ابريسيز وبحط عليها البلازما بتاعت العيان لقيت حصل اجلوتينيشن يبقى فعلا العيان عنده الشامبر فيروس ما حصلش اجلوتينيشن يبقى رحت اقول لك على انفكشن تاني خلاص كده البول بانل تيست والمون سبوت تيست الاثنين نفس الفكره بس واحد بيتعمل على شريحه واحد بيتعمل في انبوبه مش فاكر مين ومين المهم ان هو واحد على شريحه واحد ايه واحد كل شيء بره بس واحد في انبوبه بس واحد هيك واحد على الشريحه خلاص كده في مشكله في الكلام ده هذا الانفستيجيشن ايه الانفستيجيشن بتاعته طب التريتمنت بتعالج ازاي؟ سبورت لا سبورت واهم حاجه انك تكون تاكل ما فيش حاجه سبيسيفيك في العلاج ما في اي كوميونيكيشن نبدا ايه؟ نبدا نعالج كان احمد ميكا ما شفتهاش احمد ميكا كان عنده هو ده المرض اللي كان بيقول مدوخين وبيقول رير وبتاع ايه اللي رر هو ده عشان زيوف سايتوز ما هو اصلا هتلاقي كلهم مشوا بسكه زيوف سايتوز ايوه الكومبينيشن بتاعت ممكن يعمل زيوفايتوس ممكن يعمل بين بومور سوبريشن بين موبايلز بين موبايلز بين موبايلز بين موبايلز نعم ما صفيه يد بتبقى لا عادي بس هو هيك هيك بتضرب لا انه ليه تلاقوا مش ريت ريت في اليونيك هذا يجيب انفن حد اكبر من كده لو تركوا في اثنين بتضرب عادي بتضرب بتضرب بس اكثر لود البلد اثنين بيصرفوا خلاص هو سموه الكيس الانجليزي عشان قالوا ان هو سوشيال كونسيومر
خلاص كده فالعيال بتاعك كله سبورتيف وانت بتستنى بقى رحمه ربنا بقى ان ايه ان ابويا يبدا يقف معاك. طب ده كان لا هو بقى خلاص كده خدنا الفيروسات اللي بتعمل رش بتبص بقى على اي فيروس ما بيعملش رش تاخد مثلا البوليو ولا المامس ولا المامس هيروح فينا بقى ناخد الاثنين مع بعض يلا انا ما هدهاش المامس الاورجانيزم تاخد بتاعك كده على فيروس المامس الاورجانيزم اسمه ايه؟ اسمه المام العيله بتاعته اسمها ايه؟ حد يعرف؟ باراميكس العيله بتاعت المامس اسمها باراميكس وايه؟ باراميكس وفيروس هذا الاورجانيزم المود اوف ترانسميشن بتنقل ازاي؟ كله شبه بعض دروب دروب دينامكس سواء كان دايركت او اندايركت البريسبوزنج فاكتور نفس الكلام عيل صغير مناعه ضعيفه اوفر كلاودنج لو سوشيو ايكونوميك كلاس اور ايه بادو هايجين خلاص؟ طيب الانجويشن بيدي بتاعته كام؟ الأسبوع الثالث أسابيع خلاص كم تقعد تسوق على كمان هتيجي كل كتير بتاعته الأول جنرال لوك البيدرو فيفا وهيدي كمان الزيو ماريس وما بس كمان ممكن يجي معاه ثلاثة سي ممكن يجي معاه كافو كرايزا ولا إيه وكونجرت فايكس خلاص بعد كده يجي بقى لوك اللي لوك مانيفستيشن أي فيروس في الدنيا أي فيروس في الدنيا المكان ما دخل يشوف الإي بي سي اللي موجود في المكان يفضل قاعد فيه شوية ويعمل موديفيكيشن ويظبط كده بعد كده يدور على الفلود اللي موجوده في المكان وبرضه يعمل موديفيكيشن ويعيش شويه بعد كده يسيب الكلام ده ويروح للدم ويعمل لك مرحله الفايرينج مرحله الفايرينج هي دي اللي بنشوف بيها قصه الايه؟ قصه البرودروب اللي هو فيفر وهيديك واناليز وماليز يفضل شويه في الدم كده يعيش وبعد كده يقول لك بس انا كده قضيت مهمتي عاوز اشوف التارجت اورجن بتاعي اللي انا رايح كله فيروس بعد ما يوصل للدم يفكر بقى يشوف التارجت اورجن بتاعه مين المامبس كل اللي فات ده كان التارجت اورجن بتاعه السكن عشان كان يروح يعمل ريش خلاص انما الشامبا فيروس التارجت اورجن بتاعه كان البي لي ايه البي لينفوسايت هنا المامبس التارجت اورجن بتاعه رايح يضرب مين السليفري السليفري جلاند هو ما يعرفش اي حاجه في الدنيا غير انه يضرب السليفري ايه السليفري جلاند عندنا ثلاثه عندنا الباروتيد والصم الدبلر والسبلينجوال جلاند لما هيضرب الباروتيد ده الموست كومن اللي بيجي بيه تعمل لك الايه؟ بتاعت الباروتايتس تمام كده؟ وده المرض بتاع الايه؟ بتاع المرض موستلي بيضرب الباروت الايه؟ الباروت الجينات ممكن يضرب الصم الدبلر اه بس قليل ممكن يضرب الصم الدبلر اه برضه بس ايه؟ بس قليل انما موستلي لما بيضرب الباروت الايه؟ الباروت الجينات خلاص؟ لما يحصل بقى الباروتايتس المانيفستيشن الواد هيجي بايه؟ لما يحصل الباروتايتس الواد هيجي بايه؟ بالظبط ميلي بيجي بالسويتس تمام الكلام ماشي فانت هتلاقي باروت السويلنج بيحصل فيها شويه انفلاميشن الايديما وبتاع فتلاقي الباروت تبدا تروح خلاص الباروت السويلنج اول ما بيبدا الباروت السويلنج بيبدا في المنطقه اللي موجوده بين الماندبل وبين الاسترنوموسوس مصر هي المنطقه الفاضيه دي فاول السويلنج ما يبان في المنطقه دي اللي موجوده بين الانجل بتاع الماندبل وبين الاسترنوموسوس وبعد كده السويلنج يزيد فان المنطقه دي كلها بعد كده اهم حاجه في السويلنج اللي بيعمل الليفيشن الليديول بتاع الايد السويلنج بتاع الباروت الجلاند الباروتايتس الوسط بتاعه مهم ان اول ما بيبدا السويلنج ده بيظهر في المنطقه الفاضيه ما بين الانجل وزماند وما بين الاستنوموسلويد بعد كده يبدا يملى المنطقه دي كلها يكبر لحد ما يلاقي الليديول بتاع الايد فيزق يرفعه فيعمل ايه؟ الليفيشن الليديول بتاع الايه؟ الليديول بتاع الايد خلاص كده؟ ماشي؟ ده بيحصل بعد الفاهم؟ ايه؟ بيحصل بعد الفاهم وبعد كده يبدا يحصل الكلام ده خلاص كده؟ ماشي طب السويلنج عرفنا مكانه فين في الغالب بتاع المامبس بيجي يونيلاترال وبعد كده ممكن الناحيه الثانيه تبقى افكتد انما في الغالب مصر بيبدا يونيلاترال ياخد باروت واحده بس وبعد كده الثانيه تبقى افكتد وراها يعني يومين ثلاثه وتلاقي الثانيه ظهرت وراها خلاص السويلنج زي ما قلنا اهم حاجه بيعمل الفيشن للدور بتاع الايد السويلنج ده يبان اكتر لما تكز على اسنانك وتعمل كلينشنج للتيس يعني السويلنج يبان يحصل له بروميننت تمام كده يختفي لما تفتح بقك ليه؟ لان السويلنج فوق العضلات فوق المسيطر فانت لما تعمل كرنش جلديس المسيطة بتضخم فتزوق الايه؟ فتزوق العضله لبره، تزوق السولنج ايه؟ السولنج لبره، يبقى السولنج ده بيزيد مع الكلينشنج والزاتيس وبيقل مع الاوبننج بتاع الايه؟ مع الاوبننج بتاع النفس، خلاص كده؟ ها؟ في مشكله في الكلام ده؟ هبقى وصف السولنج بتاع الباروت ده ايه؟ بتاع الباروت الجلال، هل احنا قلنا خلاص الموضوع يكون السولنج ده موجود وبيكبر وبيظهر مع العين، هل بيبقى بينفول ولا لا؟ السولنج بتاع الباروت في الباروتايتس مع المامبس ممكن يبقى بينفول ممكن ما يبقاش بينفول. يعني مش شرط خالص انه يكون ايه؟ قد يكون بيفكت، تلاقي العيال جاي لك بورد قد كده توجعك يا ابني لا ما بتوجعش، تمام كده؟ او ممكن تلاقي العيال جاي وايه؟ وبتوجعك، ايه الفكره؟ الفكره هل اللارجمنت الحق الفكره هل اللارجمنت ده
حصل بسرعه درجه ان الكبسول حصل له ستريتش مره واحده من غير ما يبقى فيه حاجه جرادوال، من غير ما يلحق نفسه ويتمدد، ده لو حصل صابن ستريتش للكبسول والالوجن حصل بسرعه ده اللي يخلي الموضوع بينفك. انما لو السويلنج ماشي بتدريج والكبسول عمال يستريتش معاه براحته في الغالب ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه بين. خلاص كده؟ ده كده البرزنتيشن بتاع الايه؟ بتاع البوربايتس. ماشي؟ مشكله في الكلام ده؟ ده الموست كومبلكس. ممكن يجي لك الموضوع بسمى ديبلر، بسمى ديبلر جنرال تبقى افكتد، بس لو جه بيكون الموضوع الديوريشن اطول، يعني على ما يوصل للسويلنج وعلى ما يختفي بياخد وقت ايه؟ وقت اطول. ولو في بين، البين بيبقى اقل من موضوع الايه؟ الموضوع البروفي كده. السبلينجوال برضه ممكن تحصل، بس ايه؟ بس ليه؟ السبلينجوال عشان صغيره ممكن لو تحصل السبلينجوال بس ممكن انت اصلا ما تشوفش في الروتن او ما تشوفش في المامس وشيك في سب منتال لينفادينومس، لما ما يكبرها ريسبتد من هنا هم اصلا حجمهم صغير، فمجرد ما يكبروا تحس ان هم شبه الليمف نود، فممكن تحس ان هم ايه؟ سب منتال لينف ايه؟ لينفادينومس. فلازم تبقى واخد بالك لما تلاقي سب منتال لينفادينومس ممكن الموضوع يكون هم غير صحيح، بس وارد ان يكون مامس بس عامل افكشن لمين؟ الصب لينجوال لينفي الصب لينجوال سيريبري سيريبري جرام. خلاص كده؟ طيب اهم حاجه في موضوع المومبس والباروتيد هو الديفرنشال دايجنوستس بتاع الباروتيد ايه؟ بتاع الباروتيد سويلنج. لما تلاقي عيل صغير حتى حد كبير جالك الباروتيد سويلنج، ايه الديفرنشال دايجنوستس اللي هتفكر فيه؟ اول حاجه هتحطها لمين؟ المومبس بالوصف اللي احنا قلنا عليه. تاني حاجه تفكر فيها الباروتيد ابسس بالذات مع الناس الكبيره اكتر. ممكن كمان تحط في الديفرنشال دايجنوستس بتاعنا حاجه اسمها الميكوليكس سندروم. عدى عليك في الفورمولوجي الميكوليكس سندروم عدى عليك في الفورمولوجي؟ لا مش مهم. في حاجه اسمها كمان يوفيال باروتايتس. حاجه اسمها اليوفيال باروتايتس. احنا بنفكر في المامس، بنفكر في الابسس، بنفكر كمان في الحاجات المشهوره باروتن ستون، بنفكر في اثنين اوتو ايمون ديزيز ميكوليكس سندروم واليوفيال باروتايتس. في حاجه اكيد عدت عليك في البطنه الانديميك، الانديميك باروتايتس. تمام الكلام؟ ماشي؟ ميكوليكس ميكوليكس سندروم. خلاص؟ الديفرنشال دايجنوز بتاع الباروتايتس سويلينج بتفكر في الكلام ده. المامس هنعرفه ازاي؟ السويلينج عامل اجريسي اللي هو تعليق اي باروتايتس سويلينج هيعمل كده. هنا ممكن يبقى بيت ممكن يبقى لا بيظهر اللاترال وبتلاقي معانا بقيه المانيفستيشن بتاع الايه؟ بتاع الباروتايتس. خلاص؟ مين تاني بتفكر فيه؟ الباروت ابسس. ممكن تكون المومبس الغده باروت كبيره عشان فيها ايه؟ عشان فيها ابسس. تمام الكلام؟ طب هنعرف الابسس ده ازاي؟ احنا بنقيس الابسس ازاي عن الباروت العاديه بتاع المومبس؟ ايوه سروبنج بين. طب هو في ابسس يبقى احنا بنقول سروبنج ايه؟ سروبنج بين. حاجه ثانيه كمان افتح كده البوك وبص على الباروت الضغط هتلاقي بتقوز بص هتلاقي جايبه ايه؟ جايبه بص مش ابسس. ده اللي يميز الابسس ان الموضوع البين اللي فيه هيبقى سروبنج بين. الحاجه الثانيه انك هتلاقي الدكت عماله بتوز ايه؟ عماله بتوز بس. خلاص كده؟ ده اللي يميز الابسس. طيب لو كان في باروتيد ستون هنعرف ازاي ايه؟ يعني السويلنج ده من الستون هنعرفه منين؟ مفيش بقى مفيش السلايفه بقى. مفيش سلايفه؟ مفيش بوله ثانيه، مفيش باروتيد ثانيه. بيكون في يعني في دراي ماوس. بيكون في يعني الدكت. لا بيكون طالع بره كده. لا دراي ماوس؟ لا لا جنب الوضع لا. ما هو سبيلتي قلنا لا. احنا قلنا في غده ثانيه شغاله وفي صرف ديبلر وصرف جوال شغالين. اللي شفتوه في ميزه قوي مهمه ان السويلنج انترميتر. السويلنج شويه يظهر وشويه يختفي. لو السويلنج قفل الضغط خالص هتلاقي السويلنج يتجمع، السكريشن تتجمع والغده تكبر. انما لو الضغط لو السويلنج اتحركت سنه والضغط فتحت وصلبت هتلاقي السويلنج يختفي. حاجه مهمه ان السويلنج بيكون ايه؟ بيكون انترميتر. خلاص كده؟ حاجه كمان انك اصلا ممكن تحس الستون نفسها البارود الضغط لما تعمل كلينشنج للماوس او تعمل كلينشنج للمسيطه على انتيريور بوردر بتاع المسيطه ممكن تحس البارود الضغط. تمام كده؟ تعمل كلينشنج للماوس كده تعالى على انتيريور بوردر بتاع المسيطه في الميدل تحسها كده. لو حسيت كورد لايك استراكشر تحت ليك هو ده البارود الضغط. تمام كده؟ البارود الضغط دي لو فيها ستون ممكن تحس الستون. شكل على اسنانك تعالى على الانتير بوردر بتاع المسيطه في النص كده ودور لو لقيت كورد لايف ستراكشر تحت ايديك يبقى دي البارود الضغط. تمام ده احنا مش بنلاقي ماشي خلاص يبقى ده هتلاقي البارود الضغط. خلاص كده لو بقى ستون ممكن الستون ايه؟ ممكن الستون. خلاص كده؟ يبقى الستون
انترميتنت السويلنج بيروح ويجي ممكن تحس انت السون على ايه على طول لك حسيت الميكوليتس سيندروم بنعرفه ازاي الميكوليتس بتلاقي ذكري وادرينيتس افكشن لكن الجرام بيروح مع بعض فانت بتلاقي برضه السويلنج وتلاقي هنا الذكري ايه ذكري ادرينيتس موجود خلاص كده اللي هو اللارجمنت لكن من ايه لكن من الجرام اليوفيال بارتايتس بروث الكبيره والولاد اللي معاه يوفيال انفكشن ايرايتس عارفين الايرايتس بتاع السنه اللي فاتت ايرايتس على طول بس معاها ايه معاها بارتايتس الايديوميك بارتايتس اي حد عنده هايبو ادمينيا في الجسم بقى سواء ليفاس بلوزس اي حاجه من الحاجات دي برضه ممكن يجي له ايه ممكن يجي له بارتايتس خلاص ده الديفرنشال دايجنوز بتاع البروث ده ايه بتاع البروث اللارج ماشي خلاص كده مهم قوي الاسس ومهم قوي قصه الايه قصه الاستوم وكمان برضه موضوع الايديوميك ايه موضوع الايديوميك بارتايتس خلاص ايكم بالهومس ايكم بالجيش اللي متكسر مع المومس بانكيراتايتس الاشهر كلمة بوم بانكيراتايتس كوركايتس والمنجايتس والانكفالايتس خلاص البانكيراتايتس مشهورة على فكرة مع عيال صغيرة بتيجي وبتيجي كتير بعد المومس الاوركايتس بتيجي والاوفرايتس كمان تيجي بالفيميل عندنا كمان الايه المنجايتس او المنينجيو انكفالايتس الموفايرا انفكشن غالب الفيروسات بتعمل ايه مقاسه المنجايتس يا اما تعمل لك الايه الانكفالايتس خلاص كده نعم جدا النكافيه جدا النكافيه البي بانكيراتايتس الاو اوركايتس واوفرايتس والام المنينجيو منجيو انكفالايتس خلاص كده البانكيراتايتس مشهوره تيجي على العيال الصغيره خدتوا بكاتس بقى في البطن وبيجلس البين بيسمع لورا الواد بيبقى عنده سيفير نيوز اوف فومتنج بياخد الاكل كله بتشك في اللايبيز ولا ايه؟ صعب قوي انك تسلم لان الكبسول بتاع المرض ستريتش حاجة تانية كتير بتبقى ليه؟ يعني ممكن يعمل كوميونيكيشن تاني ليه زي تاكل ادرينيتس، ممكن يعمل لك مش عارف اسرايتس، ممكن يعمل لك روبايتس، ممكن يعمل لك زبلوميجاني، ممكن يعمل لك جاسترونترايتس، حاجة تانية كتير كده، انما الموست كومن بتاع المومبس انه يعمل لك بانكيراتايتس، اوركايتس او اوفرايتس، يعمل لك برينجو ايه؟ برينجو انكفالايتس. البانكيراتايتس تيجي في العيال الصغيرة في الغالب، تيجي بالبرزنتيشن المشهور بتاعنا، عادي البرزنتيشن بتاع البانكيراتايتس يبقى جاستر بين وبيسمع على الظهر ومع سفير نوزيا ومع سفير فومتنج وما بيكونش اي حاجة خالص. متشخص طبعا بالاميليز العالي والبايليز العالي او بتعمل سي تي عشان تشوف الانفلاميشن اللي حوالين ايه؟ حوالين المكناس والعلاج بتاعه بيجرس العلاج بتاع سبورت ما بتعرفش تعمل لها حاجه انت بتدي له فلويدز بتعالج من البين وربنا يتولاه ورحمته بقى خلاص كده؟ ماشي ده موضوع المانكيراتايتس طيب الاوركايتس او الاوفرايتس انفلاميشن البانيكما سواء بتاعت التستس او البانيكما بتاعت الايه؟ بتاعت الاوفر خلاص كده؟ طب التستس هتبان يعني حاجه بتبقى تستمر هتلاقي التستس هوت وريد وتندر وانفلينت تمام كلام المشكله بقى مع الاوركايتس ان ممكن سهل قوي يحصل انفيرتيليتي من الولاد ليه؟ عشان الكبسول اللي حوالين التستس تبقى فيرملي ادهيرنت معاها تبقى لازقه فيها قوي وصعب ان يحصل لها ستريتش خلاص فبتلاقي الايديما التستس ستيكلر تيشو او التستس باريكما بتلاقيها مضغوطه ما بين الايديما من جوه والاكسيدنت اللي موجود جوه ما بين الكبسول من بره اللي ما بيحصلوش ايه؟ ما بيحصلوش ستريتش سهل قوي ان يحصل الايديما تعمل كونفرشن للبلد بس اللي موجود تعمل له سكيميا ونخش احنا في الايه؟ في الانفرتيلتي بعد كده. انما الكلام ده صعب قوي يحصل مع البنات عشان في الاوفرايتس التونيكا الفيجينيا اللي حوالين الاوفري تبقى لوزلي اتاش فالاديما اللي بتحصل سهل قوي ان يحصل ستريتش الكبسول وما بيحصلش كومبريشن للبلاد فيسل وكده. عشان كده في الاوركايتس سهل قوي ان يحصل انفرتيلتي ومع بعض سهل زي ما انت متخيل لا ده الحالات بتبقى ريل وريل قوي كمان يعني. انما مع الاوركايتس في انسيدنس او في ريسك ان يحصل انفيرتيلتي انما مع الاوفرايتس مفيش اي انسيدنس خالص مفيش اي ريسك خالص ان يحصل ايه؟ يحصل انفيرتيلتي ليه؟ في الكبسول بتاع التستس ماسك فيها جامد ما يحصلوش ستريتش فلو حصل ايديما جوه او حصل اتشيليت مفيش اي مخلص انها تتخلص منه فيحصل البريشر هيعلى جوه التستس تضغط البلاد فيسل بتاعتها تعمل اسكيميا ممكن تعمل ادروس او تعمل سيبلا اطرف وده اللي ممكن يعمل ايه؟ يعمل انفيرتيلتي بعد كده الموضوع هو وارد انه يحصل بس مش كومن لا ده ليه ان يحصل الكلام ده بس مع الميل سهل او ممكن او في انسيدنس او ريسك ان يحصل ايه يحصل موضوع الانفيرتيلتي انما مع الفيميل الكبسول اللي حواليها اللي حوالي الاوفري يكون لوز لي اتاشي فسهل قوي ان يحصل عادي يحصل له
حصله ستريتش ويفرد، ودي دي ما ايه ما تقفلش الاوفر خالص. عشان كده مع الاوفرايتس الريسك بتاع الانفيرتيتي بيكون ايه بيكون قليل خالص. ماشي اخر الميديكيشن هو مين؟ المينزايتس او المينزو ايه؟ او المينزو الانفيرتيتس. خلاص كده عادي ممكن تطلع يعمل لك اسيت المينزايتس هو كفايروس شخصيا، او يطلع لك الانفيرتيتس والبرزنتيشن بتاعك ده غير البرزنتيشن بتاعك ده مع المينزايتس. عارفين تعرف المينزايتس الريتيشن طبعا والستيف نيك والستيف باك وشويه ستاينز اللي بنعملها، وفي علامات زي الانتركرينال بريشر وعلى الانفيرتيتس علامات الانتركرينال بريشر زائد علامات الفوكال ليجن المنطقه اللي طلبت فوكال اللي تظهر عليها البرزنتيشن. ده الفرق بين المجالس والكفولايتس. الاثنين اهم علامات زياده الانتركرينال بريشر هم الاربعه بين بروجكتايل فوميتنج وريزيستنت هيديك وبابيليديما او فوتوفوبيا وبرانس 6 6 اللي هو الابيوس انتنات. ده كده ثابت زياده علامات زياده الانتركرينال بريشر مع المينوزايتس تزود عليها علامات المينجال اريتيشن مع الكفولايتس تزود عليها الفوكال نيورولوجيكال ليجن على حسب المنطقه اللي مضروبه في الايه؟ مضروبه في البرين. ماشي وده بيتعالج وده بيتعالج والدنيا بتمشي. ايه؟ مش اسيبتك يعني مينوزايتس مش بكتيريا. المينوزايتس متقسم اسيبتك مينوزايتس يا اما اسيبتك مينوزايتس. سيبتك لو سبب المينوزايتس بكتيريا. اسيبتك لو سبب بتاعها فايروس او فكر او بروتيزا. خلاص كده؟ والفيروس بيبقى في المينجيتس ولا الفيروس لا الفيروس نفسه بفريد ولا ما اعرف ايه ايه بيأفكت بنفسه غير او بنفسه نفسه الفيروس بيضرب عندي الفرق اللي 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 خلاص المرات بتبقى اصلا تحت الودان شكل انا كان مرات كده هات الكيرفكشر بتاع الودان من قدام من ورا وبعد كده ممكن لو المنطقه دي اللي كبيره من جسمك في سويلنج يبقى برضه لا 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 بس ما عندكش سويلنج ولا عندك سويلنج في الغلط ليه الاول المرات دي من ايه؟ من البرس خلاص كده؟ انفستيجيشن بس مش محتاج ما لا ما خلاص هناخد البتاع ده ونريحكم ازاي المومس مفيش فيه انفستيجيشن لان الكلينيكال اللي بتشخص لو عايز تعمل انفستيجيشن يبقى الكومبليكيشن ماشي اعمل الترا ساوند على التستس الترا ساوند على الاوفري اعمل مثلا لاماريز وبعدين اشوف الميكروفايتس يعني سي تي ام ار اي سي اس اف انا عشان موضوع الايه؟ موضوع المنزلس التريتمنت بتعالج ازاي؟ التريتمنت بتعالج ازاي؟ سبورت مش اي حاجه مش اي حاجه خالص غير موضوع الايه؟ غير موضوع السبورت تمام الكلام ماشي فلويد كويسه وراحه والكلام الفاضي ده زائد لو حصل اوركايتس حصل اوركايتس زود الدوز بتاع الكلام ده لازم تعمل سيجنال سبورت تمام كام؟ ماشي تزود الدوز بتاع الكلام وتعمل السيكلر ايه؟ السيكلر سبورت. الساعة كام يا فوزي؟ الساعة 11 الا تلت 10 دقايق كده مش هنطول ماشي احنا خلاص الساعة كام؟ عصبت يلا عامل سجل في البريك ماشي الفيروسات اللي بتعمل البوليو في منه ثلاثة سبتايب تايب 1 و 2 و 3 اللي يميز البوليو ان الانواع ما بتديش مناعة لبعضها الانواع ما بتديش مناعة ايه؟ ما بتديش مناعة لبعضها يعني لو جالك تايب 1 مش معنى كده ان تايب 2 مش هيجي لك لا ممكن تايب 2 يجي لك لوحده ممكن تايب 3 يجي لك لوحده يعني انت في عمرك معرض ان يجي لك ثلاثة ايه؟ ثلاثة بوليو تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 وعشان كده الاورال بوليو فاكسين معمول حتى السور بارد فاكسين معمول بثلاث ايه؟ معمول بثلاث انواع خلاص؟ فاحنا عندنا كده البوليو اول نقطه بالنسبه للبوليو ان البوليو ثلاثه سب تايبس كل سب تايب ما بيديش مناعه ايه؟ ما بيديش مناعه للتاني خلاص كده؟ ماشي؟ فانت لو جالك واحد يبقى انت كده خلاص ما بقتش اميون لا ممكن يجي لك لسه الثاني او ممكن يجي لك ايه؟ ممكن يجي لك الثاني خلاص كده؟ طيب ده اول نقطه في الايه؟ ده اول نقطه في البوليو طيب البوليو المود اوف ترانسميشن بيجي لك البوليو ازاي؟ البوليو المود اوف ترانسميشن بتاعه الغالب بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه اورال على فكره البوليو ممكن وارد بنسبه دوبل لان هو موست الموست كومن روب بتاعه اللي بيتنقل بيه اللي بيتنقل فيه ايه؟ بيتنقل فيه اورال خلاص كده؟ طيب بيتنقل فيه بيتنقل فيه اورال مع الاكل او مع الشرب اللي بيكون ايه؟ اللي بيكون كونتامينيتد ممكن كمان يتنقل ايه؟ يتنقل بالدروب خلاص كده؟ طيب الريسبونسنج فاكتور نفس الكلام بتاع اي حاجه الانكيوبيشن بيريد بتاعه البوليو فايروس فاليبل من اسبوع لثلاثه ممكن تطول عن كده على فكره بس هو في الغالب موست دي بقى اللي بتبقى في الرينج ده البوليو المفروض حصل له ايرادكيشن عشان ايه؟ عشان الفاكسين اللي احنا بنستخدمه
سواء الاورال بوليو فاكسين اللي هو السابين وكان في حاجه اسمها السوكي السوك فاكسين. بس البوليو بدا يظهر من تاني بقاله فتره كده، بدا يظهر في اماكن كتير نتيجه موضوع الحروب والكلام ده، كل الكلام ده طالما مفيش بقى هايجين كويس، طالما مفيش فاكسينيشن متتابع ومحترم في الاماكن ديت، بتلاقي الموضوع ايه؟ الموضوع بدا يظهر من تاني. زي الكوليرا مثلا، الكوليرا كانت اختفت وكده، هنا في اليمن الفتره اللي فاتت بدات الكوليرا تيجي وتاخد ارواح كتير خلاص. فباي مكان بيبقى فيه ديفكت على مستوى الهيلث مانجمنت والهيلث كير بتلاقي الارواح بترجع من تاني خلاص. البوليو المرض بتاعه بيجي بكذا جريد، السيفيريتي بتاع المرض اللي بيتحكم فيها قوه الاورجانيزم، السيفيريتي بتاع المرض بيتحكم فيها قوه الاورجانيزم وكم فاكتور على مستوى الهوست. اهمهم طبعا واصل ايه؟ واصل المناعه. احنا قلنا البوليو ثلاث انواع، اقوام وطيب ايه؟ وطيب ايه؟ طبعا الكلام البوليو ثلاث انواع، اقوام كام؟ اقوام طيب ايه؟ طيب ايه؟ خلاص كده؟ فلو جالك طيب 1 في الغالب انت هتلبس في نوع باراليتيك، طيب 2 وطيب 3 مضاعف، فالموضوع بيكون بسيط. من ضمن الحاجات اللي بتزود الريسك فاكتور برضه بتاع البوليو والسيفيريتي بتاع المرض ان الميوت بتاع الشخص تكون ايه؟ تكون ضعيف. خلاص كده؟ وعاوز اركز كمان دايما مع البوليو، مع البوليو دايما الماسكولار اكسرسايز بيزود السيفيريتي بتاع الديزيز. دايما مع البوليو الماسكولار اكسرسايز بيزود السيفيريتي بتاع الايه؟ بتاع الديزيز. خلاص كده؟ ماشي؟ ايه الفكره؟ يقول البوليو الهدف بتاع التارجت بتاعه انه يوصل لمين؟ يوصل للسي ان اس، صح؟ فاهم الكلام؟ طيب في الغالب هو بيبقى تارجت البريفرال نيرف، هو بيضرب الانتيري هون وسير في الغالب. طيب لو في ماسكولار اكسرسايز مع كان البلود فيسل او الفاسكوليتشر راح للمصل بتكون ايه؟ بتكون كتير. الحاجه الثانيه طالما المصل شغاله يبقى النيفال برضه بتاعتها ايه؟ بتاعتها شغال، يبقى الفاسكوليتشر برضه بتاع النيفال بيكون ايه؟ بيكون شغال. طبعا الفازل انفوزا طبعا بتكون الفازل انفوزا اصلا بتبقى دايليتد بتبقى شغاله. فلما يكون انت سيت اخدت بوليو والبوليو بيجري مع النيرف عشان يوصل للنيرف بسهوله، محتاج البلود فيسل بتاع النيرف تكون ايه؟ تكون واسعه. فعشان كده مع الماسكولار اكسرسايز الايكويشن بتاع البوليو بتقل والسيفيريتي بتاع البوليو بتزيد، لان يبقى ايزي ان الاورجانيزم يوصل لمين؟ يوصل للنفايات ويعمل ايه؟ ويعمل افكشن ده. خلاص ما تنساش ان الماسكولار اكسرسايز على فكره الريبس برضه نفس الفكره. الريبس لو في الماسكولار اكسرسايز بعد ما خدت منه انفكشن يبقى سهل قوي انه يوصل للسي ان اس اسرع، وسهل انه يعمل ايه؟ انه يعمل السيفيريتي بتاعته. خلاص الفاكتورز اللي بتتحكم في البوليو اهم حاجه الفيرنس فاكتور بتاعه اللي هو الاورجانيزم. الاورجانيزم تايب 1 هو اقوى ايه؟ هو اقوى نوع. 2 و3 بيبقوا هفق شويه. خلاص الحاجه الثانيه الهوست فاكتور كل ما يكون مناعته ضعيفه كل ما يكون السيفيرتي اكتر، وكل ما يكون في سيفير اكسترنس مصر اكسرسايز برضه ده بيقلل الكوشن بيزود بيزود الايه؟ بيزود السيفيرتي. خلاص كده؟ ما في مشكله في الكلام ده؟ طيب ساعتك بقى خدت البوليو وتفر الروت اللي انت خدته بيه سواء في الدورال او الجيشن، ايه الباثولوجي اللي ممكن يحصل بقى من البوليو؟ الكليكال بيكشر بتاع البوليو على ثلاث انواع، على ثلاث انواع كبار مش سكيل، ثلاث انواع من بيجوا ورا بعض، يا ده يا ده يا ده. يا اما بوليو يخش ما يعرفش يعمل اي حاجه في الجسم اللي بيسموه ابورت بوليو، يا اما بوليو يخش ويا دوب يلمس السي ان اس فبيعمل مننجايتس اللي بيسموه نون باراليتيك بوليو، يا اما بيخش بقى ويوصل للتارجت بتاعه ويعمل لك البارازيز وده اللي بيسموه باراليتيك ايه؟ باراليتيك بوليو. خلاص البوليو عندنا على ثلاث انواع، يا اما الابورت بوليو يا اما النون باراليتيك بوليو يا اما ايه؟ يا اما الباراليتيك بوليو. خلاص طيب اولا الابورت بوليو ده بيبقى يا اما الاورجانيزم بيكون ضعيف يا اما المناعه بتاعتك بتكون ايه؟ بتكون قويه، ده بيخش البوليو ما بيعرفش يعمل اي حاجه غير ان هو بيعمل لوكال ديزيز مكان ما دخل بس، فاهم الكلام؟ غير ان هو بيعمل لوكال ديزيز مكان ما دخل، يعني ساعتك لو دخل ابورتيف عشان بيسقط ده ايوه ما هي جايه الاسم جاي من كده ابورتيف عشان الاورجانيزم بيسقط انه يعمل الاكشن بتاعه او انه يعمل الفانكشن اللي دخل ايه؟ الدخل يعمل او التارجت اللي دخل يعمله. خلاص فالابورتيف فيليو لو اتنقل في اورال بيعمل لك مثلا شويه فيفر على شويه هيدك اللي هي جينوم مانيفستيشن، ممكن يعمل لك شويه دولارات خلاص وعلى كده، ده كده اللي ممكن يعمله الايه؟ البوليو. والبوليو اللي داخل بالدروبلت بيعمل لك برضه شويه فيفر وشويه اسبوعات تراكت انفكشن، عمر شويه تراكت انفكشن وخلاص، خلاص ده كده اللي بيسموه الابورت بيج، ده ابورت بيج. يبقى لو الاورجانيزم ضعيف او المناعه القويه بتاعت الشخص ده وتلاقي البوليو بيخش ما يقدرش يعمل اي حاجه غير بس لوكال مانيفستيشن على مكان الانتر المكان اللي دخل فيه. فممكن يعمل لك شويه دايريه، ممكن يعمل لك شويه ايه؟ ابر زوايا تراكت انفكشن، ده كده بيسموه الابورت بيه، الابورت بول، والموضوع بينتهي وبيخلص ايه؟ وبيخلص على كده، خلاص كده؟ لو كان الاورجانيزم قوي شويه او كانت المناعه ضعيفه شويه، ممكن الاورجانيزم يوصل للمنجايت للمننجيس ويعمل لك النوع اللي هو النون ايه؟ النون باريتد، خلاص كده؟ النون باريتد بوليو بيحصل فيه كذا حاجه كده بس اهمهم افتكرهم كلمه مم مننجايتس المسكولار بين تندرنس جنراليزد على الجسم كله، واهم حاجه ما تنساهاش بيأفكت اليورينري بلدر.
تمام كلام ماشي. يبقى النون فاريتيك فوليو، النون فاريتيك فوليو لما بيجي في الغالب ما بيقدرش يوصل للسي ان اس، ما بيقدرش يوصل للفات عشان يعمل باثولوجي بتاعه، بيعمل باثولوجي ثاني مختلف. خلاص اشهر مانيفستيشن بتيجي مع النون فاريتيك فوليو المننجايتس، بيجي كمان معاها سيفير الماسكولار بين جنرالايزد تندرنس على مستوى المسك في الجسم كله، وكمان بيجي معاها يورينري بلادر سيمبتومز، بيحصل باراليسز للمياه بلادر، فممكن تلاقي العين جاي بيورين ريتنشن، ممكن تلاقي العين جاي بايه؟ بيورين ايه؟ بيورين ريتنشن. تمام كلام؟ ماشي؟ خلاص كده؟ اطول تراكت موجود في الجسم هو التراكت بتاع البلادر، عشان كده هو اول تراكت بيتضرب مع اي ايه؟ مع اي حاجه ممكن تحصل. خلاص؟ اطول تراكت موجود في الجسم هو التراكت بتاع الايه؟ بتاع اليورينري بلادر، عشان كده هو اول حاجه بيحصل لها افكشن مع البوليو. خلاص كده؟ فاحنا عندنا دلوقتي البرزنتيشن هيجي بقى النون فاريتيك بوليو، يا اما هيضرب المننجيز فيجي لك بالمننجيتس، عادي نفس الكلام بتاعنا، علامات الانتركانال بريشر وعلامات المننجل ايه؟ المننجل ريتيشن. انتركانال بريشر 4 بي، المننجل ريتيشن ستيفنك وستيف باك بالساينس بتاعتنا. تمام كلام؟ الكيرني ديساين والبروزيس كلاس ساين والكلام ده. طيب على مستوى المصل دي حاجه مشهوره مع النون فاريتيك بوليو اللي بيعمل سيفير جنراليز مصل بين اند تندرنس. خلاص؟ الحاجه الثالثه انه ممكن يضرب التراك بتاع النيرف بلادر او يعمل نيرف بلادر بلالسس على مستوى المصل، ده بيدخلنا في يورين ايه؟ في يورين ريتنشن. خلاص كده؟ ها؟ في مشكله في الكلام ده؟ ده اشهر البرزنتيشن اللي بيجي بيها مين؟ النون فاريتيك، النون فاريتيك بوليو. طيب لو البوليو بقى كان شايف نفسه كده شويه والمناعه ضعيفه خالص، هنخش في النوع الاخير اللي هو الايه؟ الباراليتيك ايه؟ الباراليتيك بوليو. خلاص؟ عموما الباراليتيك بوليو، البوليو لما بيضرب بيضرب مين؟ هو البوليو داخل مخصوص عشان يقدر على الانتيريو فينس البوليو، التارجت اورجان بتاعه في الجسم او التارجت سيل بتاعته، هو داخل يضرب مين؟ الانتيريو فورم سيل. خلاص؟ او بمعنى تاني ممكن نقول انه داخل يضرب الاوريجن بتاع النيرفات، سواء كان النيرف ده بريفرال نيرف او كرينيال او كرينيال نيرف. خلاص كده؟ فالبوليو لما بيخش يضرب في الجسم هو بيحب يضرب البدايه بتاعت ايه؟ بتاعت اي نيرف. طب يضرب الانتيريو هورن سيل بتوع البريفرال نيرفز سبايكر باوس وراسك والكلام ده، او ممكن يضرب النيوكلياي بتاع الكرينيال ايه؟ بتاع الكرينيال نيرف. فالبوليو عشان كده الباراليسيس بتاع البوليو مميز بثلاث كلمات جامعين في كلمه لام. البوليو ليجن بتاعه بيبقى لور موتور نيورون ليجن، هو بيضرب نيرفات بس ما بيضربش اي ايه؟ اي سنابس. خلاص كده؟ البوليو الباراليسيس بتاعه بيكون سيمتريكال، دي من الحاجات المميزه قوي مع البوليو. البوليو بيكون بلاس بتاعه ايه؟ سيمتريكال، يعني يمين مش زي شمال، بياخد اليمين او بياخد الشمال او بياخد الاثنين بس بياخد مكان واحد اكتر من الثاني. سيمتريكال. خلاص؟ البي الاخيره ان الديستريبيوشن بتاعه بيكون باتشي ديستريبيوشن، الديستريبيوشن بتاعه بيكون ايه؟ بيكون باتشي ديستريبيوشن، يعني هو ممكن يكون واخد الاور لمب عادي بس واخد الاور لمب الشعر كله، ده واخد جروب الفليكسور هنا، واخد الاكستنسور هنا، واخد الفليكسور هنا، ده معنى كلمه باتش ايه؟ باتش ديستريبيوشن، يعني مش واخد كل المصل في الليمب او مش واخد الليمب كله حته واحده، ده واخد جروب من المصل وسايب جروب ثانيه خالص، يعني واخد الفليكسور قدام وسايب الاكستنسور ورا، ده واخد الاكستنسور هنا وسايب الفليكسور قدام وهكذا، ممكن ده واخد الابدكت وسايب الابدكت، واخد الاكستنسور الاكستنسور وسايب الايه؟ وسايب الفليكسور، ده معنى كلمه ايه؟ باتش ديستريبيوشن. خلاص؟ يبقى الكرايتيريا بتاع البالانس اللي بيعمل البوليو هم الثلاث كلمات دول، كلمه لاب ال اللي هو دور موتور نيورون ليجن، فانت عارف بقى الكرايتيريا بتاع اللي هو موتور نيورولوجي هايبوتونيا وهايبوفليكسيا، وعشان بيضرب الانسيد هون السيل بيكون معاه ايه؟ فاسيكيوليتش. خلاص كده؟ ماشي؟ الايه؟ الديستريبيوشن بتاعه او الافكشن بتاعه بيكون اسيمتريكال، ما بياخدش الاثنين شبه بعض، الحاجه حتى الليمب نفسه الشخصيه اللي بيتاخد ما بياخدوش كله، ده بينقي منه مجموعه من الايه؟ مجموعات من المصل، فبيسموها باتش ايه؟ باتش ديستريبيوشن. خلاص كده؟ ده كده البراليت البوليو اللي بيحصل لو البوليو قدر يوصل للتارجت بتاعه بيضرب يا اما بريفرال نيرف يا اما ايه؟ يا اما كرينيال نيرف. وعشان كده البراليت تايب بيتقسم بقى يا اما يكون سباينال براليت تايب، يا اما يكون بلبر براليت تايب، يا اما يكون ميكس تايب، او يطلع للسي ان اس ويعمل لك انكفاليتس. هم دول الانواع بتاعت البراليت ايه؟ بتاعت البراليت البوليو. خلاص؟ يبقى البوليو عندنا يا اما ما بيعملش حاجه خالص، جست افكشن لوكال يعني المكان اللي دخل منه اللي هو الديزيز، يعمل لك طيارية او ممكن يعمل لك ابر سبايتر انفكشن، ده بيسموه الابورتيف ايه؟ الابورتيف بول. يا اما بيخش يا دوب بيطش السي ان اس يجيب المننجيس ويعمل لك النوع اللي هو النمبر ريتيك، ما تنساش ان مع النمبر ريتيك في سيفير جنرالايز ذا مصل بين بيكون معاها يورين بودر ايه؟ يورين بودر باريس. تمام كده؟ بتلاقي يورين انفكشن موجود. خلاص؟ طيب النوع الاخير اللي هو الباريتيك تايب بيروح يوصل يضرب الفرد البروجرام بتاعه، عاوز يضرب بدايه اي نيرف موجود سواء كان بريفرال نيرف بيضرب الانتيز هورن سيل او كرينيال نيرف بيضرب مين؟
بيضرب الايه الليبراي بتاع الجرين خلاص. عشان كده الافكشن لما بيجي بيكون دوار موتور نيورولوجن بس بيكون اسيميتريكال بيكون داش ديستريبيوشن. لما بيجي بقى يضرب من الفات يعملها من الفات البريفرال فيعملها في سباينال تايب الباراليسيس على حسب بقى هو ضرب ايه. يعني مثلا ضرب سيرفايكال تلاقي افكشن اكتر على الابر بارت بتاع الترنك وعلى الابر لم سواء بقى ضرب سنسوري او ضرب ايه او ضرب موتور بوليو بيضرب الاثنين موتور وسنسوري. يعني عندك باراسيزيا او باراسيزيا في المكان ويعمل لك باراليسيس ايه باراليسيس العضلات. لو ضرب مثلا ثراسك يبقى انت تلاقي افكشن على مستوى اللي هو الترنك او الابر او الابر اكتر وسنسوري وموتور الاثنين بيضرب ده وبيضرب ده سواء موتور بيكون اكتر ايه بيكون اكتر موتور خلاص. لما هو ما بيضربش موتور نيرفي بس يعني في مثلا زي الجامبري جامبري سندروم ده موتور افكشن بس انما البوليو لا بيضرب النيرفات سواء سنسور او ايه او موتور خلاص كده ماشي. ايه الفكره؟ لو ضرب النيرف شخصيا لو ضرب النيرف شخصيا يبقى موتور او سنسور. لو ضرب الانتير هون سيل بس يبقى ده موتور بس خلاص. مش شرط عندنا مثلا هتلاقي نوع اللي هو الميكس داون وهتلاقي نوع البلبر وعندنا الاسيمتريكال ديستريبيوشن اللي بيجي بيه البوليو بيهاجر على مستوى البلاد بس زي ما قلنا لحد ما يوصل لايه الاوريجن بتاعه خلاص. فلو هو الباثولوجي حصل في السكه بتاعت النيرف النيرف دول ما هو ماشي ماشي بفايبرز معاه في ميكس فايبر بتبقى موجوده في منها موتور في في منها ايه منها سنسور فايبرز مع بعضها وهي ماشيه. لو النيرف شخصيا هو اللي اتضرب مش الانتيريو هونس بتاعته وده التارجت بتاعه انما ما هنا ما وصلش التارجت وهو ما وصلش التارجت فسكته للتارجت ده لو بيهاجم مع النيرف او بيهاجم مع الدم اللي واصل له. لو اتضرب النيرف نفسه بقى الترانك بتاعت النيرف دي بيبقى ماشي فيها سنسور فايبر موتور فايبر ممكن يعمل ايه ممكن يعمل افكشن خلاص كده ماشي. طيب عندنا بعد كده سباينال يضرب بقى زي ما يضرب السيرفايكال زي ما قلنا يضرب يضرب ثراسك او يضرب لمبر على حسب هو يضرب ايه. بعد كده عندنا بلبر لما بيضرب الكرين النيرف غالب الكرين النيرف اللي بتضرب بيضرب مين؟ لوكشن في الاخر ايوه 9 و10 و11 ايه؟ و11 و12 تمام كام هو البلبر ايه؟ البلبر بوست فتلاقي معاك انت بقى ايه؟ تلاقي معاك اسفيجيا ممكن تلاقي معاك السفونيا تمام كلام الافشن اللي ممكن يحصل على الكلام ده ممكن تلاقي بلاتا البلاليسز ممكن تلاقي اليوفي اللي يحصل فيها بلاليسز ايا كان الليجن هنا ضرب فين و12 لو ضرب ممكن تلاقي برضه يحصل طنج ايه؟ يحصل طنج بلاليس على حسب الليجن والنيرف ايه؟ والنيرف اللي ضرب ممكن يكون ميكسد والميكسد ده بيعمل افكشن للاثنين وفي الاخر خالص ممكن البوليو يسيبك يسيبه من الكلام ده كله في الاخر يروح ياخد السي ان اس ويعمل لك ايه؟ ويعمل لك انفلونس. ايه؟ اه ممكن يعمل بوكن ليجن وعشان كده البوليو من ضمن الحاجات برضه اللي يعمل فيها ميكسد سنس وموتور افكشن لو جالك بايه؟ لو جالك بانفلونس على حسب السنتر والمكان اللي اتضرب ممكن يكون موتور ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون سنس خلاص كده؟ ما فيش مشكله في الكلام ده. يبقى دي انواع ايه؟ انواع البوليو ابورتيف ونون باليتيك وبعد كده الباليتيك ايه؟ الباليتيك بانواع ماشي؟ طيب ايه الكوميونيكيشن اللي ممكن تحصل مع البوليو؟ ايه بالظبط يا معظمها بتبقى ماشي ناحيه الايه؟ ناحيه البلاس. اكتر حاجه بتخوفنا اكتر حاجه بتخوفنا ريسبيراتوري كومبليكيشن تمام كلام؟ ريسبيراتوري كومبليكيشن منه طلع الكرين النيرف النيكلاي فوق يعني وصل للمظله اه والبرين ستيم فممكن يضرب الريسبيراتوري سنت. الحاجه الثانيه ممكن يضرب الفرينك نيرف ويعمل افكشن للدافيا كده ده بلاس او بقيه العضلات بتاعت الايه؟ بتاعت الاسبيريشن خلاص كده؟ عشان كده بنخاف قوي من البوليو ان يعملها الاسبيريت الايه؟ الاسبيريت الفيل ممكن يضرب المصل الدايفرام او بقيه عضلات الاسبيريشن او ممكن يضرب الايه؟ ممكن يضرب الاسبيريت السنتر خلاص؟ فبنخاف منه من الاسبيريت الايه؟ من الاسبيريت الكومبليكيشن. ايه تاني بنخاف منه من البوليو من الكومبليكيشن؟ ممكن يحصل منه باراليتيك اليس عاوز تفتكرها تمام كده؟ ممكن يحصل منه باراليتيك ايه؟ باراليتيك اليس برضه باراليتيك مصر الموجوده في الجي اي دي ممكن يحصل منه باراليتيك ايه؟ باراليتيك اليس خلاص؟ فلازم تاخد بالك في الكوميونيكيشن من الاسبيراتور كوميونيكيشن في طبعا سي ان اس كوميونيكيشن هي انتفلايتس فممكن اي حاجه ممكن تضرب وعندنا كمان السوت مصر ممكن يحصل لها افكشن باراليتيك ايه؟ باراليتيك اليس وزي ما وصل للمظله وضرب الاسبيراتور سنتر ممكن يوصل للمظله ويضرب الفازومتر سنتر ويعمل لك افكشن على مستوى الهارت ولو كان يحصل لك بقى الهايبرتنشن او الهايبرتنشن يحصل لك بريديكارديا هتاك ايه؟ هتاك ايه؟ فالافكشن بيضرب الاسبيريشن بيضرب السي في اس كان بيضرب الايه؟ بيضرب الجي اي تي خلاص؟ ده اشهر الكوميونيكيشن بتاعت الايه؟ بتاعت البوليو يهمنا في الانفستيجيشن حاجه للبوليو الانفستيجيشن لو في اي مشكله بقى في اي كوميونيكيشن في مصر ايه؟ بيشتغل عليه. والحاجه الثانيه كمان شخص كلينيكال ايه؟ شخص كلينيكال اكتر لازم تاخد بالك من الريال بلاد الكوميونيكيشن اهم حاجه عينك على الريال بلاد ايه؟ الريال بلاد الكوميونيكيشن خلاص؟ لما نيجي نعالج بقى بتاع اللي هو بتاع البوليو ده عنده ازاي؟ النورفلاكسس كده احنا عندنا فاكسين خلاص ده بيتاخد بقى برضه زي ما انتم بتقولوا بقى 2 4 6 كانت واحده بوستر عند 18 واحده بوستر عند 6 سنين المفروض ان في واحده بوستر عند 18 سنه بس ما حدش بيديك
فدايما البوليو فاكسين بيتاخد 2 4 6 واحده بص على 18 واحده بص على سن الايه على سن المدرسه 12 خلاص كده ايه 12 ايه اللي 18 لا لا 4 6 18 بص الدوز بتاعتها بياخد 3 جرعات الاول 4 6 بعد كده بص على 18 بعد كده بص على 6 معظم الفاكسينات اللي بتاخد 4 6 البوستر بتاع اللي بعد 18 اللي وراها دي بص على 6 في بص على 18 سنه تاني بيبقوا على سن كام 18 شهر صح 18 شهر ماشي 4 6 18 شهر وبعد كده 6 سنين خلاص طيب ايه عندنا التريتمنت بتاعه يعني بيقولوا ازاي هو جاي ابورتيف ده كلام فاضي هتعالجه سبورت لو الكلام لو النمبر ريليتد هيجي لك مننجايتس هتعالج المننجايتس هيجي لك سيفير مصر بين التردرنس لازم تدي حاجات انرجيز كويسه تدي مصر ريلاكس انت كويس هيجي لك بالنيرو بلدر ريتنشن لازم تركز معانا ده هنديله ايه؟ استر استر ممكن تدي ادويه اللي احنا قلناها بقى ايه بقى ده عكس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ده عكس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت المره اللي فاتت احنا عاوزين نمسك البلاطر هي هنا اصلا ممسوكه من عرض شغاله فعلا نشوف ايه عكس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت بندي ادويه ايه بصغرينك اجون اسيس بندي ادويه ايه بصغرينك هنشغل العضلات بتاع الايه بتاع النيو بلاطر اصل ده بيستخدم هو مين النيو ستاجمين فاكر الاسم ده؟ بقيت عنه النيو ستاجمين فوسفوبايستريز انهبيتور تمام الكلام ماشي دوا بيشتغل بيزود الاستر الكولين فالاستر الكولين ده شغل المسلز بتاعت البلادر تبدا تعمل كونتراكشن ونبدا ايه؟ نبدا نعالج الريتنشن ده خلاص فالله حصل بقى بريتد تايب اهم حاجه لازم تعمل فيسيوثيرابي لازم تعمل كير للحاجات دي يعني مثلا بس مش حاجه زود لازم تعمل كير لا بص هو ما بيرجعش بس ما بيرجعش بيتحسن شويه بس ما بيرجعش كام خلاص بالذات مثلا لو هو موت من نيورون ليجن وضرب مثلا عضلات في رجله ولا حاجه بتلاقي اول ممكن مع الفيسوس رب العضلات بتتحسن وتشتغل تاني من تفضل لسه طول عمرها تبقى اتروفاي من الفيسوس اتروفي اللي بيحصل لك خلاص فالبوليو ويستنج اتروفاي بس تبقى شغال اي يعني نعم الباور بتاعتك بتبقى اضعف من الثانيه بس تبقى شغال دايما البوليو دايما ما بيحصلوش كومبليت ريزوليوشن البوليو بيسيب لك قسم ورا بيسيب لك حاجه ورا فتلاقي دايما الناس بتوع البوليو فغير حتى لو عمل افكشن لورنج تلاقي دايما طول حياته عمال يزك على رجله بيكون يتحسن خالص وبيمشي وبيجي بيعمل كل حاجه بس دايما لما يجي يمشي على رجله تلاقي ايه؟ تلاقي بيزك بتلاقي فيها ثانيه بتلاقي فيها عوده على حسب الايه؟ التفاصيل اللي بيحصل ماشي؟ البوليو؟ هو عادي دلوقتي هو اسمه شغل الاطفال كده بس هو اسمه كده عشان هو موستلي بيجي في عيال صغيره مناعه ضعيفه وبتاع انما الكبار ما هو الابورت في تايب ده بيجي في الكبار والنمبر ده بيجي في الكبار هو الاشهر البلاليتك هو اللي بيجي في الاطفال خلاص انما الكبار صعب يجي لهم يجي لهم بلد انما وارد ديت وارد ده ممكن يجي فيه خلاص الفكره كلها الميكس ده المفروض كان الايه؟ الميكس يعني سباينال وبربر يعني كرين نيرف مضروبه وكمان معاها سباينال نيرف مضروبه الاثنين ايه؟ الاثنين مضروبين مع بعض خلاص كده؟ ماشي طيب هذا كان قصه البوليو في مشكله في الكلام ده؟ ما في مشكله في البوليو؟ طيب الريبز الريبز بيجي ازاي؟ الريبز ده اللي هو الانيمال بايت بالظبط كده بص سواء بقى كلب ثعلب وده بيقولوا قطه كمان قطه بس مش كتير ايوه الاشهر ايه؟ الاشهر الخفاش اشهر ريزرفوار اصلا ريبز وما خرافيش تمام الكلام بس احنا عشان ما كرفش عندنا قليله كده احنا عندنا موضوع ايه؟ موضوع الكلام خلاص كده بيجي بالبايت طيب الريبز الجويشن بيريود بتاعك المعتمده على المسافه بين مكان العضه ومكان الايه؟ مكان السينس خلاص فالريبز الجويشن بيريود بتاعك ممكن توصل معاك لثلاث ايه؟ لثلاث شهور خلاص كده الريبز الجويشن بيريود بتاعك المعتمده على المساحه او الديستانس اللي موجوده ما بين السايت والزبايت وما بين الايه؟ وبين الايه؟ وبين السينس كل ما يكون العضه بعيده كل ما يكون الجوش بيرد اكتر كل ما يكون العضه قريبه كل الجوش بيرد ايه؟ الجوش بيرد تكون قصيره خلاص كده؟ ما في مشكله في العضه بعيده بقى ماشي خلاص على حسب هي موجوده فين بتكون الايه؟ بتكون الجوش بيرد طيب الريبز بينتشر ويوصل للسينس يا اما هيماتوجينوس من خلال البلط ودانيل يا اما موستري بيهاجر مع النيل في الورا ده بيسموه ريتروجريد اكزونال مايجريشن بيسموه ريتروجريد عشان ماشي بالعكس اكزونال مايجريشن خلاص يحصل له ابطيب من الفيسكل او من النيرف اندنج يخش في النيرف يهاجر بالعكس النيرف اللي فوق ويبدل 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 لحد ما في الاخر يوصل ايه؟ يوصل للسينس خلاص الليبس لما بيجي لنا البرزنتيشن بتاعه هو في الغالب النوع المشهور اللي هو بيسموه الفيوريوس تايب ما بيسموه ايه؟ الفيوريوس تايب اللي هو نوع الديليتيشن
في نوع تاني بيسموه الدم بطيب او البريلاتيف تايب، يعني بالشرط ان عندي ديبيز يبقى جاي مهايبر وكونفرجن اوكسيديشن، وده الموست كومن انما بالشرط. فعندي ديبيز بتيجي بيسموها نوع بيسموه دم بطيب او بريلاتيف ايه؟ او بريلاتيف تايب، بيجي باراليسيس بيجي كونفوجن بيجي كوم. العادي بقى في ديبيز اللي هو بيجي بالنوع اللي هو ده ايه؟ الفيوريوس تايب. الفيوريوس تايب اللي هو الاريتيتيف ايه؟ الاريتيتيف تايب. الديبيز في الفيروس بعد ما وصل للسي ان اس بيعمل هناك اريتيشن، لما تلاقي الشخص ده على طول اريتابل، تلاقي الموضوع بدا بس بشويه انكزايتي وريتريتي، بعد كده بدا يحصل له شويه تريمورز، بعد كده بدا العين يجي له حاجه مميزه قوي بيسموها الهيدروفوبيا، حاجه ثانيه معاها اسمها الايروفوبيا. تمام الكلام؟ الراجل ده عنده سبير سي ان اس اكسايتيشن، فبتكون المسلز بتاع الفارنكس، المسلز بتاعت الجسم كلها اللي فيها الفارنكس، بتكون المسلز كلها هايلي ايه؟ هايلي اكسايتد. خلاص كده؟ مجرد ما الشخص ده السلايفا تنزل من الماوس تنزل على الفارنكس، مجرد ما تلمس المسلز دي او ما تلمس الميكوزا من كتر ما هي اكسايتابل تبدا تعمل سبازم على طول، تبدا تعمل ايه؟ تبدا تعمل سبازم. فبتلاقي الشخص ده مع السلايفا اي شويه ميه بينزل له، السلايفا بتاعته لما بتنزل يجلس فيه فارنجال ولارنجال سباز، فبيحصل له سفوكيشن ويتخنق. عشان كده تلاقي العيان ده على طول عمال يدرب السلايفا، ما بيبلعش السلايفا بتاعته. مجرد ما يشوف الميه او يسمع الميه يخش في الازاز، لان هو متعود ان اي لمسه للفارنجال مصل بتدخله في الفارنجال والارنجال الازاز بتعمل له المشاكل دي. ده السبب بتاع الايه؟ بتاع الهيدروفوبيا. ليه العيان ده؟ العيان ده بيخاف من الميه وما بيحبش الميه، عشان الميه هو متعود ان السلايفا اللي عنده، الميه اللي عنده مجرد ما تنزل تعمل اديتيشن سيفير في المنطقه اللي موجوده دي، عشان الاعضاء اصلا بتبقى هايبر اكسيتابل، بتعمل سيفير اسباز. سيبك من الاسباز مع مستوى الفارنجال مصل، هو بينفل بس مش ده المهمه. الفكره ان الاسباز مع مستوى الارنجال مصل ده بيعمل له ديسني ويعمل له ايه؟ ويعمل له سيروس. فده العيان ده نعم بيحصل من العطه البرزنتيشن بتاعها على حسب الايكويشن بيريود ثالث قد ايه؟ ما هو الايكويشن بيريود انا ما اعرفهاش، هي بتكون من يوم لحد ثلاث شهور. بعد الايكويشن بيريود دي ما حصلت يقوم الفيروس يوصل للسي ان اس وساعتها يبدا يظهر البرزنتيشن. ممكن تظهر بعد العطه انا ما اعرفش، يعني على حسب هو الديوريشن. الافتراض ده مثلا افترضنا الايكويشن بيريود كانت 10 ايام، افترض ان الايكويشن بيريود كانت 10 ايام، اول ثلاث اربع ايام بتبقى السيشن هابل اريتيشن والعيان انكشوس وعنده شويه تريمورز، وبعد كده بيبدا يظهر موضوع ايه؟ موضوع الاسباس. يعني افترضنا الايكويشن بيريود 10 ايام ممكن بعدها 13 او 14 ما بيشربش ميه، ما بيشربش ميه، لو شاف الميه بيخش في الاسباس، لو شاف الميه بيخش في الاسباس، لو سمع صوت الميه بيخش في الاسباس. خلاص كده؟ ماشي. فالعيان ده هو اصلا بيبدأ في الميل قدام ما بيبلعش اي سلايفا، على طول عمال يعمل دريبلنج ايه؟ دريبلنج للسلايفا. خلاص كده؟ ده النوع اللي هو الفيروس ايه؟ الفيروس تايب. ايه؟ في دروب سي ان اس كله توتال. برين توتال بتوصل على البرين. خلاص؟ الريبز التارجت بتاعه نوصل ايه؟ نوصل للتيشو فوق، للبرين تيشو. خلاص؟ طيب الايروفوبيا بتحصل ليه؟ نفس الفكره برضه. مجرد اي لطشة هواء تلمسه الفيشن المصل برضه بتبقى الهايبر اكسيتابل وبرضه يحصل لها ايه؟ يحصل لها سبب. فالعيان ده لا بيحب الميه ولا بيحب الايه؟ ولا بيحب الهواء. عشان كده العيان ده بيتعامل في موضوع هادي هو برضه مش حواليه صوت مش حواليه اي حاجه ثانيه، عامل زي العيان بتاع التيتنس. العيان بتاع التيتنس نفس الفكره برضه، لازم يقعد دارك كويس ايه؟ دارك كويس برضه. بس ده بيزيد عليه ان بلاش يكون جنبه اي صوت ميه، تمام الكلام؟ بلاش يشوف ميه قدام عينه. خلاص كده؟ ماشي؟ ده العيان بتاع ايه؟ ده العيان بتاع ايه؟ بعد كده الاكسبتيشن بيبدا يزيد كمان ويبدا يدخله بقى سيفير مسكولار سباز في الجسم كله ويدخله في كونفلجن، وبعد كده بيخش في كوما وبتكل على الله. في غالب حالات الليبس 98% بتكل على الله. خلاص في الحاله اللي بقت ليبس بقت كلينيكال مانيفست ليبس 98% ما بتكملش معاك. خلاص كده؟ ماشي. النوع الثاني بقى اسمه بوم تايب او باليت تايب 150 جرام مش لازمه. خلاص الليبس في حاجه مهمه في الانفستيجيشن. الليبس لما نيجي ناخد هيستوباثولوجي من البرين بنشوف ايه في البرين؟ دي شو حاجه مشهوره قوي اسمها النيجري بادز. اسمها ايه؟ النيجري بادز. النيجري بادز عباره عن انكلوجن جرانيولز او انكلوجن بادز من الليبس فيروس تبقى موجود في قلب البرين. ايه؟ قلب البرين دي شو. انا دايما فاكرها كده، كل ما تشوف كلب نجري ايه؟ نجري منه، فاكرك بالنيجري ايه؟ بالنيجري بادز. خلاص كده؟ طيب التريتمنت كده كده مش هتعمل له حاجه، الحاجه الوحيده بس انك ممكن تعمل له ايه؟ بروفلاكسيس. ايوه بوست اكسبوجر، بوست اكسبوجر فاكسينيشن. خلاص تقريبا يعتبر اول مره في الطب ممكن يستخدم له اكتف اميونيزيشن بعد الاكسبوجر. خلاص المفروض ان كل الامراض ما ينفعش نستخدمها بعد الاكسبوجر اكتف اميونيزيشن، نستخدم بس اللي هو الايمينوجلوبين. ده عشان الجيوش البري بتاعته مطوله قوي ثلاث شهور، فانت ممكن تدي الفاكسين ويشتغل ويدي مناعه قبل ما الجيوش البري بتخلص اصلا بتاعت ليه؟ بتاعت المرض. خلاص كده؟ فهم اول انك تدي بعد كده لو جالك انيمال بايت
وانت شكيت في ريبز تبدا تديله بوست او سوشيال ايه فاكسينيشن. زمان كان بيتهف 21 حقنه، دلوقتي هم 5 حقنه او 7 او 7 حقنه. تمام كده، بياخد واحده النهارده عند صفر، واحده عند اليوم الثالث. نعم قللوها ازاي؟ قللوا التحضير بتاع الفاكسين نفسه، اختلف تحضير الفاكسين على المايكرو كده. هتلاقي الاول كانوا بيحضروه من بريد ديشن اللي هو بتاع الانيمال، بعد كده بدأوا يحضروه مش عارف على ضغط امبليو. اخر حاجه خالص اللي احنا بنستخدمه ده بيحضروه على هيومن كالتشر سيل، على خلايا هيومن. لا 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 هو كده اي حد بيتعض بياخد 5 فاكسين والتلس منك وبياخد ريبس، يعني ممكن الاثنين مش بيقول الاثنين بيتاخدوا مع بعض، انما ده بتصنع لوحده ولا بتصنع لوحده ماشي خلاص، بس الاثنين بيتاخدوا، الاثنين بيتاخدوا مع بعض. هياخد واحده النهارده في يوم العضه، وياخد واحده بعد 3 ايام، واحده بعد 7 ايام، واحده بعد 14، واحده بعد 30، واحيانا بيدي واحده بعد 90، بس الاخر ده مش شرط ماشي. اللي بتاخد 0 3 7 14 30 دول اساسيين ثابتين، ممكن ياخد واحده بعد ايه؟ بعد 90 خلاص كده؟ فده الجرعة بتاعة ايه؟ الجرعة بتاعة ريبس. دايما طبعا مش بقى نعم في انوجلوبلين بس الفاكسين احسن منها. الفاكسين احسن منها خلاص، هيديك لك الانوجلوبلين وهياخد وقته لان انت معاك الجوشه بيرن متطور خلاص كده؟ اه الجوشه بيرن ممكن تكون كده، عشان كده ريبس قبل ما يشتغل بالظبط هنبتدي ده وعلى حسب مكان العضله لو بعيد بتاخد انت الفاكسين، لو كان عضله بعيد بتاخد انت الفاكسين. اه لو بتاخد الفاكسين كمان بتاخد الاثنين مع بعض. انت ولا ايه؟ خلاص؟ ليه؟ لو حد خرب مش حيوان ده ياخد فيروس برضه؟ قليل، وارد بس قليل يعني خربشه. هو ليه يعني هو الحيوان بيبقى عنده ليه؟ بيبقى عنده ليه اصلا؟ بيبقى عنده دوم، هيبقى عنده ايه؟ اللي عنده صبر الفيروس اصلا هو اساسا مش واصل انيمال ديزيز، يعني هو اصلا انيمال ديزيز مش جينيتك ميتين هو اصلا بتاع ريبز بتاع ريبز ان هو انيمال ديزيز زي البورسيلا كده، هو الاصل بتاعها هي انيمال ديزيز بس تخش في الهيومن هو اصلا دي بيسموها ممكن اصلا الحيوان ده ما يبقاش مصاص بس هو الاضمن ان انا بس بتعمل الكلام ده. انت عارف بره بيعملوا ايه في موضوع ريبز ده؟ بيسيب البني ادم وياخد الكلب يدل. اه لا مش بيتكلم، بيتابع لمده 10 ايام بره باسم البني ادم، ياخد الكلب، ياخد الكلب ده يتابع لمده 10 ايام، بعد 10 ايام لو ظهر على الكلب مانيفستيشن خلاص يبدا يفكس العيان. انا سمعت غريب ان هو الكلب لو عض انسان بيموت الهيومن بايت ماله؟ لا الهيومن بايت فيه شوية بكتيريات كده انا فاكر شغلانة فاكرها منها، كانت واحدة اسمها بارتنيلا دي احنا بنخاف منها، فلازم تدي حاجة انتي ضد الاندروسلين، واحيانا ممكن ينزل مركب الاندروسلين ده بيحس فوكسيتين، فاحنا بنسجل في الناس ده هيحس فوكسيتين، ده هيحس فوكسيتين. لا لا الهيومن بايت لا مفيش ريبس، الهيومن بايت هنجيب ريبس ما تخش من ريبس ولا بنخاف من تتبس، بنخاف الهيومن بايت بالنسبه لنا كان بكتيريا كده العاديه اللي بتستقبل ستريبت والكلام الفاضي ده، واهم حاجه واحده اسمها البارتونيلا عشان بتعمل انوروبيك انفكشن وبتعمل السر وبتعمل نكروس وكلام كده، بياخد الامبسلين وبياخد حاجه ضد الانتي اللي هي انيمال بنستخدم مثلا ايريسكومايسن افكتيف عليها وبنستخدم سكسكين ماشي، انما موضوع ريبوس لا من الهيومن بايت مفيش خلاص كده. فانت بتعمل العيان ده عاوز تجيب بقى كلب وتتابعه ماشي بياخدوه و10 ايام مش هيظهر عليه مانيفستيشن ولا ما ظهرش، ظهر عليه مانيفستيشن ده اتعامل مع الشيشه بتاعت الريبس على الكلاب هي ما اعرفهاش والله ماشي ما اعرفش، بس هو بيعمل نفس الكلام يعني هو بيعمل نفس الكلام يعني بيعمل برضه موضوع الدريبنج والسلايد خلاص العلاج بتبدا تعالجه ما فيش خلاص خلاص الشخص فلت. طيب ده كده الريبس ببساطه، ناخد ايه تاني؟ هو ما عادش فيروس، نعم هو ما عادش فيروس شكله خلاص، ده الريبس اصلا مش موجود في الكتاب باشا مهم يا باشا، ما فيش بكتيريا لا لا باشا خلاص باشا انا خلاص بقول ايه انا بقول لك سبراي تاني الاسكارلت فيفر، هو احنا لسه هناخد خلصنا فيروس نرفع بكتيريا بقى اه نخبط شويه بكتيريا البكتيريا مش كتيرة هو السكارلت والتيفويد والبروسيلا والتيتانوس زي كده والدفتيريا وكده كده خلاص
تيجي بقى خلاص بقى بص يا زلمه لا اسمع بقى لا مش كلام نور وخلاص ماشي وديستنس الكافيتيريا معلش بتيجي لحد فمش مشكله ايه بلال كده الكافيتيريا دلوقتي الحاله بتسجل في الفيديو قبل عبد العبيط كده شوف بقى حاجه الكافيتيريا دي كل الضغط يعني ناظر على شويه اوفر كده والكلام ده الكافيتيريا اصلا هي اللي كنت اشوف فيها مش اختلفت عمال اه قال لي كنا ما خفتش كده تسجل كل المطر عشوائي دي موجوده بس طيب السكال فيبر هم اللي كنت اشعر بقى عشان نخلص ليه بتعمل تونسلايكس وبتعمل تونسلايكس ماشي تعالى نفرق السكال فيبر من الأورجانيزم بتاعها الاستاب الجروب ايه ولا بي ولا ايه جروب ايه سيرت بوكار لا يستيب تواجي خلاص كده النفتيريا في نعمل بكتيريا اسمها برايمي بكتيريا بتفتري من اسمها خلاص طيب المودوس ترانسميشن دي بتاخد دروبلت ودي برضه بتاخد ايه بتاخد دروبلت بريزبوزين فاكتور الكيرز بوت تراك انفيكشن بنزل نفس الاسطمبه عيل صغير مناعه ضعيفه اوفر كراودنج بيبقى هايجين بيسوشيوفيوم كلاس اي حاجه من الحاجات خلاص طيب تعال نشوف الانكيوبيشن بيريود السكالت فيفر الانكيوبيشن بيريود بتاعتها ظرف الاسبوع والبكتيريا برضه ظرف الايه ظرف الاسبوع من 2 ل 7 ايام خلاص طيب تعال بص بعد كده على الكلينيكال بيكتشر اللي كان بقى بكتيريا والبكتيريا الانفيكشن جنرال ولوكال خلاص والجنرال برضه فيفر وهيدك والانكسيا ومريس بس فروع عن الفيروسات ان الفيفر بتبقى هاي ان الفيفر والانوركسيا بتبقى مانيفستد قوي تمام كده ومعانا هنا معانا ده ايه معانا الملتابس خلاص كده طيب اللوكال مانيفستيشن بعد كده من ده بقى نختلف طيب السكالت فيفر الاول السكالت فيفر بتتعمل صاحب الجروب اي ستريب اللي هو البيوجين بس مش كل الانواع السبيسيفيك سترينز اللي عندها القدره انها تطلع توكسين بيسموه اريثروجينيك توكسين مش كل انواع الستوبيولوجي بتطلع في حاجه كده زمان كان اسمها البكتيريوفاج البكتيريوفاج ده لما بيكون عنده داخل جوه البكتيريا وساب لها جين وهو ماشي الجين ده ممكن يخليها تصنع ايه تصنع توكسين ما كانش اصلا بتعرف تصنعه ده انواع معينه من الستريبت بايوجين بتطلع توكسين بيسموها الايثوجينيك ايه الايثوجينيك توكسين خلاص كده طيب الاثنين بقى لما بيخش الاثنين بيعمل لك فارنجايتس او تونسلايتس الاثنين بيعملوا فيفر خلاص سور ثروت وبيعملوا ديسفيجيا وتلاقي ممبرين موجود على مستوى الايه على مستوى التونس الجو خلاص الممبرين هنا ببص نوع الممبرين هنا عباره عن نيكروز التشو تاني لما تيجي تبص على التونس هنا وتبص على التونس هنا كده كده اللي بيحصل بتلاقي الاول شويه نقط بيضه جوه نقط بص يعني وبعد كده بتتحد مع بعضها عشان تعمل لك ايه تعمل لك ممبرين فانت جاي في الغالب هتشوف الموضوع الايه موضوع الممبرين فالممبرين هتلاقي التونس من المغطيه هنا الممبرين برضه هتلاقي التونس هنا مغطيه الايه مغطيه الممبرين خلاص ايوه بالظبط الممبرين بقى الفرق الممبرين هنا عباره عن بص مغطي التونس انما الممبرين هنا البكتيريا بتطلع توكسين بتموت الخلايا سيرفيس ابيثيليوم اللي موجود فبتلاقي الخلايا دي كلها بتموت بتعمل نكروتيك ممبرين عشان كده يسموا الممبرين بتاع البكتيريا مش ممبرين حقيقي يسموا سودو ايه سودو ممبرين خلاص كده وده ممبرين عادي من البص اللي عمل كولكشن انما ده خلايا ميته حصل لها نكروزس فبيسموه سودو ايه سودو ممبرين طيب هنعرف ازاي ده وده كلهم شبه بعض لحد دلوقتي هنفرق بينهم ازاي ايوه السكالوب فيبر بقى حاجه ثانيه هنتكلم حتى لو تونسلايتس عاديه بالبيوجين هنفرق بينهم ازاي ها انا عاوز من المنظر بتاع البق ثاني من التونس ليه التونس ولا ايوه التونس الممبرين اللي بيكون موجود هنا مع البيوجين بيكون الممبرين ليميتد للتونس يعني اخر البص اخر البياض اللي انت شايفه ده على التونس بس خلاص انما بتاع الدفتيريا بيبقى اكسيدنج الليميتس بتاع الايه بتاع التونس وغير التونس واخد السوفت بقى جنبها ممكن يبقى واخد بقيه الايه بقيه الغول اللي موجود خلاص كده دي اول ايه دي اول نقطه ثاني نقطه في الغالب ايوه بيجي بايلاترا في الغالب الدفتيريا في الغالب بتكون يونيلاترا ديفرنش دياجنوز مهم يبقى هنا الممبرين اخر التونس مش معدي الحدود بتاعتها هنا الممبرين معدي التونس ومعدي الحدود ده في الغالب وممكن على فكره يجي يونيلاترا ده اصلا في الغالب بتبدا يوني وتجيب الثانيه معاها بس في الغالب هتلاقي ايه هتلاقي بايلاترال انما ده بتاع الدفتيريا بيكون ايه بيكون يونيلاترا بس انت لو شلت ده ولا اي حاجه بص هتلاقي تحته انفليمد اريا محمره وخلاص انما هتشيل ده النكروت التيشو هتشيل هتلاقي تحته رو بليدنج ايه تمام كلام يبقى ده هتشيله مش هتلاقي بليدنج خالص انما لما تشيل التاني ده النكروت الابيثيليوم وتحته وصم بالبوزه وعماله تخرخر فهتلاقي رو ايه رو بليدنج ايه خلاص كده ده الايميج ده عندك كده كده تبع السفارك اللي في الروس ده معاك بس السفارك اللي في الروس مع الدفتيريا الكب تبقى كبيره قوي وتعمل اديمه كبيره حواليه بيسموها ايوه بيسموها بولز هناك تمام كده بتلاقي الرقبه بتاعت السيره بتلاقي ايه زاد كده بيسموها البولز ايه البولز هناك خلاص
احنا فرق بينهم ازاي؟ ها مشكله الكلام ده يبقى هنا الممبرين ملتزم بحلول التنسل هنا بيعديها هنا الممبرين بايلاترال في الغالب هناك هيبه يونيلاترال هتشيل ده ما بيعملش حاجه هتشيل ده بيسيب تحته ايه؟ بيسيب تحته بليدنج السرفايكال ليمف دي بس هنا بتبقى كبيره قوي بتعمل البولز ايه؟ البولز خلاص كده؟ دي كده المانيفستيشن بتاعت الانسايتس بعد كده بقى ده بيعمل شويه حاجات كده عشان التوكسين بتاعها بتلاقي الفيفر بيومين ثلاثه ظهرت ومعاك الكلام ده وبعد كده تبدا التوكسين يطلع التوكسين لما يطلع بيعمل لك كذا مانيفستيشن كده اول حاجه بيسموها ستروبري ايه؟ ستروبري تايم بعد كده يظهر الرش على الجسم خلاص الاستروبري تانج بيحصل ليه على اي حاجه انفلاميشن تانج وليان بابيلي فبتلاقي البابيلي يحصل لها اديمه تبدا تبان على ده هي كده كده البابيلي بتبقى باين بس مع الاديمه والانفلاميشن اللي موجود تلاقي البابيلي مور برومينانت تمام كلام ماشي وتضغط على تانج بتلاقي رف سيرفيس خشن تحديد تمام كلام عامل زي الفراولاي فراولاي سيرفيس سموث وبعد كده متحبب بالحاجات اللي بتبقى موجوده ايه موجوده فوق هو نفس المنظر فيسموه ايه استروبري تانج الاستروبري تانج ده في الاول من البص بيبقى وايتش يبقى وايت ستروبري تانج بعد كده الممبرين ده بيتشال وتلاقي بيتحول للنوع الثاني اللي هو الايه؟ ريد ستروبري تانج خلاص كده؟ كده كده انفلاميشن على مستوى التانج للبابيلي اللي موجوده هناك فبيحصل لها اديما تبدا تظهر تبقى مور برومنت على التانج سيرفيس فتحس سطح الخشن تحت ايدك زي الايه؟ زي الفراولاي الاول الموضوع بيبقى مجلط عشان البص بيبقى محوط المكان كله فبيسموه وايت ستروبري تانج بعدها بيومين ثلاثه بيبقى ايه؟ ريد ستروبري تانج خلاص كده؟ ليه عمل الكلام ده عشان الاسوفينيك توكسين اللي موجود ولا ما كانش موجود الاسوفينيك توكسين ما كانش حصل انفلاميشن دي ولا اديما للبابيلا بتاعك انما هو الاسوفينيك توكسين اصلا بيعمل فازودايليتيشن فلما يعمل فازودايليتيشن على مستوى التانك ده البابيلا بيجي لها بلاد سبلاي اكتر ويحصل فيها الاديما اكتر من بقيه السيرفس تبدا ايه تبدا تبان عليه خلاص ده كده موضوع الستروب ده ايه الستروب ده تانك بعد كده الراش بقى بيتفش في الجسم كله ويعمل لك ايه ويظهر الراش الراش بتاع السكالب فيفر بيظهر فين الاول هما بيسموه ساند بيبر راش عشان لو شفتها في اي حته بيسموا الراش بتاع السكالب فيفر ايه؟ ساند بيبر راش، ساند بيبر ده ورقه الصنفرة خشن تحت ايدك برضه خلاص كده؟ الراش بيظهر فين اول ما بيبدا؟ اول ما بيبدا الراش بيبدا فين؟ ها؟ لا ده مميز قوي الراش بتاع السكالب اول ما بيبدا في مناطق الكريز بيبدا في الاكزيلا بيبدا في الجروين بيبدا في المناطق المستخبيه الاول الراش بتاع السكالب ايه؟ بتاع السكالب فيفر خلاص؟ بعد كده يسبريد لجسم ايه؟ لجسم كله خلاص؟ الريش بتاع السكالب فيفر بيبقى ماكيولو بابلر احنا لسه قايلين ان بيخش في الديفينيشن دايجنوست بتاع الماكيولو بابلر ايه؟ بتاع الماكيولو بابلر الريش بتاع السكالب فيفر في ميستين بتلاقي في اماكن مفيش فيها ريش حوالين البق بيسموه سيركم اورال بالر بتلاقي وش كله محمر والمنطقه اللي هي بس هي اللي ايه؟ هي اللي مبيضه وفي مناطق بتلاقي الريش فيها تقيل بزياده بيسيب بيجمنتيشن بيسموا المناطق دي او بيسموا الراش ده باستيا ساين بيسموه باستيا ساين خلاص يبقى احنا عندنا الراش ماكيولو بابلر اول ما بيظهر فين؟ في مناطق الاكسيلا والجروين وبعد كده ياخد الجسم كله في اماكن بيسيبها حوالين الماوس يعمل سيركم اوفر البلر في اماكن ثانيه بيبقى تقيل فيها لدرجه انه بيعمل هايبر بيجمنتيشن في اماكن الكريز اي كريز موجود في الجسم الراش بتاع الماكيولو بتاع السكالا فيفر بيبقى تقيل فيه ويسيب هايبر بيجمنتيشن دي بيسموها ايه؟ باستيا ساين خلاص كده؟ دي كده المانيفستيشن بتاع السكالت ايه؟ بتاع السكالت فيه ماشي؟ تمام؟ خلاص خلاص ولا رحت تفسير انا جاي؟ خلاص عندنا بعد كده موضوع الايه؟ الدفتريا البرزنتيشن بتاعها خلاص الدفتريا لما بتيجي بتيجي انواع ايه؟ بتيجي انواع كتير اشهرها طبعا اللي احنا نعرفه اللي هي الفرنجيال الدفتريا خلاص ممكن الدفتريا تنتشر على اللارينكس وبتعمل لارينجال ديفتيريا ممكن تروح على النوز وتعمل لك نيزال ديفتيريا يعني النوع الاصل والنص تكون بتاع ان هي بتيجي ايه؟ بتيجي فارنجال اللي هي الفارنجايتس العاديه دي خلاص بتيجي البرزنتيشن خلاص قلنا البرزنتيشن بتاعها ممكن تعمل سبريد وتبقى لارينجال وده خطر لان الممبرين اللي هتعمله ممكن يجيب من الفوكال كورد ويخنق ويعمل ايه؟ ويعمل سفوكيشن فلازم تاخد بالك من موضوع الايه؟ اللارينجال ديفتيريا النيزال كده كده بيكون ايه؟ بيكون غير ومش مهم خلاص رجال البرزنتيشن هنا والبرزنتيشن هناك في مشكله في الكلام ده؟ نعدي طيب الكوميونيكيشن ايه الكوميونيكيشن اللي بتحصل من السكالب فيفر او من السيرت بيولوجين بقى بسرعه عامه اي انفكشن سبريت فدي ممكن تعمل لك فايروس ميديا ممكن تعمل لك فرنجايتس تعمل لك فرنجايتس تعمل لك مش عارف سينوسايتس ممكن تنزل وتعمل لك نمونيا فده السبريت خلاص كده الحاجه الثانيه المشهوره مع السيرت بيولوجين اللي هي ممكن تعمل لك كوميونيولوجيكال كوميونيكيشن بعدها يجيب لك بقى الوايت فيفر يجيب لك بالمونيا نوفايتس يجيب لك اي حاجه من الحاجات خلاص كده الكوميونيكيشن بتاع الايه؟ بتاع الاستريتولوجي سبريد للانفكشن
والاخطر للبرونكو نيمونيا اللي ممكن تعملها او اميونولوجيكال كوميونيكيشن تيجي بعد كده رومات فيفر او البلمونري ايه او البلمونري فاكس. خلاص كده. على فكره من ضمن الاميونولوجيكال رياكشن بيحصل هو مش مشهور بس هو اللي ممكن يحصل ممكن يعمل نيورولوجيكال كوميونيكيشن او سايكاتريك كوميونيكيشن على مستوى العقل الصغير. في بعد بيجي بعد السيت ديت او بس موجود بوست ستريبتوكوكال نيورو سايكوزس او سايكاتريك كانس ممكن يجي في الايه ممكن يجي في الاطفال. طب ايه الكوميونيكيشن بتاع الدفتريا؟ هنا الريزا والستراكشر بتاع السافوكيش ايه كان من ضمن الكوميونيكيشن بتاع الدفتريا؟ الانفكشن سايكوسايتس ومين التوكسين. اهم حاجه في الدفتريا مين؟ عمو التوكسين بتاعه. خلاص التوكسين بتاع الدفتريا لو حصل ديفيوجن هو بيحب يضرب حاجتين. التوكسين بتاع الدفتريا بيحب الهارت والنيورو بيحب الاعصاب. التوكسين بتاع الدفتريا بيحب يضرب السي ان اس بيحب يضرب الايه بيحب يضرب السي بي اس. فبالغالب التوكسين ده لو طلع وحصل له ديفيوجن للاسف ممكن يدخل عيال في مايوكاردايتس ممكن يدخله في هارت فيلير. والنيورولوجيكال بيضرب النيرفات فاول ما بيضرب النيرفات المنطقه دي هتلاقي عندك بلبل بولس. طب الكلام ممكن يضرب نيرفات بريفرنت ممكن يعمل لك دافراجماتيك باراليسيس على حسب النيرف اللي هيضرب. بس هو بالغالب بيضرب النيرفات البلبل والفرينيك نيرف ممكن يضرب اي حاجه بريفرنت. اقول لك ممكن التوكسين تعمل لك جنراليزد باراليسيس يضرب النيرفات كلها. خلاص كده. اخطر حاجه في الدفتريا في الكوميونيكيشن بتاعتها ماشي سبريد زي اي انفكشن انما الاخطر على الاطلاق هو موضوع ايه؟ موضوع التوكسين. التوكسين لما بيطلع بيضرب الهارت بيحب يضرب الايه؟ بيضرب النيرفات. نعم التوكسين بيطلع بيضرب الهارت يبوظ المسلز بتاعته فيعمل مايوكاردايتس. مايوكاردايتس تعمل لك هارت فيلر. خلاص ماشي. عندنا بعد كده كمان النيرفات لما بتضرب ما تنساش موضوع اللارنجيال اوبستراكشن ويعمل ايه؟ ويعمل سفوكيشن. ها مشكله في الكلام ده؟ طيب الكوميونيكيشن الانفستيجيشن هنا وهنا هنا الاس والسوا كده 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 انفكشن سي بي سي هتلاقي في شويه كلام فاضي بقى ليك مش هيبص والاس والاس خلاص ماشي. بعد كده عشان بقى ناكد الاورجانيزم هنا مع سواء هنا او هنا ممكن تاخد سواب كده كده في المدريه وكده كده في المدريه السواب وتاخد الايه وتعمل الكالشر ماشي. ده بيتزرع على ايه؟ بيتزرع على بلاط جار العادي انما الدفتريا بتتزرع على ايه؟ ميديا كده ملاحظه ايوه ميديا او لوفر ايه؟ او لوفر سيرم ده شكرا جدا حاجه تانيه. خلاص بالنوستال جينس ميديا او لوفر سيرم ميديا تزرع وتطلع عليه وتطلع على الاورجانيزم. خلاص ممكن تعمل هنا توكسين اساسي مهم برضه هنا بنعمل توكسين ايه؟ توكسين اساسي في اختبار هنا مع السكالت فيفر بيسموه شولتز شارلتون تيست اكيد سمعتوا عنه. اختبار مع السكالت فيفر اسمه شولتز شارلتون تيست ايوه في الكوميونتي سنتر اللي فات بنعمل ايه؟ مشكله السكالت فيفر هي الريسيرشيك توكسين مشكله الفيفر الريسيرشيك توكسين بيعمل ايه؟ يقوم جايب حته فيها رش اي مضاد فيها رش في الكلى يقوم جايب هو مره انتي توكسين هو انا شاكك ان داش ده بتاع سكالت فيفر وانا عارف ان سكالت فيفر بتعمل داش بالريسيرشيك توكسين فهم هو جايب من بره انتي توكسين ويحلله في قلب الرش. لو الرش اختفى يبقى فعلا سكالت فيفر. خلاص لو الرش اختفى يبقى فعلا دي ايه؟ طب لو ما اختفاش يبقى ده اي حاجه ثانيه غير السكالت فيفر. سكالت فيفر ده بيسموه شولتز شارلتون ايه؟ شارلتون بس. خلاص مع الدفتريا بنعمل تيست برضه للتوكسين انها بنطلع التوكسين حاجه اسمها توكسين اساسي وفي تيست ثاني بيسموه اليك تيست. تيست ثاني بيسموه ايه؟ اليك تيست مش مهم قوي بالنسبه لنا في الدفتريا. خلاص ما تنساش هنا انك بتدور على الانتي ستيريك كلايس ايه؟ انتي ستيريك كلايس اول حاجه بتدور عليها هو طالما فجاه ايه؟ هو اول حاجه بتبقى في اول حاجه فجاه خلاص كده فانت الانفستيجيشن عادي بتشخص الانفكشن بالسي بي سي بالقصه دي وتجيب الاورجانيزم سواب وكبسه وتعيش معاه. خد بالك بقى من الكوميونيكيشن بتاع السي بي هنا والسي بي هنا عشان ايه؟ عشان الكوميونيكيشن التريك انت عارف السكالت فيفر ازاي؟ عادي كلهم سيمتوماتيك سبورت في الاول ريست على انتيبيوتيك وانتيبيوتيك كنترول يقول نيوتريشن وبعد كده نشوف حاجه سبيسيف انت هياخد انتيبيوتيك وده هياخد انتيبيوتيك. بس الفكره ان في الدفتريا لا توكسين هتاخد الكلام ده كله مدرب التوكسوين انت ما تسميش وين انتي توكسين الدفتريا طلعت التوكسين طلع فانا بدل انتي توكسين من بره عشان يعملوا انتجوليزيشن ويمنع الافكت بتاعه على الهارت وعلى ايه وعلى النيرف. خلاص ايه البريفكشن اه البريفكشن انما المرض اللي عنده الدفتريا لازم ناخد الكلام ده يبقى سبورت ثابت في الاثنين انتي بوليك ثابت في الاثنين نعم بنسل الاثنين دول بيجوا بنسل تمام كده اه بنسلات عليهم. خلاص ماشي. بص بعض البكتيريا اللي بتطلع توكسين بتبقى هفا يعني البكتيريا اصلا على بعضها كده ملهاش لازمه انما المشكله في التوكسين اللي بتطلعها وهي جايه من سن البي بي بتجيب مع البكتيريا اه بنسلها حاجه كل اسبوع بنسل بنسل الكابتيريا مش قبل كده نعمل دول ريزيستنس كل البكتيريا بقت اساس كنترول كل البكتيريا شويه وبعد كده كل شويه بتحصل ريزيستنس فبنغير المقنعه بتوع الحياه
وخلاص كده. بعد الكلام ده كل ما تخش عليه مين الكوميونيكيشن، لو في اي كوميونيكيشن حصلت هنا او حصلت هنا. الله الموفق.